بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث، أهلا بكم. بمشيئة الله النهاردة هنعمل مع بعض مراجعة مهمة جدا على المناعة في الكائنات الحية. هنتكلم على شرح المناعة ونتكلم على أهم النقاط اللي هي مهمة جدا بالنسبة لنا. أول حاجة كده نبدأ نتكلم عليها اللي هي العوامل المهددة لحياة الكائن الحي عموما. عندنا طبعا بنقسم الكلام ده لحاجتين، أول حاجة مصادر حيوية والحاجة التانية مصادر غير حيوية. حيوية زي اللي هي مسببات الأمراض زي بعض الحشرات، زي الأوليات اللي هي الحيوانية زي الفطريات، زي البكتيريا، زي الفيروسات. المصادر غير حيوانية زي الإنسان يعمل أو الكائن الحي عموما يحمل حادثة، حوادث يعني، كوارث طبيعية، زلازل وبراكين، اختلال عناصر مين اللي هي البيئة المحيطة سواء بارتفاع درجة الحرارة أو الجفاف أو غيره. ربنا في مقابل الكلام ده بدأ يخلق الكائن الحي وسائل دفاعية عشان يحمي بها نفسه. فعندنا في بعض الوسائل ممكن الكائن الحي يغير اللون بتاعه زي الحرباء، ممكن يفرز بعض السموم زي العقرب أو اللي هو الثعبان، ممكن يجري عشان يهرب من اللي هو العدو بتاعه زي الأرنب مثلا لما يجري من أسد أو نمر. الجهاز الدفاعي طبعا دي عبارة عن طرق دفاعية بيواجه بيها الكائن الحي اللي هي المخاطر اللي هو إيه بيتعرض لها. المناعة طبعا اللي احنا هنتكلم عليها معناها قدرة الجسم على مقاومة مين؟ الإصابة بالأمراض. ده تعريف مين اللي هي ايه المناعة. وطبعا المناعة ربنا خلقها لنا عشان تمنع دخول اللي هو مسبب المرض اصلا لجوه مين جسم الكائن الحي. ونفترض ان بدأ يخش جوه جسم الكائن الحي هيبدأ هنا يهاجم مين مسبب مين المرض والاجسام ايه الغريبة عشان يقضي عليها. الآلية اللي هيعمل بها هيشتغل بها اللي هو جهاز المناعة هيشتغل وفق حاجتين، اول حاجة اللي هي المناعة الفطرية وبسميها المناعة الموروثة، والحاجة التانية بسميها اللي هي المناعة المكتسبة وبسميها اللي هي التكيفية. والحاجتين دول الاتنين بيشتغلوا مع بعض وهما الاتنين بيكملوا عمل بعض. أول حاجة كده هنبدأ نتكلم عليها إن شاء الله اللي هي المناعة في النبات. عندنا أول حاجة نبدأ نتكلم عليها اللي هي مسببات الأمراض بالنسبة للنبات. أول حاجة عندنا اللي هي الأعداء الخطرة، وطبعا دي عبارة عن حيوانات الرعي، الحشرات، فطريات، بكتيريا، فيروسات، وطبعا دي بتسبب أضرار لمين؟ لحياة مين؟ النبات، وممكن هنا تؤدي إلى أمراض خطيرة بالنسبة له. الحاجة التانية ظروف غير ملائمة، حرارة عالية، برودة زائدة، أو المية نفسها يحصل فيها اختلاف سواء بزيادة أو نقص، أو العناصر الغذائية اللي هو بيحتاجها النبات سواء مغذيات كبرى أو صغرى بيبدأ يحصل فيها خلل معين. طبعا الكلام ده يؤدي إلى ضرر معين بالنسبة لحياة النبات. طب ممكن أعالج الكلام ده؟ عن طريق ان انا بشيل المؤثر اصلا السبب اللي هو عندي سواء حرارة او نقص عناصر او غيره، بمجرد هنا بشيل اللي هو مسبب عندي هنا يبدأ اللي هو حياة اللي هو النبات كما كانت مرة تانية. الحاجة التالتة عندنا اللي هي المواد السامة زي الأدخنة، زي الأبخرة السامة اللي هي طالعة من المصانع، زي المبيدات الحشرية، الصرف الصحي، كل ده بسميها مواد ايه؟ مواد سامة. وطبعا ديت نوع بيجيب أضرار بالنسبة لي لحياة النبات، طبعا اقدر برضك اتلافاها عن طريق مين؟ زوال مين؟ زوال اللي هو المؤثر. نيجي بعد كده اللي هي طرق المناعه في النبات. عندنا في حاجتين بالنسبه للنبات اساسيين عندنا، اول حاجه اللي هي المناعه التركيبيه، والحاجه الثانيه اللي هي المناعه البيوكيميائيه. اول حاجه نبدا نتكلم عليها كده، اول حاجه نتكلم عليها ان شاء الله اللي هي المناعه مين؟ اللي هي المناعه التركيبيه. المناعه التركيبيه عباره عن مجموعه من الحواجز الطبيعيه ربنا خلقها، مهمتها بتمنع اللي هي دخول اللي هي مسبب المرض، بتمنع اصلا مسبب المرض انه يدخل اصلا للنبات. وطبعا ده بيعتبر بالنسبه للنبات اللي هو خط الدفاع مين الاول. عندنا هنا اللي هي المناعه التركيبيه بتشمل كذا حاجه عندنا. اول حاجه كده اللي هي المناعه التركيبيه اللي هي موجوده سلفا في النبات، يعني موجوده قبل الاصابه، موجوده في اي نبات عموما يعني. ودي بتشمل كذا حاجه، اول حاجه اللي هي الادمه الخارجيه، ودي بتعتبر حائط صد الأول بالنسبة للنبات ضد الأمراض. طيب عندنا الأنم الخارجية بتكون مغطاة بطبقة شمعية، الطبقة الشمعية ديت أنا بسميها كيوتين، طبعا ديت أنا بتمنع اللي هي استقرار المية على سطح أوراق النبات، وبالتالي هنا عدم وجود المية الورقة هيكون جافة. طب نفترض المية لو هي موجودة إيه المشكلة؟ طبعا دي هتكون بيئة صالحة لنمو مين؟ الفطريات وتكاثر اللي هي البكتيريا. عندنا في بعض الشعيرات والأشواك بيكون موجودة على اللي هي طبقة الأدمة، وطبعا دي برضك بتمنع تجمع مين المية، وكمان بتحمي النبات من بعض الحيوانات اللي هي لأن بيكون عليها أشواك. الأشواك دي بتعمل حماية بالنسبة للنبات ضد مين؟ حيوانات اللي هي إيه الرعي.
دي أول حاجة عندنا اللي هي بسميها مين الأدمائية الخارجية. الحاجة التانية عندنا اللي هي الجدار الخلوي، الجدار الخلوي، وطبعا ده بيعتبر اللي هو واقي خارجي بالنسبة لمين للنبات، وده بيتكون من اللي هي طبعا بيخش في تركيب الجدار الخلوي زي ما احنا عارفين اللي هو السليلوز، وبعد كده بيبدأ يغلظ بيه اللي هو اللجنين، وبالتالي هنا بيكون جدار صلب هنا يصعب على اللي هي الكائنات اللي هي الممرضة اختراق مين اللي هي الجدار ده. ناخد بعد كده اللي هي الحاجة التانية عندنا اللي هي مناعة تركيبية، بس دي بتنتج نتيجة استجابة للإصابة بالكائنات الممرضة، يعني هنا النبات هيحصل له إصابة وبالتالي هيبدأ يلجأ للكلام ده. فأول حاجة عندنا اللي هي تكوين اللي هو الفلين. الفلين عبارة طبعا ده مهمته بيعزل اللي هي المنطقة اللي هي تعرضت للقطع أو اللي هو التمزق. وعندنا هنا النبات هنا ممكن هنا بيتعرض للقطع والتمزق في بعض الحالات نتيجة اللي هي نمو النبات في السمك، التخانة بتاعته بيبدأ يكبر، تمام. بعض اللي هي الناس لما يجي يجمعوا الثمرة بيشدوا الثمرة بطريقة معينة، فبالتالي ممكن يؤدي إلى جرح بالنسبة للنبات. الأوراق لما تسقط في فصل الخريف تعدي اللي هو الإنسان أو الحيوان على اللي هو النبات عن طريق اللي هو الأكل، وبالتالي هنا هيعمل مكان معين بسميه قطع أو تمزق بالنسبة لمين للنبات، وبالتالي هنا النبات هيحمي نفسه عن طريق مين تكوين اللي هو الفلين. الحاجة التانية تكوين اللي هي التيلوزات. التيلوزات دي عبارة عن نموات زائدة بتنشأ نتيجة تمدد الخلايا البرانشيمية المجاورة لقصيبات الخشب، مجاورة لقصيبات الخشب، بتبدأ تمتد جوه القصيبات من خلال اللي هي النقر اللي هي موجودة في اللي هو نسيج الخشب، وبتبدأ هنا طبعا الكلام ده لما بتبدأ يحصل تيلوزات طبعا بتبدأ تعيق حركة مين اللي هي كانت مين اللي هي الممرضة. الحاجة التالتة اللي هي ترسيب الصمغ. وعندنا هنا النبات بيبدأ يلجأ إلى إفراز اللي هي الصمغ لما يحصل له جرح أو قطع الصمغ علشان يبدأ يمنع اللي هو دخول مين اللي هو الميكروب. في عندنا اللي هي التركيب اللي هي مناعية خلوية، وطبعا دي عبارة عن بعض اللي هي التغيرات الشكلية بتحصل في بعض الأماكن زي مثلا انتفاخ الجدر الخلوية لخلايا بعض لكل من البشرة وتحت البشرة، وطبعا ده بيعتبر كحائط صد هنا بالنسبة للكائنات الممرضة ما يقدرش يخترق مين اللي هو النبات. فعند ده لما يحصل انتفاخ للجدار الخلوي لخلايا كل من البشرة وتحت البشرة أثناء الاختراق المباشر للكائن الممرض هيؤدي إلى تثبيط اختراقه لإيه؟ لتلك إيه؟ لتلك اللي هي الخلايا. بيبدأ يحصل إحاطة لخيوط اللي هي الغزل الفطري اللي هي بتبدأ تهاجم النبات عن طريق مادة عازلة، وبالتالي هنا يمنع مين اللي هو انتقال مين اللي هو ايه اللي هو خيوط الفطرة ديت إلى أماكن جديدة في النبات. ممكن النبات يلجأ إلى اللي هو التخلص من النواة النسيج المصاب، وطبعا دي بسميها اللي هي الحساسية ايه المفرطة. وطبعا هنا النبات بيتخلص من النسيج ككل، ما هنا ممكن يكون ورقة يعمل لها عملية تساقط، وبالتالي هنا بيمنع مين انتشار مين اللي هو الكائن ايه الممرض. المناعة التانية عندنا اللي أنا بسميها اللي هي المناعة اللي هي البيوكيميائية، وعند دي بتشمل كذا حاجة. عندنا أول حاجة اللي هي المستقبلات اللي هي بتدرك وجود اللي هو الميكروبات وبتنشط دفاعات مين النبات، والمستقبلات دي بتكون موجودة في بعض النباتات السليمة والمصابة. وعند هنا بتبدأ تزداد معانا في النباتات، بس الكلام ده امتى؟ بعد ايه؟ بعد الإصابة. طبعا المهمة الرئيسية بتاعتها انها بتحفز اللي هي وسائل اللي هي جهاز المناعة الموروثة فين؟ في النبات. الحاجة التانية عندنا اللي هي مواد كيميائية مضادة للكائنات الدقيقة، وطبعا ديت ان هو عبارة ان النبات بيبدأ يفرز بعض المركبات الكيميائية ديت. المركبات الكيميائية الهدف منها انها بتقاوم اللي هي الكائنات الممرضة. وعند المركبات ديت ان هو يا اما تكون اصلا موجودة في النبات قبل الإصابة، يا اما نتيجة الإصابة هتبدأ ايه تتكون. طب زي ايه كده؟ زي اللي هي الفينولات والجلوكوزيدات، ودي عبارة عن مركبات كيميائية سامة بتموت اللي هي الكائنات الممرضة زي البكتيريا او تثبط ايه نموها. نخلي بالنا هنا المركبات دي ما بيكونش اصلا موجوده في نباتات مين اللي هي السليمه، بتتكون نتيجه اللي هي مهاجمه اللي هي كائنات مين الممرضه، يعني بعد ايه بعد الاصابه. عندنا الحاجه اللي هي بعد كده اللي هي الاحماض الامينيه غير البروتينيه، ودي عباره عن مجموعه من الاحماض لا تدخل في بناء مين اللي هي البروتين في النبات، انما دي بتشتغل كمواد ايه واقيه لمين للنبات. وطبعا دي بتشمل بعض المركبات اللي هي كيميائيه السامه زي اللي هي الكنفانين واللي هو سيفالو ايه سيوبرين. عندنا الحاجة اللي هي بعد كده اللي هي البروتينات اللي هي مضادة للكائنات الدقيقة،
وعندي هنا في بعض النباتات بتطلع ليها بعض البروتينات برضك ما بيكونش موجودة أصلا فين في النبات، وإنما هنا بيتم إنتاجها نتيجة اللي هي حدوث مين، حدوث اللي هي الإصابة. البروتينات دي بتبدأ تتفاعل مع اللي هي السموم اللي هي بتفرزها مين، اللي هي الكائنات الممرضة في قلب النبات، وتبدأ تحولها إلى مركبات غير سامة. عند هنا برضك النبات ممكن يلجأ إلى إن بيطلع بعض اللي هي الإنزيمات. الإنزيمات دي بتبدأ تتفاعل مع السموم اللي هي بتفرزها اللي هي الكائنات الممرضة، وبالتالي هنا بتبدأ تبطل مين السمية بتاعتها. ممكن النبات يعزز دفاعات اللي هو النبات بعد الإصابة، تمام؟ طبعا هنا بيتم عن طريق إن بيبدأ يقوي اللي هو الدفاعات بتاعت اللي هو النبات بعد مين؟ بعد حدوث اللي هي الإصابة. في بعض الحاجات المهمة جدا لازم نخلي بالنا منها. أول حاجة عندنا كده المناعة في النبات، زي ما احنا اتفقنا المناعة في النبات احنا قلنا ده بيعتبر ده خط الدفاع الأول عند اللي هي مناعة مين؟ احنا قلنا في نوعين من المناعة، في مناعة تركيبية ومناعة ايه؟ مناعة بيوكيميائية. فالمناعة التركيبية اللي هي عندنا دي بتعتبر اللي هي المناعة أو خط الدفاع الأول بالنسبة للنبات، أما المناعة اللي هي البيوكيميائية ده بيعتبر اللي هو خط الدفاع التاني. عندنا حائط الصد الأول عند بالنسبة للنبات اللي هي مين؟ اللي هي الأدمة الخارجية. الأدمة الخارجية تعتبر حائط الصد الأول. الواقي الخارجي عندنا اللي هي مين؟ اللي هو الجدار الخلوي. يبقى عندنا ده يعتبر ايه؟ واقي ايه؟ واقي خارجي. طب دلوقتي في بعض الوسائل عرفناها، الوسائل ديت من تخصصها انها بتمنع اصلا دخول الميكروب داخل النبات جوه جسم النبات. طب زي ايه؟ زي الأدمة، زي اللي هي الحاجة التانية اللي هو الجدار مين؟ الخلوي، زي اللي هو الفلين، زي اللي هي الصموغ، تمام؟ كل ديت اهو بتمنع دخول مين اللي هي الميكروبات داخل مين؟ داخل النبات. النبات كمان بيبدأ يكون بعض اللي هي مين؟ اللي هي التركيب. فعندنا اللي هو الحاجة اللي لسه قايلين عليها اللي هي انتفاخ اللي هي خلايا اللي هي الجدار الخلوي لخلايا اللي هي البشرة، تمام؟ وتحت ايه؟ وتحت البشرة. كل ديت اهو وسائل بتمنع دخول الميكروب جوه جسم النبات. طب في وسائل تانية بتمنع انتشار بقى الميكروب جوه النبات، انتشار خلي بالي. طب زي ايه؟ زي تيلوزات، دي بتمنع الانتشار، زي اللي هي الحساسية المفرطة، حساسية اللي هي المفرطة، تمام؟ دي برضك بتمنع ايه؟ اللي هو الانتشار. في عندنا اللي هي بعض اللي هي التركيب اللي هي مناعية، زي اللي هي قلنا النبات عندي بيبدأ يكون اللي هي حوالين اللي هو بعض الفطريات اللي هو مادة بتعزل اللي هو ايه؟ الغاز المين؟ الفطري. كل ده بيمنع ايه؟ اللي هو الانتشار. نخلي بالنا ان الفلين تمام، الفلين عندنا الفلين ده يمنع دخول زي ما احنا اتفقنا، وطبعا الكلام ده بيحدث في حالة اللي هي قطع او تمزق مين اللي هو قطع او تمزق مين اللي هو ايه النبات. عندنا اللي هي تيلوزات طبعا دي برضه كانت بتمنع الانتشار، خلي بالي بتمنع الانتشار، ودي بتحصل امتى؟ بتحصل عند اللي هي قطع او غزو مين اللي هي بعض ايه؟ بعض اللي هي الميكروبات. عندنا بالنسبه لي اللي هي الصموغ، طبعا التيلوزات دي بتكون بعد الاصابه نخلي بالنا، تمام؟ عندنا الصموغ طبعا ديت عندنا نوع نتيجه اللي هي حدوث قطع او جرح في النبات بتمنع دخول مين اصلا؟ اللي هي الماده او اللي هو الميكروب جوه مين؟ جوه النبات. عندنا ماده اللي هي الكيوتين والطبقه الشمعيه، طبعا ديت مناعه ايه؟ تركيبيه. طبعا دي ممكن موجودة على مين؟ على طبقة مين؟ على طبقة ايه؟ طبقة اللي هي الأدمة. عندنا برضك نخلي بالنا في النبات ان النبات الأدمة يمت الخارج، الأدمة يمت مين؟ يمت الخارج، تمام؟ انما بالنسبة لي اللي هو الانسان، الأدمة بيكون بعد البشرة، بيكون بعد مين؟ بعد ايه؟ يعني بيكون عندي في الانسان اللي هو البشره الاول، بعد كده اللي هي ايه؟ طبقه مين؟ طبقه اللي هي الادمه. يعني عندي في النبات بيكون العكس بقى، عندي الادمه وبعد كده اللي هي ايه؟ البشره اللي هي بعدها. نخلي بالنا ان الفلين ده عباره عن ترسيب اللي هي السيوبرين عشان اعزل بيه اللي هي منطقه اللي هي الاصابه، بمنع دخول مين؟ اللي هي الميكروبات. المناعة اللي هي التانية اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي البيوكيميائية، المناعة اللي هي البيوكيميائية اللي طبعا المناعة ديت اهو بتعتبر كل اللي هي وسائل اللي هي المناعة البيوكيميائية، وطبعا دي موجودة خلي بالنا انها قبل وبعد الإصابة، ما عدا مين؟ ما عدا اللي هي البروتينات المضادة اللي هي انزيمات نزع السمية، هي دي اللي بتكون ايه؟ بعد مين؟ بعد اللي هي الإصابة فقط.
عند المستقبلات أول حاجة اتكلمنا عليها المستقبلات، ما ننساش إن دي بتبقى موجودة قبل الإصابة وبتزيد بعد إيه، بتزداد مين بعد إيه، بعد الإصابة ما ننساش. عندنا اللي هي المواد الكيميائية، المواد اللي هي كيميائية المضادة، طبعا دي بتبقى موجودة قبل كده في النبات تمام، وبتتكون بعد إيه، بعد اللي هي الإصابة. يبقى عند ديت أهو اللي تتكون، قلنا إيه المركبة دي متى تكون موجودة أصلا في النبات، هي متى تتكون إيه، بعد مين، بعد الإصابة زي ما إحنا اتفقنا. ده بالنسبة مين ليه، اللي هي المناعة فين في اللي هي النبات. نخلي بالنا برضك إن لما يحصل اللي هي المستقبلات لما بتبدأ تزداد في النبات، ده دليل على نجاح الميكروب في الدخول في النبات، يعني يقدر يخترق مين، اللي هو النبات. ونخلي بالنا التيلوزات ما بتتكونش إلا في حالة وصول الميكروب إلى النسيج الوعائي للنبات، اللي هي أوعية وقصيبات مين، اللي هي الخشب. نخلي بالنا، وطبعا ده بيأثر على مين، على عملية اللي هي النقل داخل مين، داخل اللي هو النبات. يبقى احنا دلوقتي عرفنا أول حاجة عندنا اللي هي المناعة في اللي هي النبات. هنبدأ نتكلم عن الحاجة التانية عندنا اللي هي المناعة في الإنسان. اللي طبعا الجهاز المناعة في الإنسان جهاز متناثر الأجزاء، مش موجود في مكان واحد تمام. فعندنا ده جهاز ايه، متناثر، ايه متناثر اللي هي الاجزاء. وبرغم ان هو متناثر الاجزاء، انما الجهاز ده بيشتغل مع بعضه كده في تعاون وتآزر مع بعضه، من اللي هي الناحية ايه، من اللي هي الناحية الوظيفية. يبقى كله بيشتغل مع بعضه في تناسق وتناغم مع ايه، مع بعضه. عندنا طبعا اللي هي قدامي ده اللي هي أماكن اللي هي بعض اللي هي الجهاز الليمفاوي في جسم الإنسان. فأول حاجة نبدأ نتكلم عليها كده اللي هي مين، اللي هي الأعضاء اللي هي الليمفاوية. فأول حاجة نبدأ نتكلم عليها اللي هي مين، اللي هو نخاع العظام. نخاع العظام طبعا ده موجود، اللي هو النسيج بتاعه موجود فيه اللي هي العظام اللي هي مسطحة، زي عظام اللي هي الترقوة أو القص والجمجمة والعمود الفقري والضلوع والكتف والحوض، كل ديت بسميها عظام ايه، مسطحة. وعندي اللي هي الحاجة التانية اللي هي العظام الطويلة، زي عظام الفخذ أكبر عظمة طبعا في جسم الإنسان، والساق والعضد، المهمة الرئيسية بتاعتهم اللي هي إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. ده مهمة مين، اللي هو نخاع مين، نخاع اللي هو العظام. الحاجة التانية عندنا اللي هي الغدة التيموسية. الغدة التيموسية وطبعا دي عندنا اللي هي الغدة التيموسية زي ما احنا شايفين، دي القصبة الهوائية، وهي موجودة هنا على مين، على القصبة الهوائية، وخلف عظمة مين، وخلف عظمة القص. ده المكان بتاعها، يبقى إذا موجودة على القصبة الهوائية أعلى القلب، وفي نفس الوقت خلف مين، عظمة مين، عظمة القص. المهمة الرئيسية بتاعتها بتفرز هرمون التيموسين، وده مهمته بيحفز نضج الخلايا الليمفاوية الجذعية إلى الخلايا التائية، ويبدأ يميزها إلى أنواعها الثلاثة اللي إحنا عارفينهم، اللي إحنا نعرفهم دلوقتي. الحاجة اللي بعد كده اللي هو الطحال. الطحال طبعا ده عبارة عن عضو ليمفاوي صغير، حجمه ما بيزيدش عن قبضة اليد، ولونه أحمر إيه، ولونه أحمر قاتم. ده اللي هو مين، اللي هو الطحال. الطحال طبعا ده ما ننساش، الطحال ده ما ننساش إن ده عبارة عن مقبرة اللي هي خلايا اللي هي الدم الحمراء. عمر خلايا كرات الدم الحمراء قصير، حوالي 3 شهور أو 4 شهور. فعندي هنا الطحال ده المهمة الرئيسية بتاعته، بيبدأ يحلل كرات الدم الحمراء اللي هي المسنة والهرمة بعد اللي هي الـ4 شهور بتوعها يعني، ويبدأ يحولها لإيه، إلى عناصرها مين، اللي هي الأولية. ما ننساش اللي هي الغدة التيموسية اللي احنا اتكلمنا عليها ديت اهو. الغدة ديت غدة صماء بتفرز، قلنا هرمون مين، اللي هو تيموسين، وقلنا طبعا ده له دور في اللي هو جهاز مين، اللي هو المناعي، ليه، اللي هو نضج وتميز مين، الخلية ايه، اللي هي التائية. ما ننساش الكلام ده. الحاجة اللي بعد كده اللي هي اللوزتان، وطبعا دي عبارة عن غدتين ليمفويتين متخصصين، اللي هم قدامي عمت عندي طبعا موجودة فيه اللي هو تجويف الفم، وعندي طبعا دول موجودين على جانبي اللي هو الجزء الخلفي منين، من اللي هو ايه، الفم. المهمة الرئيسية بتاعتهم اللي هي التقاط أي ميكروب أو جسم غريب بيدخل مع الطعام أو الهواء، وبيبدأ يمنع دخوله إلى إيه، إلى جسم الإنسان. عندنا بعد كده اللي هي بقع اللي هي باير، وطبعا ديت عبارة عن عقد صغيرة من اللي هي الغدد الليمفاوية، بتتجمع على هيئة لطع أو بقع، بسميها بقع مين، بقع باير. مكانها دي موجودة على اللي هي الغشاء المخاطي المبطل للجزء السفلي منين، من اللي هي الأمعاء الدقيقة. العلماء بيعتقدوا إن لها وظيفة فين، في اللي هي الاستجابة إيه، المناعية. العقد الليمفاوية زي ما احنا شايفين الشكل بتاعها متكبرة،
طبعا دي طالما بتتواجد على طول، اللي هي شبكة من الأوعية الليمفاوية موجودة في جميع أجزاء مين الجسم، تحت الإبطين، على جانبي العنق، أعلى الفخذين، بالقرب من أعضاء مين الجسم الداخلية اللي هي مهمة بالنسبة للإنسان. الحجم بتاعها بيكون حجمها صغير صغير جدا، بيكون حجمها بيتراوح من رأس الدبوس إلى بذرة مين إلى بذرة اللي هي الفول اللي هي الصغيرة. التركيب بتاعها بتنقسم من الداخل إلى جيوب، زي ما احنا شايفين كده بتحتوي على جيوب. الجيوب دي بتتملى بيه اللي هي الخلايا الليمفاوية، زي اللي هي الخلايا البائية والخلايا اللي هي التائية، وكمان بتحتوي على مين؟ على الخلايا اللي هي الملتهمة، اللي هي بتخلص اللي هي الليمف من اللي هي جراثيم وحطام مين الخلايا، وبيتصل هنا بيه اللي هي كل عقدة ليمفاوية، عدة أوعية ليمفاوية بتبدأ نوع عن طريق بيتنقل اللي هو الليمف عشان يحصل عملية تصفية وعملية ترشيح وعملية تنقية لمين؟ ليه اللي هو إيه؟ للليمف. ده بالنسبة لمهمة مين اللي هي العقد مين اللي هي العقد اللي هي الليمفاوية. ما ننساش ان العقد الليمفاوية ديت لها أوعية واردة، لها أوعية، ده صادر زي ما احنا شايفين، وده وارد، أوعية واردة، تمام. فلها لها أوعية زي ما احنا قلنا، اللي هي العقد الليمفاوية لها أوعية واردة ووعاء صادر واحد فقط. طيب يا ترى الكلام ده ليه؟ علشان الليمف يضمن ان يبدا يتجمع من جميع اجزاء اللي هو العقده، تمام، بيبدا يطلع من كل اجزاء مين اللي هي العقده، وبيحتوي زي ما احنا قلنا على صمام. الصمام دي الصمام موجود قدامي اهو، الصمام ده بيمنع رجوعه مره تانية مين الى العقد مين اللي هو الليمفاويه. العقد الليمفاويه ما ننساش ان في بدايه تكوينها بيكون موجوده في نخاع العظام، في نخاع مين العظام، بتكون اللي هي الخلايا الجذعية اللي هي الغير متخصصة، بتكون ضعيفة لسه، غير قادرة على اللي هي مقاومة الميكروبات. بعد ما بتبدأ تنضج، طبعا هتنضج في نخاع العظام أو اللي هي فين؟ في الغدة مين؟ اللي هي الغدة اللي هي التيموسية. دي الوظيفة بتاعت مين؟ اللي هي العقد الليمفاوي زي ما احنا اتفقنا لسه قايلين من شوية. عندنا بعد كده اللي هي الخلايا مين؟ اللي هي الخلايا اللي هي الليمفاوية، الخلايا الليمفاوية. عندنا أول حاجة الخلايا الليمفاوية، طبعا ديت عبارة عن نوع من اللي هي خلايا الدم البيضاء غير محببة، تمام، والنسبة بتاعتها بتكون من حوالي من 20 إلى 30% من خلايا الدم البيضاء، ده النسبة بتاعتها. وطبعا دي عندي نوع بتبقى موجودة فين؟ في نخاع العظام مين؟ في نخاع العظام اللي هو الأحمر. عندي في البداية ما بيكونش لها أي مقدرة مناعية زي ما احنا اتفقنا، بتمر بعد كده بعملية نضج وتميز في ناحيتها في الأعضاء الليمفاوية لحد ما تبدأ تتحول إلى خلايا ذات قدرة مناعية. عندنا هنا الخلايا الليمفاوية بتبدأ تدور في الدم، بتبدأ تبحث على أي ميكروب أو جسم غريب علشان تفعل الآليات بتاعتها علشان يتم التخلص منها عن طريق اللي هي الخلايا اللي هي البلعمية. نتكلم بعد كده على أنواع اللي هي الخلايا الليمفاوية في الدم. عندنا في 3 أنواع، عندنا اللي هي الخلايا البائية والتائية واللي هي الخلايا اللي هي الطبيعية وبيسمى الـ NK. فعندنا في 3 حاجات، أول حاجة اللي هي الخلايا اللي هي البائية. الخلايا البائية بيتم تصنيعها في نخاع العظام، يبقى بيتم الإنتاج بتاعها في ناحيتها، بيتم إنتاجها ونضجها في نخاع مين؟ في نخاع العظام، خلي بالنا، تمام؟ طيب ده اللي هي أول حاجة اللي هي الخلايا اللي هي البائية. النسبة بتاعتها بتشكل حوالي من 10 لـ 15%، يبقى نسبتها من 10 لـ 15% من مين؟ من الخلايا اللي هي الليمفاوية بالدم، ما ننساش الكلام ده. وقلنا بيتم إنتاجها ونضجها في ناحيتها في نخاع العظام اللي هي الأحمر. الوظيفة الرئيسية بتاعتها اللي هي التعرف على أي ميكروب أو مضاد غريب عن الجسم زي البكتيريا أو الفيروس، بتبدأ تلتصق بيه اللي هو الجسم الغريب، تطلع اللي هي أجسام مضادة عشان يلتصق بيه اللي هو الأجسام الغريبة اللي هي الانتيجينات، عشان تيجي بعد كده اللي هي الخلايا البلعمية تبدأ تلتهم الحاجات ديت. عندنا الحاجة التانية اللي هي الخلايا التائية، يبقى تشكل حوالي 80% من الخلايا اللي هي مين؟ اللي هي الليمفاوية بالدم. عند اللي هي الخلايا اللي هي التائية عرفنا نسبتها، طبعا دي بيتم اللي هي الخلايا ديت تتكون في نخاع العظام الأحمر وبتبدأ تنضج في الغدة مين؟ التيموسية، منساش، يبقى بيتم إنتاجها في فين؟ في نخاع العظام الأحمر ويتم نضجها في الغدة مين؟ التيموسية. عندي في 3 أنواع، اللي هي تي اتش مساعدة وتي سي السامة واللي هي تي اس اللي هي مثبطة. فعندنا أول حاجة اللي هي مساعدة، مهمتها كده من اسمها كده هتساعد اللي هي الأنواع التانية،
فعندي هنا تنشط أنواع تانية من الخلايا الدائية وتحفزها للقيام بالاستجابة بتاعتها. هتحفز كمان مين اللي هي الخلايا البائية عشان تنتج مين اللي هي الأجسام مين المضادة. عند النوع التاني اللي هي تي سي، أو بسمها اللي هي القاتلة السامة، أو بسمها السامة التائية السامة. طبعا دي المهمة بتاعتها اللي هي بتهاجم مين اللي هي الخلايا السرطانية، اللي هي الخلايا السرطانية والأعضاء مين اللي هي إيه الأعضاء اللي هي المزروعة دي تبدأ إيه تهاجمها. عندنا الحاجة التالتة عندنا اللي هي الخلايا اللي هي تي اس، أو بسمها الكابحة أو بسمها المثبطة. وطبعا ديت عندنا المهمة بتاعتها إنها بتنظم درجة اللي هي الاستجابة المناعية. وطبعا الكلام ده بيتم عن طريق اللي هي تثبيط أو كبح اللي هي عمل مين الخلايا التائية والخلايا مين البائية. بس الكلام ده بيحصل امتى ما ننساش، بعد القضاء على الكائن مين الممرض. النوع التالت عندنا النوع التالت من اللي هي الخلايا الليمفاوية، اللي هي الخلايا القاتلة الطبيعية أو بسمها ال NK، ودي نسبتها من 10 لـ15% من الخلايا الليمفاوية بالدم. طيب دي بيتم إنتاجها ونضجها في نخاع العظام الأحمر، ما ننساش، زي مين؟ زي الخلايا البائية. طيب مهمتها إيه؟ دي مهمتها مهاجمة خلايا الجسم المصابة بمين؟ بي اللي هي الفيروس، والخلايا مين؟ السرطانية، وتبدأ تقضي عليها. بس عن طريق مين؟ عن طريق إنزيمات بتبدأ تفرزها إيه؟ اللي هي الخلايا مين؟ اللي هي إيه؟ القاتلة. ده مهمة مين؟ اللي هي الـ NK، أو بسمى الخلايا إيه؟ القاتلة اللي هي الطبيعية. لما نيجي نتكلم بعد كده على خلايا الدم البيضاء، عندي طبعا في كذا نوع عندنا. فعندنا أول حاجة اللي هي الخلايا اللي هي قاعدية، والخلايا الحامضية، والخلايا المتعادلة، وعندنا كمان اللي هي الخلايا اللي هي وحيدة مين؟ وحيدة اللي هي النواة. طبعا دي صور لبعض الخلايا. طبعا دي خلايا ليمفاوية وحيدة النواة، وديت اللي هي الخلايا القاعدية، ودي عندنا الخلايا الحامضية، ودي الخلايا مين اللي هي ايه المتعادلة. فعندنا كده اللي هي الخلايا القاعدية والحامضية واللي هي المتعادلة. المهمة الرئيسية بتاعتهم بتحتوي على حبيبات زي ما احنا شايفين. تمام، الحبيبات دي نوع بتبدأ تفتت خلايا اللي هي الكائنات اللي هي الممرضة، اللي هي بتبدأ تهاجم الجسم، وبتبدأ نوع تقوم بعمليتين مهمين جدا، اللي هي عملية اللي هي الابتلاء وعملية اللي هي الهضم، بالنسبة مين اللي هي الكائنات مين اللي هي الممرضة. أما الكائنات اللي هي الخلايا اللي هي وحيدة اللي هي النواة، أو بسميها اللي هي الخلايا غير محببة، طبعا دي مهمتها الأساسية إنها بتدمر أي جسم غريب، تبدأ تتحول ما ننساش إلى خلايا بلعمية عند إيه؟ عند الحاجة لما يكون الجسم محتاج الكلام ده. عندنا بعد كده اللي هي الخلايا مين؟ اللي هي البلعمية الكبيرة، وببدأ أقسمها لحاجتين، اللي هي أول حاجة عندنا اللي هي البلعمية الدوارة، تمام؟ والحاجة التانية اللي هي الثابتة. فعندنا ثابتة وعندنا دوارة بسميها الجوالة، طبعا ده الشكل بتاعها زي ما احنا شايفين. عندنا أول نوع كده اللي هي مين الثابتة، كبيرة ثابتة، من اسمها كده هتكون ثابتة في نسيج معين على حسب اللي هو النسيج اللي هي موجودة فيه بقى. عند المهمة الرئيسية بتاعتها هنا اللي هي بتبدأ هنا التهام أي جسم غريب، تمام؟ وطبعا الكلام ده بيتم عن طريق مين اللي هي عملية إيه؟ اللي هي البلعمة، زي مثلا اللي هي التهام اللي هي كرة الدم اللي هي الحمراء اللي هي المسنة، وتبدأ تفتتها إلى إيه؟ إلى أجزاء صغيرة. عندنا الحاجة التانية اللي هي الدوارة أو اللي هي الجوالة، طبعا ديت المهمة بتاعتها زي بالظبط مين الثابتة، بس هيزيد عليها هنا بعد بتبدأ تعمل عملية الالتهام، بتبدأ هنا تحلل اللي هي الانتيجينات، وبتبدأ تعرض المعلومات اللي هي جمعتها عن الميكروبات ديت والأجسام الغريبة على السطح بتاعها منين؟ من اللي هو إيه؟ الخارج. ده مهمة مين؟ اللي هي الخلايا البلعمية الكبيرة اللي هي إيه؟ الدوارة. في بعض اللي هي مواد كيميائية اللي هي مساعدة. فأول حاجة عندنا كده اللي هي الكيموكاينات، وطبعا الكيموكاينات زي ما احنا عارفين دي عبارة عن اللي هي عوامل جذب للخلايا المناعية البلعمية المتحركة مع الدم بأعداد إيه؟ بأعداد كبيرة. دي المهمة بتاعتها بتجذبها، بتبدأ طبعا تجذبها إلى مكان مين؟ مكان وجود مين؟ الميكروبات أو الأجسام مين؟ الغريبة، عشان تبدأ تقلل وتحد منين؟ من اللي هو انتشار مين؟ اللي هو الأمراض. ده مهمة مين؟ اللي هي الكيموكاينات. ما ننساش الخلايا البلعمية اللي لسه قايلين عليها، الخلايا البلعمية اللي هي الدوارة ما ننساش، أو الجوالة، احنا قلنا بتحمل عليها اللي هي مين المعلومات، اوعى ننسى المعلومة ديت، بتحمل المعلومات عن الميكروبات وبتبدأ تقدمها للخلايا المناعية المتخصصة. خلي بالي زي اللي هي المعلومات اللي هي تبدأ تجمعها ديت، هتبدأ تقدمها لمين؟ للخلايا البائية، والخلايا مين اللي هي ايه؟ اللي هي الخلايا التائية. اتكلمنا على اول حاجه ماده كيميائيه اللي هي كيموكاينات، قلنا دي عوامل جذب. الحاجه الثانيه اللي هي الانترليكوينات،
وطبعا ديت نوع بتعتبر اللي هي وسائل الاتصال، هتتصل هنا او بتربط بين الخلايا المختلفة من الجهاز مين المناعي، وفي نفس الوقت بتربط بين الجهاز المناعي وخلايا الجسم ايه الاخرى. عندنا الحاجة بعد كده اللي هي المتممات او بسميها المكملات، ودي عبارة عن مجموعة متنوعة من البروتينات والانزيمات، المهمة الرئيسية بتاعتها تدمير الميكروبات الموجودة فين؟ في الدم. الكلام ده امتى؟ بعد ارتباط الاجسام المضادة بها. طيب بتعمل ايه كمان؟ بتحلل الانتيجينات الموجودة على سطحها وبتبدأ تدوبها علشان تخليها في متناول مين اللي هي الخلايا البلعمية الكبيرة، عشان ايه تبدأ ايه تلتهمها وتقضي ايه وتقضي عليها. نخلي بالنا المتممات او بسميها المكملات دي عبارة عن سلسلة من حوالي 20 بروتين موجودة في بلازما الدم، وطبعا ديت من مكونات مين اللي هي المناعة الفطرية، بيفرزها اللي هو الكبد في صورة ايه غير نشطة، وبتبدأ تنشط. الكلام ده امتى؟ عند ارتباط اللي هي الأجسام المضادة مين بيه اللي هي الانتيجينات. ما ننساش الكلام ده. الحاجة اللي بعد كده اللي هي الانترفيرونات، وطبعا دي عبارة عن عدة أنواع من البروتينات بيكونها اللي هي الخلايا مين اللي هي التائية اللي هي المنشطة، والخلايا البلعمية مين الكبيرة، وخلايا مين اللي هي الأنسجة المصابة مين بالفيروس. نخلي بالنا ديت غير متخصصة بفيروس معين. بترتبط اللي هي الانترفيرونات دي هنا بمين؟ بالخلايا الحية المجاورة للخلايا المصابة، بالخلايا الحية المجاورة للخلية المصابة. طيب هتبدأ تحسها على إنتاج إيه؟ نوع من الإنزيمات. الإنزيمات ده هيعمل إيه؟ هيثبط عمل إنزيمات النسخ اللي هي بتاع مين؟ بتاع الفيروس، تمام؟ وبالتالي هنا بيمنع انتشار مين اللي هو إيه؟ اللي هو الفيروس. ده مهمة مين؟ مهمة اللي هي الانتر ايه الانترفيرونات. نتكلم بعد كده عندنا نتكلم عن اللي هي الأجسام اللي هي المضادة. عندي موجودة على سطح البكتيريا اللي بتخش جوه الجسم في حاجة اسمها مولدات الضد، أو بسميها المستضدات، أو بسميها الانتيجينات، تمام؟ طيب عندنا في اللي هي الخلايا البائية، زي ما احنا قلنا المهمة الرئيسية بتاعتها إنها بتكون مين؟ أجسام مضادة. فقلنا الخلايا البائية دي مهمتها إنها بتتعرف على أي جسم غريب اللي هي عن طريق اللي هي الانتيجينات بتاعته، بتبدأ إنها ترتبط بيه اللي هو على اللي هي عن طريق الانتيجينات ديت إنها، وطبعا بترتبط بيه عن طريق مين اللي هي المستقبلات للانتيجينات ديت، بتبدأ تطلع وتنتج اللي هي مواد المواد البروتينية بسميها اللي هي مين أجسام إيه اللي هي المضادة. فالأجسام المضادة دي عبارة عن أو بسميها اللي هي أجي أو بسميها اللي هي جلوبيولينات اللي هي إيه المناعية، دي عبارة عن بعض المواد البروتينية بتنتجها الخلايا مين الليمفاوية اللي هي مين بقى اللي هي البائية. خلي بالنا البائية دي مهمتها انتاج مين الاجسام المضادة. بتبدأ بعد ما تلتصق بيه اللي هي الانتيجينات، بتبدأ اللي هي متممات، بتبدأ ان هو تحلل اللي هي الاجسام المضادة، بتبدأ تحلل اللي هي الانتيجينات، وتبدأ ان هو تخليها في متناول مين اللي هي خلايا مين الدم ايه البيضاء، عشان يحصل عملية اللي هي الالتهام والبلعمة. عندنا في 5 انواع ما ننساش، في اللي هو اي جي اي، وبنكملها طبعا بنجمعها في كلمة ماجد، في عند الام والجي والاي والدي والاي كلمة ماجد، تمام؟ طيب يحصل عملية مصادفة للانتيجينات لأول مرة، بيبدأ يحصل اللي هو الانقسام المتكرر لمين؟ مجموعة من اللي هي الخلايا، كل مجموعة بتبدأ من الخلايا البائية طبعا بتبدأ تتخصص لإنتاج نوع معين من إيه؟ من الأجسام إيه؟ المضادة، كل واحد على حسب اللي هو الانتيجين بتاعه. ما نيجي نتكلم على شكل اللي هو الجسم المضاد زي ما احنا شايفين كده، بيكون شكلها على حرف يو زي ما احنا شايفين. اللي قلنا بيتم انتاجها عن طريق مين اللي هي الخلايا البائية اللي هي البلازمية، مكانها موجودة في خلايا اللي هي الدم، موجودة في اللي هو الدم واللي هو ايه الليمف، يبقى عندي المكان بتاعها موجودة في مكانين اللي هو الدم وايه والليمف. فعندنا كده أول حاجة اللي هي السلسلة ديت، والسلسلة ديت بسميها اللي هي السلاسل الثقيلة. فعندي في كام سلسلة؟ في 2 بيكونوا طوال بسميها السلاسل إيه اللي هي الطويلة، بسميها السلاسل إيه الثقيلة. عندنا الحاجة التانية اللي هي سلسلة خفيفة، ده واحدة وده واحدة اللي هي التانية، يعني في سلسلتين إيه خفيفتين، تمام؟ طيب ده بالنسبة مين اللي هي إيه اللي هي السلاسل. عندنا السلاسل بترتبط مع بعضها عن طريق اللي هي روابط كبريتيدية اللي هي ثنائية، يبقى عندي اللي هي الروابط اللي هي قدامها اللي هي السلاسل الثقيلة بترتبط مع بعضها عن طريق مين اللي هي ايه اللي هي روابط كبريتيدية ايه اللي هي دي رابطة عندها، وعندي ايه روابط اللي هي قدامي ديت. عندنا في منطقة هنا الجزء ده كده بسميه اللي هي موقع الارتباط بالانتيجين، موقع الارتباط بايه بالانتيجين، وطبعا الشكل ده بيختلف من جسم مضاد الى اخر، وطبعا هنا الاختلاف هنا هينشأ نتيجة كذا حاجة. نتيجة احنا قلنا دلوقتي جسم مضاد بيتكون منين؟ من اللي هي احماض امينية، فعلى حسب بقى اللي هو
الشكل الفراغي وعلى حسب النوع الأحماض الأمينية وعلى حسب التتابع بتاع الأحماض الأمينية هيحدد لي هنا اللي هو شكل مين، اللي هو موقع ارتباط اللي هو الانتروجين بالجسم إيه؟ بالجسم اللي هو المضاد. يبقى كل اللي عندي هنا المكان ده بيختلف قلنا من جسم المضاد الآخر زي النظام اللي هو القفل وإيه؟ واللي هو المفتاح. عندنا برضك هنا من ضمن الحاجات اللي هي عندنا عن طبعا المنطقة دي بسميها منطقة مفصلية، وعندي هنا المنطقة ديت إن أنا بسميها طبعا الجزء ده كله بسميها منطقة متغيرة، وعندي هنا اللي هي منطقة إيه اللي هي الثابتة. ناخد بعد كده نتكلم عن اللي هي طرق عمل اللي هي الأقسام المضادة. فعندنا في كذا طريقة، في 5 طرق عندنا بتشتغل بيها اللي هي الأقسام المضادة. أول حاجة اللي هي التعادل. اللي التعادل هنا طبعا هنا بيتم تحييد الفيروس أو وقف نشاطه، تمام؟ والكلام ده بيتم ان هنا الجسم المضاد ده يرتبط بالاغلفه الخارجيه بتاعت مين، بتاعت الفيروس زي ما احنا شايفين كده، وبالتالي هنا بيبدا يمنعها من الالتصاق بمين، باغشيه مين اللي هي الخلايا والنفاذ ايه داخلها. عند الحاجه التانيه اللي هي التلاصق او بسميها اللي هي الالصاق او بسميها التلازن، وطبعا ده عباره عن اللي انا بيشتغل بيه هنا اللي هو قدامي ده. عندي هنا اللي هو الجسم المضاد اللي هو اي جي ام اللي هو اقوى واحد فيه عندي هنا. الاي جي ام ده طبعا ده بيحتوي على اللي هو العديد منين من مواقع ايه اللي هو الارتباط بالانتيجينات، وبالتالي هنا بيبدا يجمع لي اكبر قدر من اللي هي الميكروبات في مكان واحد، وبالتالي هنا بتيجي بعد كده الخلايا مين البلعميه بتبدا ايه تلتهم اللي هي الكلام ده. الحاجه اللي بعد كده اللي هي الترسيب، رقم 3 عندنا اللي هي الترسيب، وطبعا ده بيحصل فيه اللي هي الانتيجينات اللي هي مين اللي هي الدايبه، وبالتالي هنا بيبدا يكون اللي هي بعض المركبات من اللي هو الانتيجين واللي هو الجسم المضاد اللي هو غير ذائب. غير ايه ذائب؟ يعني بيكون على هيئة راسب، وبالتالي هنا بيكون سهل على الخلايا البلعمية التهاب مين اللي هو ايه الراسب ده. الحاجة الرابعة اللي هو التحلل، وطبعا عندي اللي هو التحلل ده اللي هو معناه اتحاد اللي هو الأجسام المضادة مع مين، مع الانتيجينات اللي هي بيبدأ ينشط اللي هي بروتينات معينة وإنزيمات خاصة بسميها اللي هي مين اللي هي ايه المتممات. عند الحاجة الخامسة عندنا اللي هي بنسميها اللي هي إبطال مفعول اللي هي السموم زي ما احنا شايفين كده، دي عبارة عن جزيئات سم دي موجودة في الخلية تبدأ تدمر الخلية. طب لو عندي أجسام مضادة، الأجسام المضادة هتبدأ تلتصق بمين؟ بجزيئات السم زي ما احنا شايفين، والخلية تنهي إيه سليمة زي ما هي. وعندي طبعا ديت بسميها إيه إبطال مين مفعول مين مفعول اللي هي السموم. ده بالنسبة مين لطرق مين عمل مين اللي هي الأجسام إيه المضادة. لما نيجي نتكلم بعد كده على آلية عمل الجهاز المناعي في الإنسان، يا ترى بيشتغل إزاي؟ عندنا أول حاجة عندنا المناعة طبعا بنقسمها لحاجتين، مناعة طبيعية ومناعة مكتسبة. مناعة طبيعية بسميها غير متخصصة أو فطرية، مكتسبة بسميها متخصصة أو تكيفية. فعندنا أول حاجة اللي هي مناعة طبيعية غير متخصصة، وطبعا دي بيكون عندي فيه كذا وسيلة في جسم الإنسان، طبعا ده بيعتبر خط الدفاع الأول بالنسبة للإنسان. فعندنا أول حاجة اللي هي الجلد، احنا اتفقنا ديت خلي بالنا ديت خط دفاع اول. عندنا الجلد طبعا بيحتوي على طبقة قرنية صلبة على السطح بتاعه، طبعا ده بيعتبر عائق لاختراق مين اي ميكروب جوه الجسم. عندنا بيفرز اللي هي من خلال العرق اللي هو الغدة العرقية بتفرز العرق، وبالتالي العرق ده بيحتوي على بعض الاملاح اللي هو بتموت مين اللي هي الكائنات الممرضة. الحاجة التانية اللي هي السملاخ، طبعا ده اللي هو الشمع الاذن، وطبعا ده بيبدأ يلتصق بيه اللي هي الميكروبات وتبدأ ايه تموتها. الدموع طبعا بيفرز من اللي هو العين، وطبعا ده بتحتوي على مين بعض المضادات مين اللي هي الميكروبات اللي هي ايه القاتلة. عندنا بعد كده اللي هي الجهاز التنفسي، عندنا الممرات بتاعته المخاط اللي هو بيطلع من الممرات بتاعته، وطبعا ده عبارة عن سائل لزج بيبطن مين جدر اللي هي الممرات التنفسية، وبيبدأ عن طريق اللي هي التصاق مين اللي هي ايه الميكروبات جوه مين عن طريق مين اللي هو المخاط ده. ما ننساش الأهداب اللي هي موجودة جوه اللي هي الممرات التنفسية بتتحرك في اتجاه واحد اللي هي دفع اللي هي الأجسام الغريبة إلى خارج مين؟ إلى خارج اللي هو الجسم. اللعاب بيحتوي على بعض المواد القاتلة ليه اللي هي الميكروبات، بالإضافة لبعض الإيه الإنزيمات اللي هي مذيبة للميكروبات ديت. عند المعدة طبعا بتحتوي على اللي هو ال HCl اللي هي العصاره بتاعتها بسميه اللي هو ال HCl الحمض الهيدروكلوريك، وطبعا ده بيموت اي ميكروبات بتخش مع مين مع الطعام. خط الدفاع التاني، يبقى احنا دلوقتي خدنا خط الدفاع الاول، ما نيجي نتكلم بعد كده على خط الدفاع التاني.
خط الدفاع التاني طبعا لو الميكروب قدر ينجح في اختراق خط الدفاع الاول هيبدأ يقابله مين؟ خط الدفاع مين؟ التاني. زي مثلا ما يحصل جرح مثلا في اللي هو الجلد، يا ترى ايه اللي يحصل؟ هيبدأ يحصل عملية التهاب في المكان ده. طيب عملية التهاب هتحصل ازاي؟ هنا بيتم هنا في بعض التغيرات في مكان الإصابة، فعند هنا بيبدأ يحصل عملية اللي هي تمدد الأوعية الدموية إلى أقصى مدى نتيجة إفراز كمية من المواد المولدة لمين للالتهاب، اسمها إيه؟ مادة الهستامين. مادة إيه؟ الهستامين. مادة الهستامين ديت أنا بتفرزها بعض أنواع من الخلايا اللي هي متخصصة زي الخلايا الصارية واللي هي الخلايا القاعدية يعني. عند المواد ديت أنا بتبدأ المهمة بتاعتها الرئيسية اللي هي الهستامين بتزيد من نفاذية جدران مين الأوعية الدموية، تمام، اللي هي الصغيرة والشعيرات الدموية للسوائل اللي هي البلازما، وبالتالي هنا تؤدي مين إلى تورم مكان الإصابة اللي هو النسيج ده، هتسمح لنفاذ المواد الكيميائية المذيبة والقاتلة لمين للبكتيريا إنها تروح لمكان مين، مكان إيه الإصابة. بعد كده هيبدأ هنا اللي هي خلايا الدم البيضاء متعادلة وحيدة النواة بلعمية كبيرة، هتبدأ كل ده يروح لمين للمكان ده علشان يبدأ إيه يتعامل مع مين، مع الميكروبات واللي هي الأجسام مين اللي هي الغريبة. زي ما إحنا شايفين الشكل قدامنا أهو، فعندنا هنا بيتم كذا حاجة. فأول حاجة عندنا كده اللي هي ده مكان الجرح، فبتبدأ هنا تدخل اللي هي البكتيريا إلى الجسم من خلال الجرح، البكتيريا بدأت تخش اللي هي الخضرة ديت. فبيبدأ هنا الحاجة التانية عندنا اللي هي النتيجة اللي هي وجود البكتيريا بتبدأ تفرز اللي هي مادة مين اللي هي الهستامين من الخلايا الصرية، من اللي هي خلايا مين، من مكان مين، من مكان اللي هو إيه الجرح. يبقى عندي نتيجة وجود اللي هي الخلايا اللي هي الصرية واللي هي خلايا الدم البيضاء هتبدأ تفرز كميات من مواد كيميائية بسميها المواد المولدة للالتهاب اللي أنا بسميها مادة مين، مادة اللي هي الهستامين. الهستامين ده هيبدأ يعمل إيه؟ الهستامين ده زي ما احنا اتفقنا دي عبارة عن مواد كيميائية بتزيد من نفاذية الأوعية الدموية بمكان مين، بمكان الجرح، وهتحفز الخلايا المناعية، وبالتالي هتؤدي مين إلى تمدد واتساع اللي هي الأوعية الدموية بسبب اللي هي وجود مادة الهستامين. هيبدأ هنا يزداد تدفق مين البلازما المكان اللي هو منطقة الجرح، وبالتالي هنا يسبب احمرار وتورم وألم في المكان ده. هيكون نتيجة الكلام ده إن خلايا الدم البيضاء متعادلة هتبدأ تيجي لمكان الإصابة مع اللي هي الخلايا البلعمية مع اللي هي الخلايا المتعادلة ووحيدة النواة، كل ده هيبدأ يجي عشان يبدأ يحارب مين اللي هي إيه الأجسام اللي هي إيه الغريبة. ده بسميه خط الدفاع مين التاني، خط الدفاع إيه التاني. عندنا فيه برضك من ضمن اللي هي خط الدفاع التاني برضك ما ننساش إن عندي فيه اللي هي الانترفيرونات والخلايا مين القاتلة الطبيعية اللي هي الـ NK، دي تعتبر برضك خط الدفاع مين التاني. اتكلمنا على خط الدفاع الأول وقلنا بيشمل كذا حاجة عندنا، قلنا عبارة عن هما 6 حاجات، كان عندنا الجلد واللي هو السملاخ والدموع والمخاط في اللي هي الممرات التنفسية واللعاب واللي هو مين إفرازات اللي هو إيه المعدة اللي هو الـ HCL. وخدنا بعد كده اللي هو خط الدفاع التاني اللي هو كان بيتمثل فيه 3 حاجات اللي هي الاستجابة للالتهاب والانترفيرونات واللي هي الـ NK أو بيسموها الخلايا القاتلة إيه الطبيعية. هنبدأ دلوقتي نتكلم على مين؟ على خط الدفاع التالت. خط الدفاع التالت وهنا هيشمل حاجتين اللي هي المناعة الخلطية والمناعة اللي هي الخلوية. أول حاجة نبدأ نتكلم عليها اللي هي الحاجة التانية عندنا كده اللي أنا بسميها المناعة المكتسبة أو بسميها المتخصصة أو بسميها التكيفية، وده بالنسبة للإنسان هنا اللي هو بيعتبر اللي هو خط الدفاع التالت. خط الدفاع التالت طب هنا الجسم هيلجأ له إمتى؟ لو هنا قدر الميكروب يتغلب على خط الدفاع التاني اللي هم 3 حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هي الاستجابة بالالتهاب والانترفيرونات والخلايا القاتلة الطبيعية اللي هي الـ NK، هيبدأ يلجأ إلى استخدام مين اللي هي خط الدفاع التالت. خط الدفاع التالت هيشمل زي ما احنا قلنا حاجتين اللي هي أول حاجة اللي هي المناعة الخلطية عن طريق اللي هي الأجسام المضادة، والحاجة التانية اللي هي المناعة الخلوية، وطبعا دي بتتم عن طريق اللي هي الخلايا اللي هي الوسيطة. عندنا الاستجابة المناعية دي عبارة عن استجابة الخلايا الليمفاوية للتخلص من الجسم الغريب عن طريق سلسلة من الوسائل الدفاعية زي ما احنا اتفقنا. عندنا فيه نوعين، أول نوع هنبدأ نتكلم عليه اللي هي المناعة مين اللي هي إيه الخلطية أو بسميها المناعة بي اللي هي الأجسام مين اللي هي المضادة. هنا أي جسم غريب بيخش جوه في الكائن الحي زي الإنسان بيحتوي زي اللي هو مثلا بكتيريا أو الفيروس أو حتى السموم، بيكون موجود على السطح الخارجي بتاعها حاجة اسمها إيه الانتيجينات.
وطبعا الكلام ده هيتم خلي بالنا في اللي هي بلازما الدم واللي هو الليمف عن طريق مين قلنا اللي هي الأجسام المضادة. طب يا ترى الكلام ده هيحصل ازاي؟ الكلام ده طبعا هيتم عن طريق اللي هي وسيلة معينة اللي هي قلنا عن طريق مين اللي هي الأجسام مين اللي هي الأجسام اللي هي المضادة. طيب الأجسام المضادة زي ما احنا عرفنا قبل كده كان مين اللي بيكونها؟ اللي كان بيكونها اللي هي الخلايا مين البائية، الخلايا مين اللي هي ايه؟ البائية. والخلايا البائية نخلي بالنا ما ننساش انها هي خلايا عالية التخصص، خلايا ايه؟ عالية التخصص. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل خلية ليمفاوية بائية بتستجيب لانتيجين معين فقط، تمام؟ طيب هنا المفروض هنا علشان يحصل الكلام ده هيتم عن طريق اللي هي كذا مرحلة، المفروض في 4 مراحل عندنا، أول مرحلة بسميها اللي هي مرحلة التعرف، وبعد كده اللي هي المرحلة التانية اللي هي التنشيط، وبعد كده اللي هي المرحلة التالتة اللي هي الانقسام والتمايز، ثم آخر حاجة اللي هي مرحلة اللي هي التنفيذ. فأول حاجة عندنا كده اللي هي مرحلة مين اللي هي إيه؟ التعرف. ما ننساش الكلام ده بيتم فينا حتة جوه بلازما الدم وجوه الليمف عن طريق مين؟ الأجسام المضادة. فأول حاجة اللي هي عملية التعرف. طب مين هيتعرف على مين؟ لما يبدأ يخش جوه الجسم اللي هو الكائن الممرض، الكائن الممرض، والكائن الممرض ده بيحمل على سطحه من الخارج اللي هي مين؟ اللي هو الانتيجين اللي هي مستضادات، تمام؟ هيبدأ يتعرف عليه مين؟ هيبدأ يتعرف عليه اللي هي الخلايا الليمفاوية اللي هي البائية، هتبدأ تتعرف على مين؟ على الانتيجين اللي هو الجسم الغريب ده. طيب ساعة ما تبدأ تتعرف عليه هيبدأ يحصل عملية اللي هي الالتصاق، عملية ايه؟ الالتصاق، هتلزق معاه. طيب بعد ما يحصل عملية الالتصاق هيبدأ هنا، طبعا الالتصاق هنا هيتم عن طريق اللي هي مستقبلات معينة بسميها مستقبلات مناعية موجودة على السطح، تمام؟ وبالتالي هنا هيبدأ يرتبط اللي هو الانتيجين، هيبدأ يرتبط الانتيجين ببروتين موجود في اللي هي الخلايا الليمفاوية البائية بسميه اللي هو بروتين التوافق النسيجي، بروتين التوافق ايه؟ النسيجي. في نفس الوقت ده، في نفس الوقت بعد ما بتبدأ ترتبط معاه في نفس التوقيت ده بيبدأ يكون عندي حاجة تانية اللي هي الخلايا مين؟ اللي هي الخلايا البلعمية، الخلايا مين؟ البلعمية الكبيرة اللي هي قدامي في الصورة، خلايا بلعمية كبيرة. الخلايا البلعمية الكبيرة ديت اهو بتعمل ايه؟ هتبدأ تبتلع اللي هو انتيجين. اهو احنا عارفين طبعا الانتيجينات بتخش جوه الجسم بيكون كتيرة، فهنا تبدأ تبتلع اللي هو انتيجين مماثل زيه يعني، وتبدأ تفككه، هتبدأ تفككه عن طريق اللي هي مين؟ عن طريق اللي هي الانزيمات اللي هي اللايسوسومية، هتبدأ تفككه إلى أجزاء صغيرة. بعد كده بتبدأ اللي هي الأجزاء الصغيرة ديت أهو هتبدأ ترتبط ببروتين بسميه بروتين التوافق النسيجي، بروتين التوافق إيه؟ النسيجي. المركب اللي هو بيبدأ يتكون اللي هو الحاجتين اللي هو الانتيجين مع بروتين التوافق النسيجي هيبدأ يتنقل إلى سطح الغشاء البلازمي المين للخلايا البلعمية الكبيرة، أصبح من بره عندي هنا، فأصبح اللي قدامي دي اسمها إيه؟ خلية بلعمية كبيرة عارضة، اسمها إيه؟ خلية بلعمية إيه؟ عارضة. دي اللي إحنا المرحلة اللي إحنا اتكلمنا عليها اسمها مرحلة مين؟ اللي هي مرحلة اللي هي التعرف. المرحلة التانية اللي هي مرحلة التنشيط، مرحلة مين؟ التنشيط. مرحلة التنشيط هنا تتم ازاي؟ هتتم هنا عن طريق ان عندي اللي هي الخلايا اللي هي التائية المساعدة اللي هي تي اتش، هتبدأ انها تتعرف على مين؟ على اللي هو الانتيجين. عن طريق مين؟ اتعرف على ايه؟ على الانتيجين. طب اتعرف عليه ازاي؟ من خلال مين بقى؟ بروتين التوافق النسيجي اللي هو موجود عندنا اللي هو الام اتش سي، تمام؟ يبقى هنا يتم عن طريق مين اللي هو الام اتش سي الموجود على سطح الخلايا مين؟ البلعمية. ساعة ما تبدأ تتعرف عليه هتبدأ ايه اللي يحصل؟ هتبدأ ترتبط معاه، هتبدأ ترتبط بالمركب ده. طيب هترتبط معاه، ساعة ما ترتبط معاه هتبدأ تتحول إلى خلايا تائية مساعدة نشطة. يبقى هي كانت في الأول اسمها تي اتش، كانت مساعدة بس، تمام؟ ساعة ما تبدأ تشوف اللي هو البروتين ده هتبدأ ترتبط معاه وتتحول إلى خلايا تائية مساعدة إيه؟ نشطة. هتبدأ في الوقت ده تبدأ تطلع اللي هو بروتين، البروتين ده بسميه اللي هو الانترليكوينات، بسميه ايه؟ انتر ليكوينات. يعني بص على الصورة كده عشان نفهم اكتر، هتبدأ تطلع اللي هو مين؟ انتر ايه؟ انتر يبقى عندي هنا دي اللي هي الخلايا اللي هي البائية ودي الخلايا البلعمية. الخلايا البلعمية هنا اصبحت هنا خلايا بلعمية عارضة بعد ما بلعت اللي هو الانتيجين وعرضته على السطح الخارجي. هتبدأ هنا الخلايا التائية المساعدة ترتبط معاها عن طريق اللي هو مستقبل عندها اسمه اللي هو سي دي فور، تمام؟
تتعرف على المركب اللي هو البروتين ده وترتبط معاه عن طريق مستقبل اللي هو سي دي 4. بعد كده هتبدأ تتحول إلى خلايا تائية مساعدة إيه ناشطة. هتبدأ هنا مرحلة التنشيط تبدأ تشتغل بقى، هتبدأ تفرز مين اللي هو إيه الإنتر إيه ليكوينات. الإنتر ليكوينات لما تبدأ تفرز هنا هتبدأ تنشط مين، هتروح للخلايا البائية اللي هي كانت تكونت في أول مرحلة عندنا اللي هي الخلايا البائية العارضة اللي هي كانت موجودة عليها عارضة مين الإنتجيم اللي هو خدته في أول مرة. خلي بالنا تمام، هتبدأ ترتبط معاها عن طريق مين، عن طريق اللي هو عن طريق اللي هو تفرز قلنا الانترليكونات، وتبدأ ترتبط مع مين، مع اللي هي الخلايا مين اللي هي ايه البائية، وتقوم بتنشيط اللي هي الخلايا البائية ديت عن طريق مين، عن طريق اللي هو السطح بتاعها المرتبط مع مين، مع اللي هو ايه بروتين اللي هو التوافق النسيج اللي هو مين اللي هو ال MHC. طيب حلو قوي، هنيجي بعد كده المرحلة اللي هي الثالثة اللي هي مرحلة اللي هي الانقسام والتمايز. طب ايه اللي هيحصل فيها هنا؟ عندنا هنا اللي هيحصل اول حاجة عندنا اللي هي الخلايا البائية المنشطة، الخلايا البائية المنشطة هتبدأ هنا تتحول إلى حاجتين، تتميز إلى حاجتين، خلايا بائية بلازمية اللي هي أول حاجة دي عندها خلايا بائية بلازمية، ودي هتطلع لي كمية كبيرة منين، من اللي هي الأجسام مين المضادة اللي هي تبدأ هنا تبدأ تكون موجودة في اللي هي حاجتين زي ما احنا اتفقنا اللي هو الليمف واللي هو إيه الدم، دي عشان تحارب مين، تحارب اللي هي العدوى عندنا. الحاجة التانية عندنا اللي هي الخلايا الليمفاوية البائية الذاكرة، خلايا الليمفاوية بقية ايه ذاكرة، ودي هتبنى في الدم لمدة كبيرة من حوالي من 20 إلى 30 سنة علشان تتعرف على نوع الانتجين اللي هو مسبب للمرض ده لو حاول يخش الجسم مرة ايه مرة تانية. وطبعا الكلام ده بيتم عن طريق اللي هي انقسام مين اللي هي الخلايا البائية مين اللي هي ايه الذاكرة، وتبدأ تتحول الى خلايا بائية بلازمية عشان تطلع مين اللي هي اجسام ايه مضادة. ونخلي بالنا الكلام ده بيكون استجابة ايه استجابة سريعة. المرحلة الاخيرة عندنا اللي هي مرحلة التنفيذ، وعند هنا الاجسام المضادة اللي هي قدامنا ديت اهو هتبدأ لما تبدأ تنتج اللي هي الاجسام المضادة زي ما احنا قلنا، لما تصل اللي هي الاجسام المضادة اللي هي تم انتاجها منين، من الخلايا البائية البلازمية الى الدم او الى الليمف، هتبدأ ترتبط مع مين، مع اللي هي الانتيجينات اللي هي موجودة على سطح مين اللي هي الكائنات اللي هي الممرضة، وبالتالي هنا هتبدأ تحفز اللي هي مين اللي هي الخلايا البلعمية الكبيرة علشان تقوم بمين، بالتهاب مين، بالتهام اللي هي الانتيجينات ديت. يبقى كده عندنا اللي هي مين، اللي هي المناعة اللي احنا خدناها الاولانية اللي هي المناعة ايه الخلطية، او بسميها المناعة عن طريق مين اللي هي الاجسام مين اللي هي المضادة. نخلي بالنا هنا ان الاجسام المضاده ديت نوع اللي هي بتكونها اللي هي الخلايا البائيه البلازميه بيكون غير فعاله لدرجه انها ممكن هنا درجه غير فعاله بما فيه كفايه يعني تمام عشان تدمر مين اللي هي الخلايا مين اللي هي الخلايا الغريبه زي اللي هي الخلايا مين المصابه بايه بالفيروس تمام. لان هنا الاجسام المضاده نخلي بالنا ما عندهاش المقدره انها تخش جوه الخلايا لانها عباره عن بروتينات، والبروتينات بيكون جزيئات بتاعتها كبيره، وبالتالي ما تقدرش تخش جوه الخليه، وبالتالي الشغل بتاعها هيكون فين، حته هيكون في الدم والليمف فقط زي ما احنا اتفقنا. انما طبعا هنا لو في عندي هنا فيروس داخل جوه الخليه هيتم التعامل معاها عن طريق حاجه تانية اللي هي الخلايا مين اللي هي الليمفاويه ايه اللي هي التائيه. الحاجه التانية عندنا اللي هي المناعه اللي هي الخلويه او المناعه بالخلايا مين اللي هي الوسيطه، وهنا تم هنا المناعة هنا المرة دي عن طريق مين بقى اللي هي الخلايا الليمفاوية اللي هي التائية بواسطة اللي هي المستقبلات بتاعتها اللي هي هتبدأ تتعرف على مين، على اللي هي ايه الانتيجينات. طيب حلو قوي، الكلام ده يا ترى هيتم ازاي؟ والله برضك هنا هيتم عن طريق، خلي بالنا هنا هيتم الشغل هنا عن طريق مين، عن طريق الخلايا التائية وليس الخلايا البائية، عكس مين اللي هي مناعة اللي هي الخلطية كان عن طريق الخلايا البائية، انما هنا كل العمل هنا وكل الشغل هيتم عن طريق مين، الخلايا مين اللي هي ايه التائيه. طيب يا ترى ايه اللي هيحصل عندنا؟ والله اول حاجه عندنا هنا مرحله التعرف، اول حاجه عندنا مرحله مين التعرف. ازاي يتم؟ لما يبدا يدخل اللي هو الكائن الممرض اللي هي البكتيريا او الفيروس الى الجسم، ايه اللي هيحصل؟ هتبدا تتعرف عليه اللي هي مين، الخلايا الكبيره اللي هي البلعميه الكبيره، هتبدا تبلعه. بعد ما تبلعه هتبدا ايه تفككه، هتفككه لأجزاء صغيرة، وبعد كده هتبدأ ترتبط معاه عن طريق اللي هو بروتين اللي هو التوافق النسيج اللي هو ال MHC. بعد كده هيبدأ ايه اللي يحصل؟ هتتحول إلى خلايا بلعمية عارضة، فتبدأ نوع
هتنقل اللي هو المركب اللي هو الكون ده من ارتباط الانتيجين مع بروتين التوافق النسيجي الى السطح الغشائي البلازمي للخلايا البلعمية الكبيرة من الخارج، وبالتالي هنا بسميها خلايا ايه؟ بلعمية كبيرة ايه؟ عارضة. بعد كده اللي هيحصل بعد كده، هتبدأ بعد ما تحولت الى خلايا اللي هي عارضة، هتبدأ ترتبط اللي هي الخلايا التائية المساعدة، خلايا التائية المساعدة اللي هي TH عن طريق المستقبل بتاعها اللي هو CD4، هيبدأ يرتبط بالمركب اللي هو اتكون. مين المركب اللي هو اتكون؟ اللي هو الانتيجين مع بروتين التوافق النسيجي اللي هو ال MHC على الخلايا مين؟ اللي هي البلعمية ايه؟ الكبيرة. طيب دي أول مرحلة اللي هي مرحلة مين؟ اللي هي ايه؟ التعرف. المرحلة التانية اللي هي مرحلة اللي هي التنشيط. مرحلة ايه؟ اللي هي التنشيط. اللي هنا عملية التنشيط هتتم ازاي؟ عند الخلايا اللي هي التائية المساعدة اللي هي TH، هتبدأ اللي هي اتنشطت، تمام؟ هتبدأ اللي هي الأول التي اتش هتتحول الأول إلى خلايا تائية إيه؟ مساعدة نشطة، فبسميها إيه؟ منشطة. ولما تكون منشطة هتبدأ تفرز مين؟ هتبدأ تفرز اللي هي الإنترليكوينات. تفرز مين؟ الإنتر إيه؟ ليكوينات، ودي عبارة عن مادة بروتينية، مادة إيه؟ بروتينية. طيب المرحلة اللي بعد كده، خلي بالنا الإنترليكوينات ديت أهو هيروح ينشط مين؟ خلايا تائية مساعدة تانية ارتبطت معاها. فينشط لمين؟ خلايا تائية ايه مساعدة ارتبطت ايه معاها، وبالتالي هنا هيبدأ هنا المرحلة اللي بعد كده اللي هي مرحلة اللي هي الانقسام والتمايز. فهتبدأ نوع اللي هي الخلايا التائية اللي هي المساعدة اللي هي تي اتش المنشطة بقى، هتبدأ تطلع لي أول حاجة عندي نوع، هتبدأ تطلع لي اللي هي تكون اللي هي الخلايا اللي هي المساعدة اللي هي المنشطة، خلايا مساعدة منشطة. المنشطة ديت نوع هتبدأ تفرز اللي هي بروتين اللي هو ايه؟ السيتوكاينات. بروتين مين؟ السيتو ايه؟ السيتوكاينات، تمام. والسيتوكاينات ده هيعمل ايه؟ هيعمل جذب. جذب لمين بقى؟ لكذا حاجة. اول حاجة الخلايا البلعمية الكبيرة لمكان الإصابة، وعندنا اللي هي الحاجة التانية كمان اللي هي الخلايا التائية والخلايا اللي هي القاتلة اللي هي تي سي، تمام، اللي هي السامة. وكمان هينشط مين؟ اللي هي الخلايا القاتلة اللي هي الطبيعية اللي هي ال NK، عشان يبدأ تهاجم مين؟ تهاجم اللي هي الأجسام اللي هي الغريبة زي الخلايا السرطانية أو الخلايا المصابة بمين؟ بالكائنات الممرضة، تمام. يبقى هنا حصل عملية تنشيط. وكمان عندنا هيحصل كمان إن هكون اللي هي الـ TH اللي هي الذاكرة، والـ TH الذاكرة ديت أنا هتناها في الدم مدة طويلة عشان تتعرف على نوع الانتيجين اللي هو مسبب للمرض ده لو هو داخل الجسم مرة ايه؟ مرة اخرى. المرحلة الاخيرة اللي هي مرحلة اللي هي التنفيذ. ومرحلة التنفيذ هنا هتتم عن طريق اللي هي التي سي، تمام، اللي هي القاتلة الطبيعية، عن طريق اللي هو المستقبل بتاعها اللي هو CD8، هيبدأ هنا موجود على السطح بتاعها طبعا، فيبدأ هنا يهاجم اللي هو يتعرف على اللي هي الاجسام الغريبة زي اللي هي الأجسام الغريبة سواء اللي هي أنسجة مزروعة جوه الجسم، أو اللي هي الانتيجينات اللي هي الميكروبات اللي هي بتخش جوه الجسم، أو اللي هي الخلايا أو إيه الخلايا مين اللي هي إيه السرطانية علشان تبدأ إيه تقضي عليها. بترتبط الخلايا ديت نوع بمين؟ بي اللي هي الانتيجينات، وبالتالي هنا هتبدأ تفرز اللي هو بعض أنواع من البروتين، بسميه اللي هو بروتين مين؟ اللي هو البيورفين. بسميه إيه؟ البيورفين. البروتين ده بسميه اللي هو البروتين صانع الثقوب. صانع ايه؟ الثقوب، لان ده هيقوم بتثقيب غشاء مين؟ اللي هو الجسم الغريب اللي هو الميكروب يعني، او الخلايا مين؟ السرطانية. وعندي كمان في نفس الوقت هنا بتفرز اللي هي بعض السموم، بسميها السموم الليمفاوية. والسموم الليمفاوية دي بتنشط اللي هي جينات معينة جوه نواة الخلايا المصابة علشان تؤدي التفتيت اللي هي النواة الخلية وموتها، يعني هتموت الخلايا اللي هي ايه؟ مصابة، تمام. يبقى عند هنا زي ما احنا شايفين في الصورة كده، دي اللي هي المناعة اللي هي الخلوية بالخلايا الوسيطة، دي الخلايا البلعمية اللي هي الكبيرة، وعند ديت اللي هي الخلايا التائية اللي هي ارتبطت معاها بعد ما هنا اصبحت اللي هي عارضة، وعند هنا حصل عملية اللي هي التنشيط، تمام. ثم اللي هي عملية مين؟ اللي هي افرزت مين؟ اللي هي كونت ايه؟ اللي هي الانقسام والتمايز، وكونت اللي هي الخلايا التائية القاتلة، وزي ما احنا لسه قايلين طبعا ده اللي هو بروتين اللي هو هنا حصل هنا اهو، الخلايا المصابة تم تمزيقها الأغشية الخلوية بتاعتها عن طريق اللي هو بروتين مين؟ اللي هو ايه؟ البيورفين، اللي هو صانع ايه؟ صانع اللي هو الثقوب. بعد ما بيبدأ يحصل الكلام ده والجسم يقضي على اللي هو الميكروبات،
هتبدأ هنا بعد ما يتم القضاء على الانتيجينات هنا، هتبدأ تشتغل اللي هي مين معانا بقى، اللي هي عملية اللي هي التظبيط، اللي هي عملية الكبح بقى هنا، توقف هنا المناعة بقى. هتبدأ ترتبط اللي هي الخلايا التائية المثبطة اللي هي التي اس عن طريق المستقبل بتاعها اللي هو سي دي 8 اللي هو موجود على السطح بتاعها، مع مين؟ مع الخلايا البلازمية والخلايا التائية المساعدة والسامة، علشان هنا تبدأ تحفزها لإفراز بروتين بسميه اللي هو الليمفوكاينات. بروتين اسمه ايه؟ الليمفو ايه؟ الليمفوكاينات. طيب الليمفوكاينات ده هيعمل ايه؟ ده بقى هيعطل بقى، ده هيوقف لمين بقى؟ ده خلي بالنا ده عبارة عن بروتين بيفرزه مين؟ الخلايا التائية المثبطة زي ما احنا اتفقنا اللي هو تي اس، علشان يثبط او يكبت او يكبح اللي هي الاستجابة المناعية او ايه؟ يبدأ يعطلها. طب هيعمل ايه؟ اول حاجة ان هو هيوقف اللي هي الخلايا البلازمية عن انتاج الاجسام المضادة. الحاجة التانية هيموت كتير من اللي هي الخلايا مين؟ التائية المساعدة والسامة المنشطة. هيبدأ هنا كمان يعمل ايه؟ هيخزن اللي هي بعضها فين؟ في الخلايا مين؟ اللي هي في الأعضاء ايه؟ الليمفاوية، بحيث ان هو تكون على أتم استعداد لو حصل أي هجوم آخر على ايه؟ على اللي هو الجسم. ناخد بعد كده اللي هي مين؟ مراحل اللي هي مناعة مين؟ اللي هي ايه؟ المكتسبة. عندنا هنا لما الإنسان يصاب بمرض معين زي الحصبة، فالإنسان هنا بيكون لأول مرة طبعا بيبدأ يكون حاجة اسمها مناعة أولية، والمرة التانية هنا بيبدأ هنا طبعا يستجيب إيه اللي هي عند حاجة اسمها اللي هي مناعة مين؟ اللي هي مكتسبة. يبقى المناعة المكتسبة ديت اللي هي معناها مقاومة الجسم للكائنات الممرضة الجديدة أو التي إيه سبق إيه الإصابة إيه بها قبل كده. وهنا بتتم على مرحلتين اللي هي استجابة مناعية أولية واستجابة مناعية إيه ثانوية. الاستجابة المناعية الأولية دي هنا هو لما يكون عند الجهاز المناعي بيلاقي هنا كائن ممرض جديد، يعني هيصيب الجسم أول مرة، وبالتالي هنا الخلايا البائية والخلايا التائية هتبدأ تستجيب لإيه؟ لإنتيجينات اللي هو الكائن مين؟ الممرض، وتبدأ إيه؟ تهاجمه. نخلي بالنا إن المناعة ديت إن هو بتاخد وقت معايا، بتاخد من حوالي من 5 لـ10 أيام علشان تصل لأقصى إنتاج لها بالنسبة لمين؟ للخلايا مين؟ اللي هي البائية واللي هي إيه؟ التائية. في المرحلة دي خلي بالنا بتظهر أعراض مين؟ بتظهر اللي هي أعراض مين؟ أعراض اللي هي المرض. الحاجة التانية عندنا، الحاجة طبعا ديت اللي هو عندي مناعة أولية، وبيليها اللي هي المناعة اللي هي الثانوية. عند المناعة الأولية زي ما احنا قلنا كمية الأجسام المضادة اللي هي بتتكون التركيز بتاعها بيكون قليل، بياخد وقت معايا طويل اللي هي من 5 لـ10 أيام، بيكون عندي بتظهر في المرحلة دي اللي هي أعراض مين؟ أعراض اللي هي المرض. الحاجة التانية عندنا المرحلة التانية اللي هي الاستجابة المناعية الثانوية، استجابة مناعية ثانوية. وهنا تتكون الكلام ده امتى وتحصل امتى؟ لما الفرد يصاب بنفس المرض مرة تانية، لازم نفس الكائن الممرض يا جماعة، خلي بالنا من الكلام ده. نخلي بالنا هنا الاستجابة دي بتكون سريعة، هنا هيتم تدمير الكائن هنا بدون ظهور أعراض المرض، عكس مين؟ المناعة الأولية كان بيظهر أعراض المرض، إنما هنا مفيش أعراض مرض هتظهر. فانا عندي هنا في عندنا حاجه اسمها الخلايا اللي هي الذاكره، ودي عباره عن خلايا اللي هي بتختزن اللي هي المعلومات، بتخزن المعلومات اللي هي عن الانتيجينات اللي هو جسم حاربها قبل كده اللي هو جهاز المناعه يعني في الماضي، وتبدا تخزنها جوه ايه؟ جوه الجسم. فعندنا في حاجتين اللي هي الخلايا اللي هي البائيه الذاكره والخلايا اللي هي التائيه الذاكره. عندي هنا حاجتين هي خلايا الذاكره البائيه وخلايا الذاكره ايه؟ التائيه. ودي تتكون أثناء الاستجابة المناعية إيه؟ الأولى، خلي بالي في نفس التوقيت، ودي مسؤولة عن الاستجابة المناعية الثانوية، وبتخزن المعلومات زي ما احنا قلنا عن الانتيجينات اللي هي الجسم حاربها قبل كده. عندنا هنا خلي بالنا النوعين دولت اللي هي الخلايا البائية الذاكرة والخلايا التائية الذاكرة، بتتكون هما الاتنين ما ننساش امتى؟ اثناء اللي هي الاستجابة المناعية ايه؟ الاولى. اثناء الاستجابة المناعية ايه؟ الاولى، ما ننساش الكلام ده. وبتقعد في الدم في الجسم مدة طويلة، ممكن عشرات السنين، او ممكن تقعد ايه عمر الانسان كله. ده بالنسبة مين؟ ليه اللي هي ايه؟ المناعة. طيب نخلي بالنا برضك عندنا في بعض الحاجات المهمة. الخلايا البائية لو احنا فاكرين الخلايا الليمفاوية اللي احنا خدناها كانت نسبتها في الدم من كام؟ قلنا من 20 إلى 30%. ما ننساش الخلايا البائية كانت نسبتها اللي هي من 10 لـ15، من 10 إلى 15%. تمام، الخلايا البائية كانت نسبتها من 10 إلى 15%.
عندنا الخلايا الدقيقية كانت نسبتها 80% عشان حل المسائل ما ننساش، وعندنا ال NK، ال NK كانت نسبتها من 5 إلى 10%. يا رب يكون فهمنا الكلام ده. خلي بالنا برضك عشان نجيب المتوسط، عشان اجيب المتوسط لو هو اللي يحسب المتوسط اجمع الرقم ده على ده، يعني 5 زائد 10 يبقى كام؟ 15 على 2، يبقى المتوسط بتاعي هنا 7.5. طيب الخلايا الباقية مثلا، الخلايا الباقية احنا قلنا نسبتها من 10 لـ15، عشان اجيب المتوسط بتاعي اجمع 10 زائد 15 يطلع لي 25 على 2، يعني 12.5. يا رب يكون فهمنا الكلام ده. يمكن تنشيط الخلايا الباقية خلي بالي بواسطة الانترليكوينات فقط. طيب كلمة فقط دي هي خليتها لي غلط، هي مش هي لوحدها، في مفروض كمان سيتوكاينات معاها، وبالتالي ديت مش هتمشي معانا. رقم ب، سيتوكاينات فقط برضه كلمة فقط هي اللي خليتها لي غلط، المفروض الاتنين دول مع بعض. يبقى إذا الإجابة اللي هي مين؟ طبعا هنا بقول لي المتممات، طبعا متممات لا ملهاش علاقة بالخلايا مين؟ الباقية. يبقى عندنا مين الرقم ده اللي عندنا اللي هي الانترليكوينات او السيتوكاينات، طبعا دي الاجابه الصح. هنفتكر مع بعض كده الشكل ده ومن خلاله نبدا نعرف الاجابه دي اخترناها ليه. المناعه الخلطيه او المناعه بالاجسام المضاده لو احنا فاكرين كانت بتحصل ازاي بمنتهى البساطه، عندنا اللي قدامنا ديت دي الاول كده ديت خلايا باقيه، خلايا ايه باقيه. الخلايا الباقيه دي اتعرفت على مين؟ على اللي هو الانتيجين الميكروب، تمام. بدات هنا تتعامل معاه عن طريق اللي هو بروتين التوافق اللي هو النسيجي، تلتصق بيه وتبدا تعرضه على السطح منين؟ من الخارج. اصبحت اسمها ايه؟ اسمها خليه باقيه عارضه، خليه باقيه عارضه، تمام. طيب في نفس الوقت عندنا اللي هي الخلايا البلعميه الكبيره بتبدا تبتلع انتيجين اخر، تمام، بتبدا تحلله عن طريق اللي هي انزيمات اللي هي الليسوسوميه، ثم ترتبط مع بروتين اللي هو التوافق مين؟ النسيج اللي هو الام اتش سي. بعد كده هتبدا تعرضه على ايه؟ على السطح منين؟ من الخارج. في الحالات بيسميها خليه بلعميه كبيره عارضه، تمام. يبقى عندي دلوقتي حاجتين، خلايا بلعميه عارضه وخلايا باقيه ايه؟ عارضه. جميل قوي. هيجي بعد كده اللي هي الخليه مين؟ اللي هي الخليه الدقيقه المساعده، هترتبط معاها عن طريق مين؟ سي دي 4. طبعا لازم يكون موجود الحاجتين دول مع بعض اللي هو الانتيجين مع بروتين مين؟ التوافق ايه؟ النسيجي. ساعات ما تبدا ترتبط معاها هتبدا تتحول اللي هي الخليه الدقيقه المساعده الى خليه دقيقه مساعده ايه؟ ناشطه، تمام. ساعات ما تتحول الى ناشطه هتعمل ايه؟ هتبدا تفرز مين؟ الانترليكوينات. هيعمل ايه؟ هيبدا ينشط مين؟ الخليه مين الباقيه اللي هو بيسالنا عليها في السؤال، هتتحول الى سلاله من اللي هي الخلايا الباقيه البلازميه اللي هي تقوم بانتاج مين؟ الاجسام مين؟ المضاده. وفي نفس الوقت عندي هنا بتبدا تكون اللي هي سلاله تانية من الخلايا الباقيه الذاكره اللي بتنقل في الدم من 20 ل 30 ايه سنه. يبقى ده دور مين؟ الانترليكوينات، نشط مين؟ الخلايا مين الباقيه. النوع الثاني من المناعة اللي هي المناعة الخلوية أو بسميها المناعة بالخلايا الوسيطة، نفس القصة عندنا بتحصل عندنا هنا، بس هنا طبعا هنا مفيش خلايا باقية. عندنا هنا اللي هيحصل عند الخلايا البلعمية الكبيرة بدأت تعرض هنا مين؟ اللي هو الأنتيجين مع اللي هو بروتين التوافق النسيجي، تمام. بيبدأ بعد كده ترتبط معاه مين؟ اللي هي الخلايا الدقيقة المساعدة اللي هي عن طريق سي دي 4، بتبدأ تتحول إلى نشطة، فتبدأ هنا تنشط مين؟ خلايا دقيقة مساعدة أخرى عن طريق طبعا مين؟ اللي هو الانتر ايه ليكوينات، تمام. يبقى هنا دوره هنا بينشط مين؟ الخلايا ايه التائية. طيب هو في السؤال كان بيسألنا على مين؟ على الباقية. فالانتر ليكوينات ده لما نشط مين؟ اللي هي الخلايا التائية المساعدة، هتبدأ تفرز اللي هو السيتوكاينات. السيتوكاينات ده هيروح ينشط مين؟ اللي هي الخلايا الباقية البلازمية عشان يفرز مين؟ الأجسام مين؟ المضادة. في نفس الوقت عندي هنا اللي هي الخلايا التائية المساعدة الأخرى بتبدأ تروح تنشط مين؟ اللي هي عن طريق السيتوكاينات بتنشط اللي هي الخلايا البلعميه الكبيره والخلايا مين التائيه ايه القاتله. يبقى هنا اللي نشط الخلايا الباقيه اللي هو مين؟ السيتوكاينات، تمام. يبقى هنا اللي يهمنا في السؤال السيتوكاينات، وبالنسبه للباقيه اللي هي مين؟ الانتر ايه ليكوينات. زياده تركيز ايون الهيدروجين، طبعا لما يزيد تركيز ايون الهيدروجين هيصبح حمضي في بول الانسان، يكسب المثانة البولية ومجرى البول، يا ترى ايه؟ مناعة موروثة ولا مناعة متخصصة ولا مناعة مكتسبة خلطية ولا مناعة مكتسبة خلوية؟ طب دي مناعة مكتسبة اصلا؟ هل هنا لما بزود هنا ايونات الهيدروجين يعني يصبح البول حمضي، هل دي مناعة مكتسبة؟ طبعا لا، دي مناعة ايه؟ اللي هي فطرية موروثة. يبقى اذا عندنا الاجابة اللي هي رقم مين؟ رقم ألف.
طبعا متشابه الكلام ده باللي كان بيحصل فين؟ في المعدة. المعدة لو احنا فاكرين كانت عندنا اللي هي بطانة المعدة بتفرز مين؟ كانت بتفرز اللي هو ال HCL، تمام؟ ال HCL ده كان مهمته ايه؟ كان بيموت مين؟ اللي هي الميكروبات اللي هي موجودة داخلة مع مين؟ مع الطعام. فكانت دي برضك مناعة ايه؟ اللي هي طبيعية، بسميها غير متخصصة أو بسميها ايه؟ فطرية. وطبعا دي كانت بتمثل اللي هي خط الدفاع مين؟ الأول. ده بالظبط زيه ايه؟ بالظبط السلة. بعد كده المغنيسيوم من المغذيات الكبرى للنبات، تمام؟ خدنا قبل كده مغذيات صغرى ومغذيات كبرى، لأنه يدخل في تكوين الكلوروفيل، جزيء الكلوروفيل. وعندما يتواجد النبات في بيئة فقيرة به يتسبب في ضرر أوراق النبات كما بالشكل المقابل، بناء على ما درست أي من العبارات التالية تعتبر صحيحة بالنسبة لهذا الضرر. هو إيه الضرر دلوقتي؟ باختصار جدا عند نبات هنا قللنا اللي هو مين؟ اللي هو المغنيسيوم، وبالتالي هنا النبات اصفر زي ما احنا شايفين. طب هل ينفع نعالج النبات ده تاني؟ طبعا هنعالجه عن طريق مين؟ ان انا ببدا احط في التربه اللي هو مين؟ المغنيسيوم ده ايه؟ مره تانيه. فهنا لو حطيت المغنيسيوم مره تانيه في الحاله ديت ان هو هيبدا يرجع النبات ايه؟ الى وضعه الطبيعي مره ايه؟ مره اخرى، تمام؟ طيب هنا بيقول لي اول حاجه هنا قد يؤدي بحياه النبات ولا يمكن تلافيه بعلاج السبب؟ ولا قد يسبب غزو ميكروبي للنبات ولا قاتل لا يمكن علاجه؟ هل السبب اللي قدامي ده ينفع عالجه ولا لا؟ لو احنا فاكرين مسببات الامراض بالنسبه للنبات كان عندنا في حاجه اسمها اعضاء طبيعيه، تمام؟ زي حيوانات الرعي والفطريات والفيروسات والحشرات والبكتيريا والكلام ده كله، طبعا دي مالهاش علاقه بيهم. والحاجه التانيه كان اسمها ايه؟ الظروف اللي هي الغير الملائمه، ظروف غير ملائمه. بالنسبه طبعا للاعضاء الخطره هتموت النبات، تمام؟ فده بالنسبة للنبات قاتل ملوش علاج. طيب هنا بالنسبة لي اللي هي الأعداء الخطرة احنا قلنا دي قاتلة. طيب بالنسبة بقى للظروف اللي هي غير ملائمة غير مناسبة، زي الحرارة العالية، زي البرودة الزايدة، زي المية تزيد أو تقل في النبات بالنسبة للتربة، زي مين اللي احنا بنتكلم فيه حاليا؟ نقص العناصر الغذائية. نقص مين؟ العناصر الغذائية. طب كنت هعالجها ازاي؟ والله بعالجها عن طريق ان انا ايه؟ هتلافى السبب ده. يعني هنا في نقص عندي مغنيسيوم احط مغنيسيوم في التربة. فاذا هنا الاجابه عندنا رقم مين؟ رقم ب، يمكن تلافيه بعلاج مين؟ بعلاج اللي هو ايه؟ السبب. طبعا كان عندنا في ثلاث حاجه بالمره، احنا بنراجع طبعا بالمره. كان عندنا طبعا من ضمن مسببات المرض والموت للنبات اللي هي مين؟ المواد ايه؟ السامه زي المبيدات الحشريه او الدخان او ايه؟ مياه الصرف ايه؟ الصحي. السؤال اللي بعد كده، تنضج الخلايا الجذعية إلى خلايا مناعية فيه. تنضج الخلايا الجذعية إلى خلايا مناعية فيه. بقع بير، اللوزتين طبعا لأ، نخاع العظام، الغدة التيموسية طبعا الاتنين دول صح، دي الإجابة عندنا. نخاع العظام فقط ولا الغدة التيموسية فقط ولا الاتنين مع بعض؟ احنا اخترنا الاتنين مع بعض ليه؟ ما احنا عندنا الخلايا زي ما احنا عارفين في خلايا بتنضج في نخاع العظام الأحمر، وفي بعض الخلايا التانية زي الخلايا التائية بتنضج بتكون فين الأول؟ في نخاع العظام، ثم تنضج فين؟ في الغدة مين؟ التيموسية. نفتكر كده مع بعض. عندنا هنا النخاع العظام الأحمر الوظيفة بتاعته إنتاج خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح مين؟ الدموية. يبقى عندي هنا إنتاج، تمام؟ اللي هي خلايا الدم مين؟ طبعا إيه؟ البيضاء. نيجي للغدة التيموسية. الغدة التيموسية طبعا كانت بتفرز مين؟ هرمون مين؟ التيموسين، تمام؟ ده كانت مهمته ايه؟ بيحفز نضج الخلايا مين؟ الليمفاوية الجذعية. هيحولها لمين؟ إلى خلايا ايه؟ إلى خلايا تائية. الشكل البيان المقابل يوضح نسب الخلايا الليمفاوية في عينة الدم، أي منها تقوم بإنتاج الأجسام المضادة. احنا عارفين طبعا اللي بيقوم بإنتاج الأجسام المضادة اللي هي مين؟ اللي هي الخلايا البائية. طيب احنا عاوزين نعرف دلوقتي مين الخلايا البائية في دولت. أول حاجة عندنا كده، عندنا هنا مدينا هنا نسب الخلايا الليمفاوية، وعندنا هنا أنواع الخلايا مين؟ الليمفاوية، ثلاث حاجات س وص وعين. فعندنا هنا اللي هي قدامي هنا دي أقل حاجة قدامنا اللي هي س، وس هنا أقل نسبة عندنا في الخلايا اللي هي الليمفاوية لو احنا فاكرين كانت اللي هي الخلايا مين؟ الخلايا اللي هي القاتلة الطبيعية. يبقى عندي هنا س هنا بيتمثل اللي هي ال NK اللي هي الخلايا اللي هي مين؟ القاتلة ايه؟ الطبيعية. ودي كانت نسبتها 5 إلى ايه؟ 10، بتمثل من 5%
إلى 10%. تمام؟ طيب نيجي للحاجة التانية اللي هي صاد. صاد زي ما احنا شايفين النسبة بتاعتها عالية، فديت حوالي 80% النوع التاني اللي هي كانت بتمثل مين؟ اللي هي الخلايا التائية تي سيلز، اللي هي كانت تلات أنواع، اللي هي التائية المساعدة تي اتش، واللي هي التائية القاتلة اللي هي تي سي، والقاتلة اللي هي الكابحة اللي هي تي اس. دي نسبتها كام؟ 80%. الرقم هنا عندنا هنا نسبة وسط بينهم هما الاتنين زي ما احنا شايفين كده، فدي بتمثل لنا مين؟ الخلايا مين؟ الباقية. ودي كانت نسبتها لو احنا فاكرين كانت من 10 إلى 10% إلى 15%، من 10 لـ15% اللي هي مين؟ اللي هي عين، يعني الإجابة اللي هي مين؟ عين فقط. المراحل التي تمر بها الخلايا الليمفاوية على الترتيب هي تكوين، طبعا كله بدأ بالتكوين، طبعا أول حاجة تتكون، تمام؟ طبعا بتتكون فين؟ في نخاع العظام الأحمر زي ما احنا اتفقنا. بعد كده بيبدأ يحصل العملية التانية اللي هي عملية النضج، يبقى عندي تكوين ثم نضج، تكوين ثم نضج، يبقى كده ب بالنسبة لي غلط ورقم د غلط. طيب كونت نضجت، بعد كده يا ترى ايه؟ هيحصل تنشيط الأول ولا تخزين الأول؟ ها ايه رأيكم؟ طبعا التنشيط ده بيجي آخر مرحلة، فعندنا تكوين يبقى الإجابة عندنا رقم ج، عندنا التكوين ثم النضج، سواء تنضج في نخاع العظام الأحمر أو تنضج عن طريق اللي هي الغدة التيموسيلة وهي خلايا تائية، ثم بعد كده بتبدأ تتخزن في اللي هي الأماكن الخاصة بتاعتها، وبعد كده بتبدأ يحصل لها عملية تنشيط عند إيه؟ عند الحاجة، يبقى الإجابة رقم ج. في الشكل المقابل يمثل التركيب س، إيه اللي قدام هنا أصلا ده؟ ده عبارة عن كائن ممرض بيحمل عليه اللي هي الانتيجينات، تمام؟ ودي خلايا زي ما احنا شايفين كده خلايا بلعامية هتبدأ تبتلع، خلايا بلعامية كبيرة. طبعا الخلايا البلعامية الكبيرة كانت بتبدأ تبتلع مين؟ اللي هو الميكروب، عشان تحلل اللي هي الانتيجينات بتاعته. وبعد كده الانتيجينات بتبدأ تتحلل عن طريق اللي هي الانزيمات اللي هي الليسوسومية اللي بتفرز عليها، ثم ترتبط معاها عن طريق مين؟ اللي هو سين ده اللي هو بروتين التوافق النسيجي، ثم بعد كده تبدأ تعرضه على السطح من الخارج. وفي الحالة دي ان هو بيسميها اللي هي خلايا بلعامية عارضة، خلايا بلعامية ايه؟ عارضة. يبقى معنى كده سين ده عبارة عن مين؟ عبارة عن بروتين التوافق النسيجي، يعني الإجابة اللي هي رقم مين؟ رقم ب. من المخطط المقابل يمثل الحرف س استجابة مناعية، يا ترى الحرف س؟ طب نبص على س كده، س عندنا هنا تي اتش، تمام؟ بدأ ينشط خلايا تائية ذاكرة وخلايا بائية ذاكرة، معنى كده ديت مناعة ايه؟ ده مناعة خلوية، ده مناعة بالخلايا الوسيطة. والمناعة اللي هي الخلوية أو المناعة اللي هي بالخلايا الوسيطة، يا ترى مناعة أولية ولا مناعة ثانوية؟ طبعا ثانوية، يبقى إذا أ غلط و ب غلط كده ركنهم على جنب، يتفضل لي ثانوية وثانوية. حلو أوي، نكمل السؤال. بينما يمثل الحرف صاد مادة صاد، عندنا هنا زي ما احنا شايفين كده ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن اللي هو التي سي، تمام؟ هنا نشطة بدأ يفرز لمين؟ مادة معينة، يا ترى المادة اللي عندنا هتكون سيتوكاينات ولا اللي هو البيروفين؟ طبعا ده عبارة عن مين؟ عبارة عن بروتين مين اللي هو إيه؟ البيروفين، أو بسميه اللي هو بروتين صانع مين؟ الثقوب. طبعا كان عندنا اللي هي تي سي اللي هي القاتلة، أو بسميها اللي هي السامة، أو بسميها القاتلة، اللي بتفرز حاجتين. بتفرز إيه؟ بتفرز حاجتين، يا إما بروتين اللي هو البيروفين، يا إما اللي هي السموم مين؟ الليمفاوية. طب البيروفين ده كان بيعمل إيه؟ كان ده بيعمل على تثقيب اللي هو إيه؟ الجسم الغريب، الغشاء بتاع الجسم إيه؟ الغريب، تمام؟ اللي هي الخلايا المهاجمة. أو اللي هي الحاجة التانية كانت بتفرز مين؟ السموم مين؟ الليمفاوية، اللي هي بتنشط اللي هي جينات معينة جوه مين؟ جوه إيه؟ النواة اللي هي الخلايا مين؟ المصابة، عشان تبدأ إيه؟ تفتت إيه؟ الخلايا ديت نفسها. وبالتالي هنا الإجابة عندنا مين؟ اللي هي البيورفين، معنى كده الإجابة اللي هي رقم مين؟ رقم د. من وسائل خط الدفاع الأول خلي بالي، التي فشلت في منع دخول فيروس كورونا إلى الجسم، يا ترى جلد ورق، مخاط وأهداب، الدموع والصملاخ، ال HCL واللعاب. هنسأل نفسنا سؤال، هو فيروس كورونا بيهاجم مين؟ بيهاجم الجلد؟ طبعا لا. بيهاجم العين؟ لا. HCL بيهاجم اللي هو الجهاز الهضمي؟ لا، ده بيهاجم جهاز مين؟ التنفسي.
والجهاز التنفسي المفروض بيفرز مين؟ المخاط ومين؟ والأهداب. يبقى إذا عندنا المخاط والأهداب هما اللي فشلوا في منع مين؟ دخول مين؟ اللي هو إيه؟ الفيروس ده. تمام؟ يبقى الإجابة رقم مين؟ رقم ب، علشان فيروس كورونا بيهاجم مين؟ الجهاز التنفسي. عدد المواد التي تنتجها الخلايا التائية خلال نشاط المناعة غير المتخصصة يا ترى كام؟ 0 1 3 5. هو بيكلمنا على خلايا مين؟ خلايا تائية. طب ما احنا عارفين الخلايا التائية عملية التخصص، صح ولا لا؟ طيب، وهنا بيقول مين؟ خلال نشاط المناعة غير مين؟ المتخصصة. طبعا مش هتفرز أي حاجة في الغير متخصصة، وبالتالي الإجابة مين؟ 0 عندنا. ليه؟ علشان الخلايا التائية مالها؟ متخصصة، ملهاش علاقة بالمناعة غير إيه؟ المتخصصة. أي من الأشكال البيانية التالية يعبر عن تركيز المستقبلات في أحد النباتات عند تعرضها للإصابة بميكروب؟ بيسألني على مين؟ بيسألني على المستقبلات. إحنا عارفين طبعا المستقبلات دي عبارة عن مركبات موجودة في النباتات السليمة والنباتات مين؟ المصابة، موجودة في الاتنين، بس كان تركيزها بيزيد في ناحية بعد إيه؟ بعد الإصابة. يبقى عندي دي طبعا تعتبر من المناعة مين؟ مناعة اللي هي البيو كيميائية. يبقى عندي تاني موجودة في النباتات السليمة والمصابة، بس بتزداد فين؟ في النباتات اللي هي عقب مين؟ عقب الإصابة. طيب نشوف كده الشكل معانا كده. ده هنا التركيز بتاعها، طبعا هنا مديني الزمن والتركيز، هنا كان بيزيد، كان كتير جدا التركيز عالي، وبعد كده بدأ يقل. لا، المفروض العكس، المفروض تزيد معايا، لأن هنا حصل إصابة، لأن هنا بقول لي عند تعرضها لإيه؟ للإصابة، المفروض تزيد ما تقلش. هنا نفس الكلام بتبدأ تقل، بالتالي الاتنين دول غلط بالنسبة لنا. طب هنا بتزيد وهنا بتزيد، نختار مين فيهم وليه؟ أنا عندي هنا قال لي هنا الإصابة من عند الزمن من البداية، تمام؟ وعندي هنا الإصابة، تمام؟ الإصابة ده مكان الإصابة اللي هو السهم اللي عندي هنا. عندي هنا التركيز لما أجي أبص عليه كده، التركيز هنا بدأ منين؟ بدأ من الصفر. وعندي هنا التركيز بدأ هنا يزيد معايا بعد فترة، تمام؟ بدأ يزيد معايا بعد فترة معينة، وبالتالي دي الإجابة الأفضل بالنسبة لنا، علشان هنا النبات زي ما احنا قلنا اللي بالنسبة لي المستقبلات بتزداد عقب مين؟ عقب الإصابة. فكان عندي تركيزها عادي في النبات أهو، بعد كده بدأت إيه؟ ترتفع معايا، إنما هنا بدأت تزيد على طول، تمام؟ معنى كده ما كانتش موجودة فين؟ في النبات أصلا، كان تركيزها صفر هنا، المفروض كانت تبدأ تركيزها عالي شوية، فعشان كده اخترنا مين؟ رقم مين؟ رقم ج. الأشكال المقابلة توضح مراحل تطور أحد الأنسجة النباتية مما أدى إلى تمزقه، ويرجع ذلك إلى، وهنا قال لي إيه؟ مراحل تطور أحد الأنسجة النباتية وأدى لمين؟ التمزق بتاعه زي ما إحنا شايفين أهو، قطع فيه. يرجع ذلك إلى أول حاجة رقم ألف عندنا، رقم ألف نمو النبات في السمك، نمو النبات في السمك. إحنا عارفين طبعًا النبات اللي هي المناطق النباتية في النبات ممكن تتعرض للتمزق لو حصل كذا حاجة، من ضمنها مين؟ نمو النبات فين؟ في السمك، أو سقوط اللي هي الورق أثناء اللي هي فصل الخريف، أو الفلاحين بيجمعوا الثمار، أو تعدي الإيه الإنسان أو الحيوان على إيه؟ على النبات، وبالتالي ديت صح بالنسبة لنا رقم ألف. طب نشوف الباقيين كده. بيقول لي إصابة الجهاز الوعائي بقطع، هل ده كده جهاز وعائي؟ لا، ده يامة الخارج، إنما الجهاز الوعائي بيكون يامة الداخل. سقوط الأوراق في الخريف، سقوط الأوراق في الخريف، ماشي صح، بس عندنا سقوط الأوراق هنا ده اللي هو من دون ده مش نسيج في الورقة، تمام؟ ده مش نسيج فين؟ في الورقة. طبعا ده نسيج فين؟ في اللي هو إيه؟ في الساق. رقم د، انتفاخ الجدر الخلوية للخلية، هل ده انتفاخ؟ في انتفاخ قدامي؟ لا طبعا، ده عبارة عن ايه؟ تمزق زي ما احنا شايفين، وبالتالي الإجابة رقم مين؟ رقم ألف. الغدة التيموسية تنتمي للجهاز الليمفاوي وجهاز الغدد الصماء، ايه رأيكم في العبارة ديت؟ صح ولا غلط؟ طبعا العبارة صح وزي الفل، لذلك فهي غدة مشتركة. هل الغدة التيموسية غدة مشتركة؟ طبعا لا. لا ليه؟ احنا عارفين الغدة المشتركة زي البنكرياس بيكون غدة قنوية ولا قنوية في نفس الوقت، إنما طبعا عندنا اللي هي الغدة التيموسية دي عبارة عن غدة صماء فقط، وبالتالي أول عبارة صح التانية غلط، يعني الإجابة أول واحدة صح والتانية غلط، يبقى الإجابة رقم ج. السؤال رقم 14، من الشكل المقابل أي مما يلي يعتبر جزء من الجهاز المناعي؟ مين اللي قدامي هنا يا ترى؟ جزء منين؟ من الجهاز مين؟ المناعي. طيب نبص كده على الأشكال اللي قدامنا، زي ما احنا شايفين ديت عبارة، ده صد عبارة عن فيروس، الفيروس ده بيحمل عليه اللي هي الانتيجينات الخاصة بيه،
بعد كده عندنا ديت عبارة عن خلايا بلعمية اللي هي عين ديت، يبقى ديت خلية بلعمية. الخلايا البلعمية ديت هنا هتبدأ تبتلع مين؟ اللي هو الفيروس بالانتيجينات بتاعته، هتبدأ يحصل عملية بلع اهو، تمام؟ هتبدأ تحلل اللي الانتيجينات ديت اهو عن طريق الانزيمات الليسوسومية، هترتبط معاها عن طريق اللي هو بروتين التوافق النسيجي، ثم تعرضه على السطح من الخارج. هيجي في الوقت ده هيرتبط مع مين؟ اللي هي الخلايا الباقية اللي هي سين ديت، يبقى سين دي عبارة عن مين؟ عبارة عن خلايا باقية. وبالتالي هنا عندنا بيقول لي هنا مين الجهاز المناعي؟ طبعا عندنا الخلايا الباقية اللي هي سين يعني، والخلايا البلعمية اللي هي عين، يبقى عندي سين وعين، إجابة صح سين وعين، يعني الإجابة رقم مين؟ رقم دال. إنما طبعا صاد ده فيروس، طبعا ده مش من ضمن مين؟ الجهاز مين؟ المناعي. أي مما يلي لا يعتبر من الخلايا الملتهمة؟ أول حاجة خلايا متعادلة، خلايا صارية، خلايا قاعدية، الخلايا الحامضية. وهنا بيسألنا على مين؟ على الخلايا ايه؟ لا يعتبر، خلي بالنا، تمام؟ عندنا طبعا خلايا متعادلة والقاعدية والحامضية، طبعا ديت خلايا ايه؟ ملتهمة. أما اللي هي الخلايا الصارية، طبعا ديت اللي هي ايه؟ غير ملتهمة. كانت مهمة اللي هي الخلايا الصارية لو احنا فاكرين، كانت بتفرز مادة اللي هي الهيستامين اللي هي كانت مولدة لايه؟ للالتهاب. أما بالنسبة للتلاتة دول طبعا ديت عبارة عن خلايا ايه؟ ملتهمة. نفتكر كده مع بعض، عندنا الخلايا القاعدية، الخلايا الحامضية، الخلايا المتعادلة، تقوم ببلعمة اللي هي ابتلاع وهضم الكائنات مين؟ الممرضة. الشكل المقابل يوضح كائن ممرض التركيب سين يرتبط مباشرة به. ده عبارة عن الكائن الممرض، سين ده طبعا عبارة عن انتيجين، تمام؟ يا ترى الانتيجينات دي كانت بترتبط بإيه؟ نشوف كده أول حاجة مع بعض. رقم ألف عندنا، أو رقم أول حاجة عندنا، مستقبلات الخلايا الباقية. مستقبلات الخلايا الباقية هل كان بيرتبط بها ولا لا؟ طبعا كان مرتبط ايه بيها، يبقى عندي سين طبعا بيرتبط مين بمستقبلات اللي هي الخلايا مين الايه الباقية. فاذا عندنا كده الف و ب ودال معانا، تمام؟ احنا عارفين طبعا سين ده اللي هو الانتيجينات ديت كانت بترتبط عن طريق مين، قلنا اللي هي المستقبل بتاعها عن طريق مين اللي هي الخلايا الباقية، علشان تكون بعد كده اللي هي الأجسام مين؟ عشان تكون اللي هي الأجسام المضادة. طب نيجي بعد كده الحاجة التانية، مستقبلات اللي هي الخلايا التائية المساعدة. الخلايا التائية المساعدة هل كانت مترتبط بيها؟ طبعا لأ. احنا عارفين طبعا لو احنا فاكرين اللي هي مستقبلات اللي هي الخلايا اللي هي التائية اللي هي اسمها سي دي فور، السي دي فور، تمام؟ طيب دي كانت بترتبط بإيه؟ كانت بترتبط بالمركب اللي هو الناتج من ارتباط اللي هو الانتيجينات مع بروتين التوافق النسيجي اللي هو الـ MHC علشان تتحول إلى خلايا تائية إيه؟ مساعدة نشطة، تمام؟ وبالتالي هنا المفروض نختار اللي هي علامة غلط. معنى كده إن ألف دي غلط بالنسبة لنا وجيم غلط، يعني اتفضل لي معايا ألف وتفضل لي معايا مين؟ دال، تمام؟ ألف طبعا كمان غلط هنا، يبقى إذا إحنا شغالين دلوقتي في مين بس؟ في إيه؟ في دال، يبقى إحنا كده الإجابة معانا مين؟ دال. نكمل كده، هل عندي هنا اللي هي الانتيجينات بترتبط بالجسم المضاد؟ طبعا بترتبط بمين؟ بالأجسام مين؟ المضادة زي ما إحنا عارفين، تمام؟ بترتبط بالأجسام المضادة، بعد كده بتبدأ بعد كده اللي هي الخلايا البلعمية اللي هي الكبيرة بتبدأ إيه؟ تيجي تلتئمها. إحنا عارفين طبعا اللي هي الأجسام المضادة أو الجسم المضاد دي عبارة عن مواد بروتينية بتظهر على شكل حرف مين؟ على شكل حرف واي. هي والمتممات اللي هي الأجسام المضادة والمتممات بتقوم بمين؟ بالالتصاق بالأجسام الغريبة زي البكتيريا علشان تقدر اللي هي الخلايا البلعمية تقوم إيه؟ بابتلاعها والقضاء إيه؟ عليها. يعني نختار علامة صح هنا معانا، تمام؟ نيجي بعد كده مين؟ المتممات. هل الانتيجين بيرتبط مع المتممات؟ طبعا لأ. ليه؟ المتممات المهمة بتاعتها اللي هي الرئيسية مين؟ اللي هي تدمير اللي هي الميكروبات. هتدمرها فين؟ حتة اللي هي موجودة فين؟ في الدم، تمام؟ طبعا الكلام ده بيرتبط اللي هو المتمم بالأجسام المضادة عن طريق بيرتبط مع مين؟ مع الأجسام مين؟ المضادة، عن طريق مين؟ عن طريق اللي هي تحليل اللي هي إيه؟ الانتيجينات، علشان تقدر تستطيع اللي هي الخلايا اللي هي البيضة زي الخلايا البلعمية إيه؟ التامة. معنى كده عندنا الإجابة عندنا رقم مين؟ رقم د. من الأشكال التالية أجب هنا زي ما احنا شايفين كده، مديني اول شكل كاتب لي هنا دعامة تركيبية،
وعندي هنا مناعة تركيبية مكتسبة، خلي بالي ما كانتش موجودة قبل كده، وهنا عندي حاجة اسمها ايه؟ سين. بيسألنا هنا على مين؟ على سين. يعبر الحرف سين عن يا ترى كيوتين ولا سليلوز ولا لجنين ولا سيوبرين؟ طيب احنا دلوقتي عاوزين نجيب حاجة مشتركة بين الدعامة التركيبية وبين المناعة التركيبية ايه؟ المكتسبة، خلي بالي مش فطرية، اللي هي مكتسبة. طب احنا عندنا كده الاربع حاجات دول عبارة عن مناعة تركيبية، عبارة عن دعامة ايه تركيبية، اللي هي كيوتين والسليلوز واللجنين والسيوبرين، كل ده دعامة ايه؟ دعامة تركيبية. بس احنا دلوقتي عاوزين حاجة في نفس الوقت تعتبر مناعة تركيبية مكتسبة، مكتسبة نتيجة اللي هي إصابة اللي هي النبات بمرض معين، تمام؟ وبالتالي عندنا طبعا الكوتين ده موجود في النبات من البداية، السليولوز نفس الكلام، اللجنين نفس الكلام، أما السيوبرين طبعا هنا نتيجة تعرض النبات لمسبب معين أو مرض معين بيبدأ يتكون عنده إيه؟ اللي هو مين؟ اللي هو السيوبرين. طبعا دي بتتكون في الطبقة اللي هي الفلينية علشان تمنع اللي هي دخول كائن إيه؟ ممرض معين، أو تبدأ تسد جرح معين فين؟ في النبات. وبالتالي هنا الإجابة عندنا اللي هي مين؟ اللي هي رقم د. نيجي للشكل التاني عندنا هنا اللي هو سيفالو سيوبرين وإنزيمات نزع مين؟ السمية، وعندي هنا حاجة مشتركة بينهم هما الاتنين اللي هي الصاد. طيب عاوزين حاجة مشتركة بين ده وبين ده، يا ترى إيه؟ أول حاجة عندي هنا بيقول يعبر الحرف صاد عن سكريات أحادية. هل تركيبهم هما الاثنين عبارة عن سكريات أحادية؟ طبعا الكلام ده غلط. أحماض دهنية طبعا غلط برضك، أحماض نووية برضه غلط، أحماض أمينية طبعا دي الإجابة إيه؟ الصحيحة، لأن السيفالوسيوبرين ده عبارة عن مادة بروتينية، أما اللي هي إنزيمات نزع السمية برضك عبارة عن مادة إيه؟ بروتينية. نفتكر كده مع بعض، عندنا طبعا هنا اللي هو السيفالوسيوبرين دي عبارة عن أحماض أمينية غير بروتينية، أحماض أمينية لا تدخل في بناء من البروتينات، بس هي عبارة عن مين؟ عبارة عن أحماض إيه؟ عبارة عن أحماض أمينية. طيب نيجي اللي هي الإنزيمات نزع السمية، إنزيمات نزع السمية ديت عبارة عن بروتينات غير موجودة أصلا فين؟ في النبات، ولكنه يستحس إنتاجها نتيجة مين؟ الإصابة. وعندنا ديت طبق عبارة عن إيه؟ زي ما إحنا اتفقنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن بروتينات. بروتينات يعني تتكون من ايه؟ من احماض مين؟ تتكون من احماض امينيه. هنيجي للشكل رقم 3، مديني هنا دعامه تركيبيه، تمام، وعندي هنا مناعه تركيبيه بس المره دي ايه؟ فطريه، كان هنا ايه؟ مكتسبه، هنا ايه؟ فطريه. طيب نبص كده على اللي قدامنا، بيقول لي يعبر الحرف عين عن يا ترى سليلوز ولجنين، انا عاوز دلوقتي حاجه موجوده في النباتات اصلا، تمام، وفي نفس الوقت اللي هي مناعه تركيبيه يعني، وفي نفس الوقت دعامه ايه؟ دعامه تركيبيه. طب السليلوز واللجنين بس قال لي فقط، نشوف حاجة تانية كده، هما الاتنين طبعا صح، بس كلمة فقط دي هي اللي خلتها لي غلط. كيوتين سليلوز بدأ اللي هنا يضيف لمين؟ اللي هو كيوتين، ويشيل ايه؟ ويشيل اللجنين. طب احنا عندنا كمان اللجنين موجود كمان معانا، وبالتالي ديت كمان ايه؟ غلط. كيوتين لجنين ولا لجنين وسليلوز وكيوتين، طبعا هنا ضمي لي التلاتة مع بعض، فإذا دي الإجابة الصحيحة بالنسبة لنا اللي هو اللجنين والسليلوز والكيوتين. الجنين زي ما احنا عارفين بيكون موجود في اللي هي أوعية الخشب من الداخل، السليلوز بيدخل في تركيب اللي هي الجدر ويبدأ يترسب على الخلايا اللي هي الكولينشيمية، أما الكيوتين ده موجود على البشرة الخارجية علشان يمنع اللي هي فقد مين؟ المية، ويقلل عملية مين؟ النتح. من أكثر المواد تواجدا في أنسجة بشرة مصابة بحبوب الشباب. طالما هنا بيتكلمنا على بشرة ومصابة بحبوب الشباب، معنى كده المسبب بتاعها اللي هي الميكروبات. طيب نشوف كده الإجابات اللي هي تمشي معانا. أول حاجة بيقول اللي هو الانترليكونات، لو احنا فاكرين اللي هو الانترليكونات كانت مهمتها ايه؟ ده كانت المهمة بتاعتها الرئيسية بتقوم بتنشيط اللي هي الخلايا مين؟ البائية. الخلايا البائية اللي هي موجودة على سطحها من بره اللي هي ايه؟ الانتيجينات المرتبطة مع مين؟ مع بروتين اللي هو التوافق النسيجي اللي هو ال MHC، وبالتالي دي ما تنفعش معانا. نيجي رقم ب، الأجسام المضادة. الأجسام المضادة زي ما احنا عارفين دي عبارة عن مواد بروتينية بيكون على شكل حرف واي، هي الأجسام المضادة والمتممات بتقوم بالالتصاق بمين؟ بالأجسام الغريبة زي البكتيريا، وفي نفس الوقت هنا علشان تساعد اللي هي الخلايا البلعمية تبدأ ايه؟ تبتلع مين؟ اللي هي الأجسام الغريبة. بس أنا عندي هنا مفيش بكتيريا، أنا هنا بتكلم على ميكروبات عموما. نيجي بعد كده رقم ج، اللي هي الكيمو كاينات. طبعا دي الإجابة عندنا الصحيحة اللي هي مين؟ الكيمو ايه؟ كاينات. الكيمو كاينات لو احنا فاكرين ديت عبارة عن عوامل جذب للخلايا المناعية البلعمية متحركة في الدم،
وتجيبها بأعداد كتيرة ناحية اللي هي أماكن تواجد اللي هي الميكروبات أو الأجسام الغريبة علشان تقلل إيه من انتشارها، وبالتالي دي أنسب حاجة بالنسبة لنا. نيجي رقم د عندنا اللي هي مين؟ المتممات. المتممات لو احنا فاكرين كانت مهمتها ايه؟ ده كانت مهمتها بتدمر اللي هي الميكروبات اللي هي موجودة فين؟ في الدم. موجودة فين؟ في الدم، ودي هنا بيقول لي فين؟ في البشرة، تمام؟ وطبعا كانت المتممات دي بترتبط بالأجسام المضادة عن طريق اللي هي تحليل مين اللي هي الايه؟ الانتيجينات، علشان تقدر اللي هي الخلايا اللي هي البلعمية تبدأ ايه؟ تبتلع هذه ايه؟ الأشياء أو الميكروبات. وبالتالي الإجابة عندنا الصح اللي هي رقم مين؟ رقم ج. أي مما يلي يمكن أن يفسر وجود الانتيجين على سطح البكتيريا؟ على سطح مين؟ على سطح البكتيريا. يا ترى أول حاجة عندنا الالتصاق بالأجسام المضادة، ولا تدمير الخلايا المصابة، ولا الالتصاق بالـ TS، ولا الالتصاق بالخلايا البائية البلازمية؟ يا ترى مين الصح بالنسبة لنا؟ أي مما يلي يمكن أن يفسر وجود مين؟ الانتيجين على سطح البكتيريا. البكتيريا من بره زي ما احنا عارفين عليها انتيجينات من بره، طبعا ده كان بيفسر او اللي هو التفسير بتاعها الافضل عندنا هنا اللي هو الالتصاق بمين؟ بالاجسام مين؟ اللي ايه؟ المضاده، علشان بعد كده تيجي اللي هي الخلايا البلعميه تبدا تبتلع هذه ايه؟ اللي هي ايه؟ الميكروبات. طب رقم ده اللي هنا اللي هي الالتصاق بالخلايا البائيه، هل ينفع اختارها؟ لو هنا ما كانش قال لي كلمه بلازميه كنت ينفع اختارها. احنا عارفين ان الخلايا البائية بتلتصق مع مين؟ مع اللي هي الانتيجينات، طبعا دي خلايا متخصصة بتبدأ تلتصق مع اللي هو الانتيجين، تمام، وبترتبط مع اللي هو البروتين التوافق النسيجي، وبعد كده بتبدأ تعرضها على سطح منين؟ من الخارج. بس الكلام ده لو هو ما كانش قال لي مين؟ بلازمية، انما كلمة بلازمية هي اللي خلتها لي ايه؟ غلط. الشكل البيان المقابل يوضح درجة الاستجابة المناعية في جسم احد الاشخاص. يرجع ظهور الأعراض في المرحلة سين إلى زي ما احنا شايفين كده، عندنا هنا اللي هو الوقت بالأيام، وعندنا هنا تركيز اللي هي الأجسام مين؟ المضادة. الشخص ده بدأ ياخد اللي هو تطعيم باللقاح، بدأ يحصل عنده اللي هي المناعة الأولية، تمام، بعد كده بدأ هنا في إصابة وهنا في إصابة، وهنا بيسألنا على مين؟ بيسألنا على سين. يا ترى سين ده حصل نتيجة إيه؟ طيب نشوف الاختيارات كده عندنا، بيقول له رقم ألف اللقاح المستخدم لمسبب مرض آخر. هل زيادة تركيز اللي هي الأجسام المضادة بسبب اللقاح ده ولا مسبب مرض تاني؟ طبعا مسبب مرض تاني، ودي الإجابة الصح. طب ليه؟ نفسر كده اللي قدامنا. احنا هنا الشخص ده خد ايه؟ خد اللقاح، الطعم باللقاح، بدأت ترتفع عنده اللي هو مين؟ الأجسام مين؟ المضادة، تمام؟ طيب لو افترضنا ان احنا عندنا اللي هو سين ده كان نتيجة اللي هو تطعيم باللقاح، كان ايه اللي يحصل؟ المفروض ديت مناعة ثانوية، المفروض هنا كان التركيز يزداد، كان تركيز مين؟ اللي هي الأجسام المضادة يبدأ يزداد عن مين؟ عن اللي هي أول مرحلة ديت نتيجة اللي هي البكتيريا اللي هي الضعيفة اللي هو اتحقن بيها ديت في اللقاح، تمام؟ زي هنا كده، ده بالنسبة لده. فهنا التركيز عالي أهو وهنا تركيز قليل، إنما هنا الاتنين التركيز بتاعهم الاتنين زي بعضه. فهنا نتيجة إن اللقاح ده اللي الشخص ده خده المفروض كان هنا لو هو نفس اللي هو المرض بتاع اللقاح ده كان المفروض هنا أو نتيجة اللي هو السبب اللي هو وجود اللقاح كان المفروض عند هنا يزداد مين؟ تركيز مين؟ اللي هي الأجسام مين؟ المضادة. وبالتالي هنا اللقاح اللي هو المستخدم ده لمسبب مرض تاني، تمام؟ طب نشوف رقم ب كده، بيقول اللقاح المستخدم غير مجهز بطريقة سليمة. طب لو هو غير مجهز بطريقة سليمة ما كانش عندي هنا يكون مين؟ أجسام مضادة أصلا، هنا تكون أجسام مضادة وبالتالي دي ما تنفعش معانا. رقم ج، عدم استجابة الخلايا المناعية للقاح. طب ما استجابت أهو زي الفل ومطلعة أجسام مين؟ مضادة والتركيز بتاعها عالي. اللقاح يثبط يقلل يعني نشاط الخلايا البائية، أمال هي أنتجت أجسام مضادة إزاي؟ ما عندي هنا تركيز الأجسام المضادة بدأ يرتفع معانا، وبالتالي أنسب إجابة عندنا اللي هي اللقاح المستخدم لمسبب مرض إيه تاني. يعني هنا الشخص ده بسبب الارتفاع هنا أو تكوين الأجسام المضادة مرة تانية كده بنفس القيمة ديت أهو نتيجة اللي هو مسبب مرض إيه آخر. كل الخلايا التالية تعمل كخط دفاع تاني عدا الخلايا مين يا ترى؟ إحنا عارفين طبعا خط المناعة عندنا فيها حاجة اسمها مناعة طبيعية وحاجة اسمها مناعة إيه مكتسبة، والمناعة الطبيعية لو احنا فاكرين كان فيها حاجتين، خط دفاع أول وخط دفاع تاني، تمام؟ والمناعة المكتسبة اللي هي خط دفاع إيه؟ التالت. طب هنا بيسألنا على إيه؟ بيقول لي كل الخلايا التالية تعمل كخط دفاع تاني عدا مين يا ترى؟ طيب نشوف كده اللي عندنا،
خلايا الصلية طبعا ديت خط دفاع مين؟ خط دفاع تاني، تمام. عندنا بعد كده، اللي هي الخلايا البلعمية الكبيرة والخلايا القاتلة الطبيعية، كل دي عبارة عن خط دفاع مين؟ تاني. أما اللي هي الخلايا اللي هي الباقية دي خط دفاع إيه؟ تالت. يبقى عندنا هنا تاني الصارية والبلعمية الكبيرة والقاتلة الطبيعية خط دفاع تاني، أما اللي هي الباقية خط دفاع إيه؟ تالت. الفينونات مركبات كيميائية سامة تقتل الكائنات الممرضة، يا ترى الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا صح وزي الفل، يبقى أول عبارة ديت عبارة إيه؟ عبارة صحيحة، تمام؟ طيب نشوف العبارة التانية كده، ويدل وجودها على حدوث إصابة للنبات، ويدل وجودها على حدوث مين؟ إصابة للنبات، هل الكلام ده صح؟ طبعا الكلام ده غلط، يبقى أول عبارة صحيحة والتانية إيه؟ غلط، يعني اللي هي رقم ب، يبقى عندنا الأولانية صح والتانية إيه؟ غلط، يعني رقم مين؟ رقم ب. ونفتكر كده مع بعض، عندنا هنا مواد كيميائية مضادة للكائنات اللي هي الدقيقة، وديت عبارة عن مركبات بتفرزها بعض النباتات لمقاومة مين؟ الكائنات الممرضة، تكون موجودة أصلا فين؟ في النبات قبل حدوث مين؟ الإصابة، أو تؤدي الإصابة إلى إيه؟ تكوينها، والأمثلة على كده زي مين؟ زي إيه؟ الفينولات، دي طبعا عبارة عن مركبات كيميائية سامة بتقتل مين؟ كانت مين؟ الإيه؟ الممرضة، أو تثبط إيه؟ نموها. الشكل البيان المقابل يبين تركيز الأجسام المضادة الناتجة كاستجابة لنوع من الأنتيجينات. يبدأ تكوين خلايا الذاكرة في اليوم يا ترى كام؟ السابع فقط ولا الثاني والعشرين فقط؟ ولا السابع والسابع واليوم الثاني والعشرين، يوم سبعة يوم 22 يعني، ولا العاشر واليوم 30؟ يا ترى أنهي يوم وليه؟ هنا زي ما احنا شايفين كده مدين هنا بداية اللي هي الإصابة بالميكروب من عند صفر، وعند هنا الأيام زمن الأيام لحد 40 يوم، وعندنا هنا تركيز مين؟ الأجسام إيه؟ المضادة. طيب يا ترى بيسألني على مين هنا؟ بيسألني على اللي هي استجابة لنوع الانتجينات. بيبدأ تكوين خلايا الذاكرة في اليوم الكام؟ خلايا مين؟ خلايا اللي هي الذاكرة في اليوم الكام؟ هنشوف الشكل كده ونبدأ نفتكر مع بعض. عندنا هنا الاستجابة المناعية الأولية اللي هي المناعة مين؟ الأولية، تمام؟ طيب الخلايا الليمفاوية البائية والتائية هي مسؤولة عن الاستجابة المناعية مين؟ الأولية، جميل قوي. بتبدأ إمتى؟ الاستجابة المناعية الأولية استجابة بطيئة تستغرق وقتا ما بين من 5 إلى 10 إيه؟ أيام للوصول إلى أقصى إيه؟ إنتاجية. طيب وبيصاحب، خلي بالنا الحتة دي عشان نعوزها دلوقتي، يصاحب الاستجابة المناعية الأولية ظهور أعراض المرض، وهنا بيتكون إيه؟ يتكون خلالها خلايا مين؟ يتكون خلالها خلايا الذاكرة اللي هي البائية والتائية، وتبقى كامنة فين؟ في الدم. هو بيسألنا على مين في السؤال؟ على الخلايا الذاكرة. يتكون خلالها خلايا الذاكرة اللي هي البائية ومين؟ والتائية، وتبقى كامنة فين؟ في الدم. إثناء مين؟ إثناء اللي هي الاستجابة مين؟ المناعية إيه؟ الأولية. يبقى إثناء اللي هي الاستجابة المناعية الأولية بيكون معايا كمان مين؟ اللي هي خلايا مين؟ خلايا الذاكرة. احنا عندنا هنا بدأ يحصل مين؟ بدأ يحصل الإصابة. طيب الإصابة هنا لما بدأت تحصل هيبدأ هنا يتكون عند الجسم هنا اللي هي مين؟ المناعة الأولية. المناعة إيه؟ الاستجابة المناعية إيه؟ الأولى أو الأولية، تمام؟ طيب زي ما احنا لسه شايفين من شوية كانت بتاخد قد إيه؟ بتاخد من 5 لـ10 إيه؟ أيام، وفي الوقت طبعا ده الخلايا اللي هي البائية بتبدأ إيه؟ تنشط فيها وتبدأ في الانقسام، وتبدأ هنا تتحول إلى خلايا بائية بلازمية وخلايا بائية إيه؟ ذاكرة. والخلايا الذاكرة طبعا بتتنقل في الدم من 20 ل 30 سنة، بتقعد مدة كبيرة جدا علشان تقاوم المرض مرة إيه؟ مرة أخرى. طب إحنا لسه شايفين الخلايا الذاكرة، اللي هو بيسألنا عليها بتتكون إمتى؟ أثناء مين زي ما إحنا اتفقنا؟ أثناء اللي هي مين؟ المناعة إيه؟ الأولى. أثناء المناعة الأولية. تستغرق وقت قد إيه؟ ما بين 5 إلى 10 إيه؟ من 10 أيام. دي اللي هي مين؟ اللي هي الاستجابة المناعية الأولية، وفي نفس الوقت بيتكون خلالها خلايا مين؟ الذاكرة البائية ومين؟ والتائية، يعني نختار هنا اللي هي من 5 لـ10 أيام، نشوف كده اللي موجود عندنا هنا السابع، وهنا كلها أرقام أعلى من كده، أكتر من 10 كلها بيقول لي الثاني، وهنا 22، وهنا 7، وهنا 22، وهنا 10، وهنا 30. يبقى إذا عندنا الإجابة مين؟ اللي هي مين؟ 7. اخترنا 7 ليه؟ علشان إحنا قلنا من 5 لـ7 أيام تتكون فيها خلايا مين؟ خلايا الذاكرة. السؤال التاني، من المتوقع أن يكون أعلى تركيز للخلايا البائية البلازمية في اليوم
الخلايا البائية البلازمية في اليوم كام يا ترى؟ الخامس، العاشر، 25، 28. خلايا مين؟ خلايا بائية بلازمية. خلايا بائية بلازمية يعني هنتكلم على مين؟ على المناعة الثانوية. المناعة مين؟ الثانوية. طيب المناعة الثانوية هنا يا ترى تتكون امتى؟ يعني حصل هنا إصابة أولية، تمام؟ هنا في ميكروب بدأ هنا يتكون مناعة أولية، بدأ هنا الأعراض بدأت تقل شوية، وبدأ يحصل إصابة مرة تانية. أنا عندي هنا الخلايا البائية البلازمية اللي هي موجودة في اللي هي الجسم، اللي هي بتعتبر هنا اللي هي الذاكرة. يا ترى تشتغل إزاي وسرعتها إيه؟ نفتكر كده مع بعض. عندنا الاستجابة المناعية الثانوية اللي هي المناعة الثانوية. المناعة مين؟ الثانوية، نركز مع بعض. دي بيكون عندي هنا، بيكون عندنا الاستجابة المناعية الثانوية استجابة إيه؟ سريعة جدا، سريعة جدا، لأنها غالبا ما يتم تدمير الكائن الممرض قبل أن تظهر أعراض مين؟ المرض. اللي يهمنا في الكلام ده كله سريعة إيه؟ سريعة جدا. طيب نركز كده في الشكل، نجيبها إزاي بمنتهى البساطة. دلوقتي بدأ يحصل هنا إصابة مرة تانية، ده كان بداية، تمام؟ فهنا في بدأ تزداد تركيز مين؟ اللي هي الأجسام المضادة. معنى كده دي عبارة عن مناعة مين؟ مناعة ثانوية. طب ده في اليوم الكام تقريبا؟ ده في اليوم تقريبا الـ20، في اليوم رقم كام؟ رقم 20. واحنا قلنا هنا المناعة ديت مالها؟ سريعة جدا. مناعة سريعة ايه؟ جدا، لأن الخلايا البائية البلازمية بتعبر عن مين؟ عن اللي هي المناعة الثانوية اللي هي موجودة في الذاكرة، تمام؟ طيب احنا هنختار دلوقتي حاجة، أقرب حاجة لليوم الـ20 ده. اشمعنى؟ علشان هنا بدأ يحصل مين؟ اللي هي ارتفاع تركيز مين؟ الأجسام المضادة مرة ايه؟ مرة تانية. طيب مديني هنا رقم ألف الخامس، هل الخامس هنا هينفع معايا؟ طبعا لا. العاشر برضك لا، ده كانت فيه مناعة أولية. 25 ولا 28، ايه رأيكم نختار مين؟ 25 ولا 28؟ طبعا هنختار مين؟ 25. ليه؟ انا عندي هنا بدأ هنا ارتفاع مين؟ اللي هو تركيز اللي هي الأجسام المضادة، وبالتالي هنختار هنا أقرب حاجة لبداية الارتفاع. ليه؟ علشان قلنا المناعة ديت مالها؟ سريعة جدا، وبالتالي هنا نختار 25، ما ينفعش نختار مين؟ 8 إيه؟ 28. هنا طبعا زي ما احنا شايفين هنا الإنسان تعرض إلى ميكروب، تمام؟ وبدأ هنا يكون عنده اللي هي المناعة الأولية، وبدأ هنا تقل الأعراض مرة أخرى، وبدأ هنا يحصل إصابة لنفس الميكروب مرة تانية، بدليل هنا زيادة تركيز مين؟ اللي هي الأجسام مين؟ المضادة. يعني ديت مناعة أولية، ديت مناعة مين؟ مناعة ثانوية. وإحنا عارفين طبعا اللي هي المناعة الثانوية بيكون إيه؟ سريعة جدا، بيحصل فيها انقسام إيه؟ سريع جدا، تمام؟ وهنا طبعا اللي بيتدخل فيها اللي هي مين؟ الخلايا البائية مين؟ البلازمية، اللي هي بتطلع اللي هو العديد من الأجسام المضادة. زي ما إحنا شايفين التركيز بتاعها عالي إيه؟ عالي جدا في اليوم، زي ما إحنا اتفقنا كام؟ الخمسة وإيه؟ وعشرين. الشكل البيان المقابل يوضح استجابة الأجسام المضادة عند حقن شخص بإنتجين إكس، إنتجين إكس، تمام؟ أولاً ثم بالإنتجين إكس واي، إكس واي، بعد فترة. أي المنحنيات المقابلة يمثل الاستجابة الأولية للإنتجين واي، بيسألنا على مين؟ على واي. طب نشوف كده إكس الأول. عندنا هنا زي ما إحنا شايفين هنا الزمن بالأيام، وعندنا هنا تركيز مين؟ الأجسام إيه؟ المضادة. هنا بدأ هنا يتم حقن مين الشخص ده بيه؟ اللي هو الانتجين مين؟ اللي هو اكس. طيب هيبدأ عند الشخص ده اللي يحصل، هيبدأ يتكون عنده اللي هو الدي ده عبارة عن مناعة أولية. يبقى الدي ده عبارة مين؟ عبارة عن مناعة أولية لمين؟ للانتجين مين؟ اللي هو الاكس. طيب عندنا هنا بعد كده في المرحلة التانية ديت هنا، عندنا هنا زي ما احنا شايفين اللي هو، طب امال ايه اللي هو ايه الاول ده عشان نخلص منه؟ ايه الايه ده؟ ده ديت عبارة عن مناعة ثانوية، مناعة ثانوية لمرض كان موجود قبل كده، إيه هو؟ الله أعلم، لأن هو مش مدينا هنا معلومات عنه. طب نيجي هنا بقى للشكل هنا. عندي هنا اللي هو السي ده بيمثل لي اللي هي مناعة أولية، وعند البي ده بيمثل لي اللي هي مناعة ثانوية، أولية وثانوية، لأن التركيز هنا أعلى، تمام؟ انقسامات سريعة جدا أهو. طيب هو بيسألنا على مين؟ بيسألنا على واي. الواي ده اتاخد إمتى؟ اتاخد في المرحلة ديت. طب ما نسأل نفسنا، هو البي ده الشخص ده الأول خد الانتجين مين؟ اكس، وبعدين خده هنا تاني، هنا مرة وهو نفسه هنا مرة تانية. طيب احنا اتفقنا ان عندنا دي ده عبارة عن مين؟ مناعة أولية، صح؟ طب فين المناعة الثانوية بتاعت اللي هو الاكس ده؟ هيكون مين؟ اللي هو البي. يبقى البي ده اللي هو التركيز بتاعها أعلى ده بيعتبر مناعة ثانوية لمين؟ للدي.
لان زي ما احنا عارفين المناعه اللي هي الثانويه بتكون سريعه جدا، وبالتالي هنا بيتكون العديد منين؟ من اللي هي اقسام مين؟ المضاده. وبالتالي بي دي عباره عن مين؟ عباره عن مناعه ثانويه، ثانويه لمين؟ للاكس. تمام، ده اللي هو مين؟ اللي هو البي. امال السي ده ايه؟ ده ديت عباره عن مناعه اوليه لمين؟ لايه؟ للواي. يبقى عندي اللي هو السي ده عباره عن مناعه اوليه مين؟ لايه؟ للواي. يبقى ده عباره عن مناعه اوليه لمين؟ ليه؟ اللي هو ايه؟ الواي. طب هو بيسالنا في السؤال على مين؟ بيقول لاي المنحنيات المقابله يمثل الاستجابه الاوليه لانتاجين مين؟ واي. يبقى نختار مين؟ هنختار السي طبعا. هقولها تاني بسرعه. عندنا الشخص طبعا ده ايه اتحقن بايه؟ بي اللي هو الاكس، وهنا مره تانيه كان موجود عند الاكس. طبعا عند الاكس الاولاني ده بالنسبه لنا اللي هي مين؟ اللي هي المناعه الاوليه لمين؟ ليه؟ اللي هو الاكس. تمام، ده اللي هو مين؟ اللي هو دي. اما بالنسبه للبي ده قلنا المناعه الثانويه بالنسبه لمين؟ للاكس. اما بالنسبه لي اللي هو الواي ده يعتبر مرض جديد، انتجين جديد. تمام، وبالتالي هنا بدا يكون عنده مين؟ اللي هو ايه؟ اللي هي المناعه الاوليه. المناعه الاوليه مين؟ لايه؟ للواي. وبالتالي اخترنا مين؟ اللي هو السي. أي من الأشكال البيانية التالية يعبر عن الحجم المتاح، حجم خلي بالي، المتاح لمرور الماء داخل وعاء خشبي تعرض للقطع في أحد النباتات. تعرض لإيه؟ للقطع في أحد مين؟ في أحد النباتات. نشوف كده الشكل مع بعض ونفتكر. خدنا قبل كده حاجة اسمها إيه؟ التيلوزات. تمام، وقلنا ديت عبارة عن مواد زائدة بتتكون نتيجة تمدد اللي هي الخلايا مين؟ البرانشمية المجاورة للقصيبات الخشب وتمدد داخلها إيه؟ وتمتد داخلها من خلال مين؟ إيه؟ المقر. وهنا التيلوزات كانت بتتكون بسبب مين؟ تعرض الجهاز الوعائي للنبات للقطع أو الغزو من كائنات مين؟ الممرضة. طيب، وجود التيلوزات زي ما احنا شايفين هنا في مسافات كبيرة داخل اللي هو الوعاء الخشبي، إنما عندي هنا التيلوزات نتيجة تكونها عملت إيه؟ بدأت تقلل اللي هو مين؟ اللي هي التجوف الداخلية، وبالتالي هنا الحجم إيه اللي حصل له؟ قل ولا زاد؟ بدأ يقل معانا. فهنبدأ كده نرجع لسؤالنا ونشوف هنختار الإجابة إزاي. إحنا اتفقنا دلوقتي إن الحجم إيه اللي هيحصل له؟ هيبدأ يقل نتيجة مين؟ اللي هو تعرض النبات ده إيه؟ ليه اللي هو إيه؟ القطع. طيب، هنا مديني زي ما احنا شايفين الزمن، وهنا الحجم المتاح. احنا اتفقنا الحجم اللي هيحصل له هيقل ولا يزيد؟ هيقل. طبعا ده بيزيد معانا، مش هينفع نختاره. وهنا بيقل معانا، وهنا بيبدا يزيد وبعدين يبدا يقل، وهنا بيزيد، كان بيقل وبعدين يبدا يزيد تاني. طبعا انسب حاجه عندنا اللي هي مين؟ رقم مين؟ رقم ب. ليه؟ احنا قلنا هنا الاولاني ده بيزيد معايا الحجم، احنا قلنا تيلوزات هتقلل الحجم مش هتزودها، انما ده زي ما احنا شايفين كان الحجم هنا كبير. تمام، الحجم المتاح لمرور الميه كان كبير، ومع الوقت نتيجة اللي هي تكوين اللي هي تيلوزات من اللي هي الخلايا البرانشمية عمال يقلل لي حجم اللي هو الوعاء الخشبي، وبالتالي هنا الحجم عمال ايه؟ يقل معانا زي ما احنا شايفين، وبالتالي الإجابة رقم مين؟ رقم ب. إنما عندنا رقم ج هنا، هنا الحجم إيه اللي بيحصل له هنا؟ ده عمال يزداد وبعدين يقل تاني، طب إيه اللي زوده أصلا؟ طبعا لأ، وهنا كان عندي هنا الحجم كبير جدا بدأ يقل لحد هنا صح، انما هنا ايه اللي حصل تاني؟ بدأ يزداد مره تانيه، وبالتالي دي كمان ايه؟ غلط. يبقى الاجابه المناسبه عندنا اللي هي رقم مين؟ رقم ب. يتشابه تكوين التيلوزات مع تركيب الصمغ في، يا ترى تيلوزات والصمغ هيتشابهوا في ايه؟ اول حاجه الشكل والتركيب، هل هما الاثنين متشابهين في الشكل والتركيب؟ طب لو احنا فاكرين التيلوزات كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن نموات زائده نتيجة إيه؟ نتيجة تمدد اللي هي الخلايا البرانشمية. تمام؟ طيب الصمغ ده ديت عبارة عن تراكيب مين؟ تراكيب كيميائية، يعني معنى كده مش متشابهين في الحاجتين دول. نيجي رقم ب، بيقول لي مكان التكوين أو مكان التكون. طب التيلوزات كانت بتتكون في ناحيتها، ده دي كانت بتتكون داخل اللي هي مين؟ قصيبات مين؟ الخشب. إنما الصمغ كانت بتفرز منين؟ من النباتات المصابة اللي هي فيها جرح او قطع يعني، حوالين اللي هو موضع مين؟ موضع الاصابه اللي هو الخارجي. تمام، وبالتالي هنا المكان مش واحد. نيجي الرقم ج، بيقول لي هنا التكون بعد الاصابه، ايه رايكم؟ طبعا دي الاجابه ايه المظبوطه عندنا، اللي هي التكون بعد ايه؟ بعد الاصابه. احنا عارفين طبعا اللي هي تيلوزات او اللي هي ترسيب اللي هي الصمغ، طبعا دي عباره عن وسائل ايه؟ مناعيه تركيبيه بتنتج منين؟ من اللي هي ايه؟ حدوث مين؟ اللي هي استجابه من النبات نتيجه حدوث مين؟ اللي هي ايه؟ الاصابه بيه اللي هي كائنات مين؟ الايه؟ الممرضه. نيجي الرقم د،
بيقول لي منع دخول الميكروب، منع دخول الميكروب، هل الكلام ده بيحصل قبل ما الميكروب يخش ولا بعد ما الميكروب بيدخل؟ ده بعد ما الميكروب بيبدأ ايه يحصل، بتبدأ تحصل اللي هي تكوين التيلوزات او ترسيب السموم بعد دخول مين؟ الميكروب، وليس ايه منع دخوله اصلا. تمام. فعندنا تيلوزات زي ما احنا قلنا دي بتحصل نتيجة اللي هي ايه حدوث اللي هي قطع او غزو منين من الكائنات الممرضة. اما بالنسبة لي الصمغ نتيجة ايه جرح او قطع ايه نتيجة دخول مين؟ الميكروبات. يعني هنا الميكروبات دخلت في الحالتين، وبالتالي هنا دي بالنسبة لنا برضك ايه غلط. المادة الكيميائية التي تعتمد في عملها على نشاط الخلايا التائية المساعدة TH بشكل غير مباشر هي يا ترى مين؟ هنا بيكلمنا على مين بشكل ايه غير مباشر، يا ترى الانتر ليكونات ولا الهيستامين ولا المتممات ولا السيتوكاينات؟ هنا بيكلمنا ايه بطريق مين غير مباشر. طب في حاجة عندي هنا في الجنب كده هنشيلها كده، اول حاجة اللي هي الهيستامين، احنا عارفين طبعا الهيستامين ديت ان هو بتعتبر اللي هي درجة اللي هي المناعة ايه من الدرجة ايه التانية. تمام. طيب عندنا الهيستامين طبعا دي كانت مادة مولدة مين ليه اللي هي ايه الالتهاب. اتفضل لي ثلاث حاجات، انتر ليكوينات ولا المتممات ولا السيتوكاينات. احنا دلوقتي عاوزين حاجة ايه بطريق او بشكل ايه غير مباشر، شكل غير مين غير مباشر. طيب اول حاجة عندنا اللي هي مين اللي هي الانتر ليكوينات، يا ترى دي كانت مباشر بطريق مباشر ولا غير مباشر؟ كانت عندنا طبعا اللي هي تي اتش اللي هي الخلية المساعدة بتفرزها بطريق اللي هي مباشر، صح ولا لأ؟ هنجيب الشكل كده ونفتكر مع بعض. كان عندنا هنا في المناعة اللي هي الخلوية أو بنسميها المناعة بالخلايا اللي هي الوسيطة، كان عندنا اللي هي الخلايا التائية المساعدة، الخلايا التائية المساعدة اللي هي المنشطة. تمام. كانت بتفرز عندنا اللي هي مين الانترليكوينات. تمام. كانت بتفرز كمان مين اللي هي ايه السيتو ايه سيتوكاينات، وبالتالي دي الطريقة ايه طريقة مباشرة. هو هنا في السؤال بيقول لي مين طريقة مين غير مباشرة، معنى كده اللي هي الانترليكوينات مش هتنفع معايا، ولا السيتومين ولا السيتو ايه كاينات. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي الانترليكوينات مش نافعه معايا، الاستامين قلنا طبعا مش نافعه علشان ديت مولده للالتهاب ملهاش علاقه بالتي اتش، عندنا السيتوكاينات برضك ما تنفعش معانا، اتفضلنا مين اللي هي ايه المتممات، وطبعا دي الاجابه الصحيحه عندنا اللي هي مين المتممات، سلسله ايه المتممات او بسميها اللي هي ايه المكملات. احنا عارفين طبعا اللي هي المتممات ديت عباره عن ايه، عباره عن مجموعه متنوعه منين من اللي هي الانزيمات والبروتينات. طب مهمتها ايه بتعمل ايه لو احنا فاكرين؟ كانت بتدمر اللي هي مين الميكروبات اللي هي موجودة فين في الدم. تمام. طب كانت بتدمرها ازاي؟ بعد ما تبدأ ترتبط المتممات ديت ان بي اللي هي الأجسام المضادة كانت بتعمل فيها ايه، كانت بتبدأ تدوبها علشان تخليها في متناول مين اللي هي الخلايا البلعمية عشان تقدر ايه تقضي على اللي هي ايه الميكروبات. التركيب المناعي، تركيب مناعي ذو الإفراز الخارجي، خلي بالي من الكلام، داخل الجسم وفي نفس الوقت جوه مين جوه الجسم، هو غدد لعابية، غدد عرقية، غدة تيموسية، غدة دمعية. احنا دلوقتي عاوزين حاجة مناعية، تركيب مناعي، وفي نفس الوقت الافراز بتاعه ايه خارجي، وفي نفس الوقت جوه مين جوه الجسم. طب نيجي اول حاجة عندنا كده الغدد مين اللعابية، احنا عارفين طبعا الغدد اللعابية زي ما احنا خدناها في سنة تانية عبارة عن ثلاث ازواج منين من اللي هي الغدد ايه اللعابية، بتفرز اللي هي الافراز بتاعها اللي هو اللعاب فين، داخل مين، داخل الفم. يبقى افرازها خارج وفي نفس الوقت جوه مين جوه الجسم، يعني ديت اللي هي الاجابه الصحيحه عندنا. طب نشوف الباقيين كده، الغدد العرقيه، طب دي كان افرازها فين؟ كان خارج الجسم، واحنا بندور على مين؟ على داخل الجسم، ما تنفعش معانا. غده تيموسيه، ده دي غده صماء كانت بتفرز اللي هي المنتج بتاعها اللي هو هرمون اللي هو التيموسين في الدم ايه مباشره. الغده الدمعيه الافراز بتاعها بيكون ايه خارجي، يعني خارج الجسم، واحنا بندور على مين؟ على داخل الجسم، وبالتالي بالنسبه لنا ايه غلط. كيف تعمل المستقبلات الموجوده في خلايا النبات كوسيله للدفاع؟ المستقبلات اللي هي موجوده في النبات ازاي هتشتغل كوسيله للدفاع؟ احنا عارفين طبعا المستقبلات لو احنا فاكرين دي كانت اللي هي عبارة عن مناعة ايه بيوكيميائية موجودة في النباتات. تمام. واللي هي الوظيفة بتاعتها لو احنا فاكرين اللي هي مستقبلات دي كانت بتدرك اللي هي وجود مين الميكروبات، وكانت بتنشط اللي هي دفاعات مين النباتات عن طريق اللي هي بتحفز وسائل جهاز المناعة اللي هو ايه موجود فين في قلب ايه في قلب النبات. تمام.
طبعا المركبات ديت او اللي هي المستقبلات ديت كانت موجوده في النباتات السليمه والمصابه، بس التركيز بتاعها بيزداد امتى؟ بعد ايه؟ بعد الاصابه. طب نشوف كده الاختيارات اللي عندنا ومين اللي يمشي معانا. رقم ألف بيقول لي تعمل كعازل لوقف انتشار مسبب المرض إلى أجزاء أخرى. إيه رأيكم في الكلام ده؟ هل ينفع صح؟ طبعا لأ، الكلام ده غلط. الكلام ده طبعا بنتكلم على مين دلوقتي؟ بنتكلم عن التركيب اللي هي المناعية الخلوية، تمام؟ زي ما كما يبدأ يحصل اللي هي بنحوط اللي هو حوالين اللي هو الغزل، الخيوط اللي هو الغزل الفطري اللي هي بتهاجم اللي هي النبات، كان بيتحوط ان هو بغلاف او بماده عازله علشان تمنع اي انتشاره من خليه الايه لاخرى، وبالتالي الكلام ده ما بينطبقش على مين؟ على المستقبلات. هنيجي الرقم ب، بيقول لي ترتبط بالمواد الكيميائيه التي ينتجها النبات لزياده فعاليتها، هل هي اللي بترتبط؟ طبعا لا، برضك طبعا الكلام ده بيكلمنا على مين؟ بيكلمنا على المواد الكيميائيه اللي هي مضاده لمين؟ للكائنات الايه اللي هي الدقيقه. رقم ج، ترتبط بالجزيئات البروتينية على سطح الكائنات الممرضة وتحفز على الاستجابة المناعية. طبعا دي الإجابة المظبوطة، احنا لسه قايلين اللي هي الوظيفة بتاعتها إدراك مين اللي هي وجود الميكروب، وفي نفس الوقت بتنشط تمام اللي هو تحفيز يعني أو تنشيط اللي هي الاستجابة المناعية الموروثة فين؟ في النبات. رقم د بيقول لي ترتبط بالمواد الكيميائية الموجودة على في الخلايا النباتية لتكوين البذور الخلوية. طبعا الكلام ده ايه؟ مش مظبوط. يبقى الإجابة رقم مين؟ رقم ج. من الشكل المقابل الذي يوضح إحدى خلايا الدم البيضاء، إحدى خلايا الدم البيضاء المتعادلة أثناء قيامها بدورها المناعي بالجسم، تسمى هذه العملية يا ترى ابتلاع، تغذية، تلازم، ابتلاع وهضم. احنا عارفين مهمة اللي هي خلايا الدم البيضاء المتعادلة اللي هي الابتلاع والهضم، تمام؟ مهمتها مين اللي بتلعب مين والهضم، بس هنا بيسألني في السؤال على حاجة معينة، بيقول لي العملية اللي هي في الشكل قدامي دي يا ترى اسمها ايه؟ نركز كده في الشكل، ايه اللي عندي هنا؟ دي عبارة عن بكتيريا، تمام؟ كائنات ممرضة، وعندنا ديت خلايا دم بيضاء متعادلة، وعندي هنا بيبدأ يحصل عملية بلعمة أو عملية ابتلاع لمين؟ للكائن مين؟ الممرض أو البكتيريا اللي هنا. هل هنا حصل لها هضم؟ هل هنا اتحللت؟ لا، وبالتالي هنا ما ينفعش نختار مين ابتلع وهضم، هنختار مين ابتلع فقط. يبقى احنا اخترنا ابتلع فقط، بس ليه؟ علشان بالرغم ان هي مهمة او وظيفة اللي هي الخلايا المتعادلة ابتلع وهضم، علشان هنا الشكل اللي قدامي بيسألني فيه بيقول لي تسمى هذه العملية ايه؟ هنا مجرد بلع بس اهو، مجرد ابتلع فقط. هنا لم يحدث عملية هضم لمين؟ ليه اللي هو الكائن مين؟ البكتيريا اللي هي ايه؟ قدامي. رقم اتنين، ما أهمية التركيب اللي هو سين؟ سين عندنا هنا بقول التركيب بتاعه ده أو أهميته إيه؟ يا ترى طبعا سين ده عبارة عن اللي هو مستقبل بالنسبة لي اللي هي خلايا مين؟ الدم البيضاء بتبدأ تتعرف بيه عن طريق مين؟ تبدأ تعرف بيه اللي هو الكائنات الممرضة زي إيه؟ البكتيريا كده. فهنا بقول لي رقم ألف بيقول لي يمنع دخول مسبب المرض لخلية الدم البيضاء، هل هو اللي يمنع؟ طبعا الكلام ده غلط. رقم اتنين عندنا يرتبط بالأجسام المضادة، هل ده اللي بيرتبط بالأجسام المضادة؟ لا طبعا، ده المفروض اللي هي الانتيجينات اللي هي موجودة على مين؟ على اللي هي البكتيريا أو الكائنات الممرضة، وبالتالي ده غلط. رقم جيم، يعرض مركب الانتيجين وبروتين التوافق النسيجي، برضه غلط، تمام؟ رقم د، يتعرف على مسبب المرض، طبعا هو ده عن طريق اللي هو سين ده، بيبدأ نوع اللي هي الخلايا اللي هي قدام اللي هي خلايا الدم البيضاء بتبدأ تتعرف على مين؟ على مسبب مين؟ المرض، وبالتالي هنا بتبدأ يحصل عملية مين؟ بلعامة زي ما احنا ايه شايفين. الخليتان المتعاكستان في الوظيفة هما، أول حاجة عندنا احنا عاوزين دلوقتي حاجتين، خليتين الوظيفة بتاعتهم عكس بعض، تمام؟ هندور كده ونشوف مع بعض كده يا ترى رقم كام. أول حاجة عندنا البلعمية الكبيرة والباقية. طب البلعمية الكبيرة لو احنا فاكرين كان في نوعين فيها اللي هي ثابتة وإيه ودورة، صح ولا لأ؟ طب كانت مهمتهم إيه؟ والله البلعمية كانت مهمتها اللي هي التهام أي جسم إيه غريب موجود فين؟ قريب منها، وتبدأ إيه تلتهمه عن طريق عملية البلعمة. طب الدورة ده بالنسبة للثابتة والدورة، الوظيفة دي موجودة في الاتنين. طب الدورة كانت بتعمل ايه؟ كانت بالإضافة للوظيفة دي كانت بتحمل كمان مين اللي هي المعلومات اللي هي بتبدأ تجمعها بعد ما تحلل مين اللي هي ايه الانتيجينات، وتبدأ تعرضها على ايه؟ على سطحها منين؟ إيه؟ من الخارج، علشان تتعرف ايه اللي هي الخلايا ايه المناعية الأخرى. طب نيجي للباقية، الخلايا الباقية كانت مهمتها ايه؟
الخلايا اللي هي الباقية زي ما احنا عارفين المهمة بتاعتها اللي هي انتاج مين، اللي هي الاجسام مين المضادة، تمام. طيب نيجي الرقم ب، طبعا الاتنين كده مش عكس بعض، احنا بندور على حاجتين عكس بعض. رقم ب التائية المساعدة والتائية السامة. طب نيجي الاول حاجة اللي هي التائية مين، اللي هي المساعدة. المساعدة كانت بتعمل ايه؟ المساعدة دي كانت بتنشط اللي هي الانواع التانية منين، من الخلايا اللي هي التائية، تمام، وفي نفس الوقت بتحفز اللي هي الخلايا اللي هي الباقية علشان تنتج مين، اللي هي الاجسام مين المضادة. طب نيجي للي هي السامة، التائية السامة. التائية السامة كانت بتعمل ايه؟ ده كانت بتهاجم اللي هي الخلايا الغريبة، تمام، زي الخلايا السرطانية، زي اللي هي الأعضاء مين المزروعة، وبالتالي الاتنين برضك مش عكس بعض. نيجي الرقم جيم، التائية السامة. التائية السامة احنا لسه قايلين بتهاجم مين، اللي هي ايه، الخلايا الغريبة زي الخلايا السرطانية وهي اللي هي الأعضاء مين المزروعة في الجسم. القاتلة الطبيعية اللي هي ال NK، طبعا دي كانت بتهاجم مين، اللي هي خلايا الجسم المصابة بالفيروس والخلايا مين السرطانية، برضك الاتنين مش عكس بعض. نيجي الرقم د، التائية المساعدة والتائية المثبطة. طب نيجي الأول حاجة اللي هي التائية مين المساعدة، طبعا دي الإجابة الصح. التائية المساعدة كانت بتعمل إيه؟ ده كانت بتنشط وبتحفز اللي هي الأنواع التانية من الخلايا التائية، تمام، وبتحفز كمان اللي هي الخلايا الباقية لإنتاج مين، اللي هي الأجسام مين المضادة. طب نيجي اللي هي التائية المثبطة. المثبطة كانت بتعمل إيه؟ ده كانت بتنظم درجة الاستجابة المناعية للحد، للوصول للحد المطلوب، وفي نفس الوقت بتثبط عمل الخلايا مين الباقية والتائية. الكلام ده طبعا بعد ايه؟ بعد القضاء على مين؟ على الكائن مين الممرض، يعني الاتنين عكس بعض، دي كانت بتحفز ودي كانت ايه؟ بتثبط. فاذا الاتنين كده ايه؟ عكس بعض، فاذا دي الاجابة المظبوطة. اي من الاختيارات التالية يعتبر صحيحا؟ مين الصح اللي عندنا؟ رقم الف بيقول لي الخلية اللي هي الصارية، المادة المفرزة بتفرز اللي هي الهيستامين، لحد كده صح زي الفل. خط الدفاع الأول، هل ده خط الدفاع الأول؟ لا طبعا، ده خط الدفاع التاني، تمام. رقم ب، وبالتالي دي غلط كده بالنسبة لنا. رقم ب، التي اتش التائية المساعدة بتفرز اللي هي الانترليوكينات، تمام زي الفل، وده خط الدفاع التاني، هل ده خط الدفاع التاني؟ لا طبعا، ده خط الدفاع التالت، وبالتالي دي كمان غلط. نيجي الرقم ج، نيجي الرقم ج، التي سي اللي هي التائية القاتلة بتفرز سموم ليمفاوية، وده خط دفاع تالت. ايه رأيكم، الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا صح وزي الفل، يبقى إذن دي الإجابة. نيجي الرقم د، لأن كي اللي هي بتفرز اللي هي السيتوكينات، هل الإن كي بتفرز السيتوكينات؟ طبعا كانت بتفرز مين، اللي هي ايه، انزيمات، ودي كانت خط دفاع مين؟ طبعا خط دفاع ايه؟ تاني، وبالتالي دي كمان ايه؟ غلط. اذا الاجابة الصح رقم مين؟ رقم ج. تنتج الكائنات الممرضة مواد ضارة للنبات. الكائنات الممرضة بتطلع وتنتج مواد ضارة مين؟ للنبات، ماشي. اي نوع من المواد التالية سوف ينتجه النبات، تمام، للحد من هذا الضرر، ايه اللي هيقلل الضرر ده؟ طيب نشوف كده الاختيارات عندنا. اول حاجه عندنا كده بقول اللي هو ايه، سيفالو ايه، سيوبرين. طبعا ديت عباره كانت عباره عن ايه، عباره عن احماض امينيه غير بروتينيه، تمام. كانت بتعمل ايه؟ ده كانت مهمتها مواد وقيه لمين، للنبات. مواد وقيه لمين، للنبات، تمام. احنا بندور على حاجه دلوقتي هتنتج النبات عشان يحد من الضرر ده، تمام. طبعا ديت كانت عندي هنا، دي بتعتبر اللي هي مواد سامه، سامة لمين، للكائنات مين اللي هي ايه، الممرضة، وبالتالي دي مش هتنفع معانا، تمام. نيجي الرقم ب، الجلوكوزيدات. طبعا دي عبارة عن مركبات اللي هي كيميائية سامة برضك، بتقتل مين، اللي هي كائنات مين الممرضة زي البكتيريا، وفي نفس الوقت بتثبط ايه، النمو بتاعها، وبالتالي احنا برضك مش هتنفع معانا. نيجي الرقم ج، انزيمات نزع السمية. انزيمات نزع السمية طبعا دي لو احنا فاكرين اللي هي الانزيمات ديت عبارة كانت بتتفاعل مع اللي هي السموم اللي هي بتفرزها مين، اللي هي الكائنات اللي هي الممرضة ديت، وبتبدأ تحولها إلى مركبات مين، غير سامة، وبالتالي دي الإجابة الصح بالنسبة لنا. هنشوف رقم ده بالمرة، بقول لي مين المستقبلات. المستقبلات كانت بتعمل إيه؟ ده كانت بتدرك وجود الميكروب، وفي نفس الوقت بتنشط دفاعات مين، النبات. إحنا بندور على حاجة تحد تقلل من الضرر، يبقى مين عندنا، إنزيمات نزع مين، السمية. الشكل المقابل يوضح تركيب أحد الفيروسات. تستطيع الخلايا الباقية التعرف على هذا الفيروس عن طريق التركيب. يا ترى عن طريق التركيب مين؟
بيكلمنا على مين؟ خلايا مين؟ الخلايا البائية. هتعرف الفيروس ازاي؟ طبعا بتعرفه عن طريق مين؟ اللي هو الانتيجينات، صح ولا لا؟ طيب نشوف كده اللي هو قدامنا، مديني طبعا ده اللي هو تركيب فيروس، بقول لي ده عبارة عن بروتين، والأسهم ديت عبارة عن شوكة تحتوي على إنزيم لذوبان غشاء خلية العائل اللي هو بسميها صاد هنا، وعندنا سين اللي هي البروتين ده، وعندنا عين ده اللي هو عبارة عن غلاف بروتيني، وعندنا اللي هو ده المادة الوراثية اللي هي الـ RNA. كان عندي هنا الخلايا البائية بتتعرف على هذا الفيروس عن طريق مين؟ عن طريق اللي هو سين اللي هو قدامي ده، اللي هو عبارة عن مين؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن اللي هو الانتيجين. يبقى عندنا الإجابة اللي هي رقم ألف اللي هو سين إيه فقط. 35، لا تؤثر خلي بالي الخلايا التي اس في عمل الخلايا، يا ترى مش هتأثر في عمل الخلايا مين؟ البلعمية الكبيرة ولا البائية البلازمية ولا التائية المساعدة ولا التائية السامة؟ طبعا كانت لا تؤثر في عمل مين؟ في عمل اللي هو الخلايا البلعمية الكبيرة، إنما كانت بتؤثر في الثلاثة دولت اللي هي البائية البلازمية والتائية المساعدة والتائية مين؟ الإيه؟ السامة. هنفتكر كده مع بعض. كان عندنا هنا بعد ما بيتم القضاء على الانتيجينات الغريبة ترتبط اللي هي الخلايا التائية اللي هي المثبطة اللي هي تي اس، تمام، وتبدأ تعمل ايه؟ كانت أول حاجة بتؤدي إلى وقف اللي هي الخلايا البائية البلازمية، تمام، عن إنتاج مين؟ الأجسام المضادة، وقفت لمين؟ اللي هي الخلايا البائية البلازمية، وفي نفس الوقت بتموت اللي هي الكثير من ايه؟ من الخلايا ايه؟ التائية المساعدة والسامة الايه؟ المنشطة، يعني ملهاش علاقة مين؟ بالخلايا مين؟ البلعمية. أصيب شخص ما بالحصبة وبعد مرور عدة سنوات أصيب بورم في الغدة التيموسية مما أدى إلى استئصال هذه الغدة، اتشالت خالص. فإذا تعرض هذا الشخص لنفس الميكروب خلي بالنا المسبب للحصبة مرة أخرى بعد مرور عام من الاستئصال، فإنه سيصاب ولا لن يصاب؟ هو دلوقتي تعرض لمرض معين اللي هو الحصبة، تمام، وبعد كده اتشالت مين؟ الغدة التيموسية. احنا عارفين طبعا الانسان لما يصاب باول مره بالمرض بيكون عنده في اول مره اللي هي المناعه الاوليه، وبعد كده بيبدا يكون عنده اللي هي مين؟ اللي هي المناعه الثانويه، ويكون عنده اللي هي خلايا مين؟ الذاكره، تمام. وبالتالي هنا لو اصيب بنفس المرض مره تانية هنا مش هيصاب بالمرض، ومش هتظهر عليه كمان اعراض مين؟ اعراض المرض. ليه؟ لان المناعه الثانويه بتكون سريعه جدا في المقاومه للمرض، وبتبدا تكون اجسام مضاده بعدد كبير جدا، وبالتالي هنا بيقاوم مين؟ المرض. يبقى كلمة سيصاب دي مش هتنفع معانا، هنشوف واحدة من الاتنين دول كده. رقم جيم بيقول لي لن يصاب مرة أخرى لتكون خلايا ذاكرة أثناء التعرض الأول، أثناء الإصابة الأولى، طبعا الكلام ده صح وزي الفل، تمام. رقم دال بيقول لي لن يصاب مرة أخرى لتكون أجسام مضادة أثناء التعرض الأول. هل عشان تكون أجسام مضادة؟ لا، عشان تكون خلايا مين؟ الذاكرة اللي هي بتقعد في الدم من 20 ل 30 سنة، وبيكون عنده اللي هي مناعة مين؟ مناعة ثانوية لو أصيب بالمرض إيه؟ مرة أخرى. إذا علمت أن حمض التينك هو مركب كيميائي عضوي تنتجه بعض النباتات حيث يعمل على انقباض الأنسجة المخاطية كما في اللسان وباطن الفم عند تناولها، الإنسان لو كل أي نبات من ده بيبدأ يحصل عنده الكلام ده، لذلك فإن هذه النباتات لديها مناعة، يا ترى يكون مناعة إيه؟ هل دي تركيبية ولا بيوكيميائية؟ بقول لي هنا تنتجه، تمام؟ يعني هنا مش جن التركيب بتاعه، مش تبع التركيب بتاعه، وبالتالي هنا ده مناعة إيه؟ بيوكيميائية. طب المناعة البيوكيميائية ديت يا ترى موجودة أصلا ولا ناتجة لاستجابة للإصابة؟ هل هنا قال لي النبات ده أصيب بحاجة؟ قال لي لأ، ده هنا بقول له إيه؟ تنتجه بعض النباتات. تنتجه مين؟ بعض ايه؟ النباتات. ما قاليش هنا نتيجة حدوث مين؟ إصابة، وبالتالي هنا نختار مين؟ اللي هي البيوكيميائية موجودة ايه أصلا، يعني الإجابة رقم ج. عند الإصابة بالفيروس يزداد عدد الخلايا التالية ما عدا مين يا ترى اللي مش هيزيد معايا؟ الـ TS ولا TH ولا TC ولا البائية البلازمية؟ مين اللي مش هيزيد معايا؟ طبعا التلاتة دول هيزيدوا معايا، الـ TH والـ TC والبائية البلازمية، الوحيدة اللي مش هتزداد اللي هي مين؟ اللي هي تي اس. التي اس اللي هي المثبطة طبعا اللي هي خلايا التائية المثبطة زي ما احنا عارفين، دي بتبدأ تنتج امتى او تزداد امتى؟ طبعا بعد القضاء على مين؟ على اللي هي الانتيجينات اللي هي الغريبة ومقاومة مين؟ المرض. بتبدأ توقف لمين؟ اللي هي خلايا عامل الخلايا اللي هي البائية البلازمية، وبتبدأ هنا تموت كمان اللي هي الخلايا مين؟ اللي هي ايه؟ التائية المساعدة واللي هي ايه؟ السامة.
تمام، وبالتالي دي الوحيدة اللي إيه مش هتزداد معانا، إنما التلاتة دولت بيزدادوا إيه معانا طالما في إصابة بإيه بالفيروس. إنزيمات نزع سمية في النبات يقابلها في الإنسان يا ترى إيه؟ متممات، كيموكاينات، الإنترفيرونات، الإنترليكوينات. طيب هو بيسألنا على مين دلوقتي؟ إنزيمات نزع مين؟ نزع السمية. إحنا عارفين طبعا اللي هي إنزيمات اللي هي نزع السمية دي عبارة عن إنزيمات بينتجها مين؟ اللي هو النبات، تمام؟ بينتجها إيه النبات أحيانا. طيب النباتات أو اللي هي إنزيمات نزع السمية كانت بتعمل إيه؟ كانت بتتفاعل مع السموم اللي هي بتفرزها اللي هي كائنات مين؟ الممرضة، وفي نفس الوقت بتبطل إيه؟ بتبطل مين اللي هي المفعول بتاعها. طب احنا دلوقتي عاوزين حاجة مشابهة لها، عاوزين حاجة يقابلها، يعني شكلها فين في الإنسان؟ يا ترى مين بقى؟ مين من الأربعة دولت؟ طبعا عندنا الإجابة اللي هي مين؟ اللي هي رقم ألف اللي هي مين؟ المتممات. طب ليه؟ المتممات لو احنا فاكرين دي كانت عبارة عن مجموعة منين؟ من البروتينات والإنزيمات. طب كانت بتعمل إيه؟ كانت بتدمر الميكروبات اللي هي موجودة فين؟ في الدم. إمتى؟ بعد ارتباط اللي هي الأجسام المضادة عن طريق انها بتذوب اللي هي المحتويات ايه بتاعها، وفي نفس الوقت بتخليها في متناول مين اللي هي الخلايا الدم البيضاء زي الخلايا البلعميه كده عشان تقضي ايه عليها. انما كان عندنا اللي هي الكيموكاينات دي كانت عوامل جذب المين للخلايا المناعيه البلعميه المتحركه اللي هي الجواله يعني في الدم، وتبدا تجيبها لمكان الاصابه باعداد ايه باعداد كبيره، تمام. طبعا دي ملاش مش قريبه خالص لمين؟ لانزيمات نزع سميه. رقم جيم اللي هي الانترفيرونات كانت بتعمل ايه؟ كانت بتمنع الفيروس من التكاثر والانتشار، تمام. طب الانترليكوينات دي كانت عباره عن ايه؟ ده كانت عباره عن اداه اتصال بين خلايا الجهاز المناعي وبعضه، وبين خلايا الجهاز المناعي وخلايا الجسم، تمام. وفي نفس الوقت كانت بتساعد مين الجهاز المناعي على ايه؟ اداء الوظيفه المناعيه ايه بتاعته. يبان اذا افضل اجابه عندنا اللي هي رقم مين؟ رقم الف. 40 خط الدفاع الأول الميكانيكي، ميكانيكي يعني في حركة في الإنسان، هو مخاط أهداب سملاخ لعاب. طبعا عندنا مين اللي هو إيه؟ الأهداب. اخترنا الأهداب ليه؟ الأهداب زي ما احنا عارفين موجودة في داخل اللي هي القصبة الهوائية، بتتحرك من أسفل لأعلى لطرد أي جسم غريب يخش جوه إيه؟ جوه اللي هو مجرى القصبة إيه؟ الهوائية. وبالتالي هنا طالما في حركة هنختار مين اللي هو إيه؟ الأهداب. 41 أي من العبارات التالية تعتبر صحيحة؟ مين الصح اللي عندي هنا؟ رقم ألف عندنا بيقول لي الخلايا البائية، الخلايا البائية توجد في العقد الليمفاوية فقط. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ ها؟ طبعا غلط. احنا عارفين طبعا الخلايا اللي هي البائية، الخلايا البائية زي ما احنا عارفين موجودة فين؟ موجودة في الدم، وموجودة فين؟ في الليمف، وبالتالي دي كده غلط بالنسبة لنا. طيب نشوف رقم ب، بيقول لي تنشط الأجسام المضادة في بلازما الدم وسيتوبلازم الخلية. هل هي هتخش جوه سيتوبلازم الخلية؟ طبعا لا، احنا عارفين طبعا اللي هي الأجسام المضادة عبارة عن بروتينات بيكون كبيرة الحجم، مش هتقدر تخش جوه مين؟ جوه الخلية، وبالتالي دي كمان غلط. رقم جيم الأجسام المضادة تعمل على تحييد الفيروسات وتساعد في القضاء عليها. ايه رأيكم في الكلام ده؟ طبعا صح وزي الفل، يبقى اذا ديت عبارة صحيحة. طبعا دي كنت بسميها عملية مين؟ عملية اللي هي التعادل، يبقى دي كنت بسميها ايه؟ التعادل. التعادل لو احنا فاكرين كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن ارتباط اللي هي الأجسام المضادة بالأغلفة الخارجية بتاعت مين؟ بتاعت الفيروس، تمام؟ وفي نفس الوقت كان بيمنعها من الالتصاق بايه؟ بغشاء مين؟ الخليه، تمام؟ وفي نفس الوقت كمان كان بيمنع اللي هو الار ان ايه اللي هو الحمض النووي بتاع الفيروس من الخروج من الخليه المصابه وينسخ ايه؟ نفسه مره ايه؟ مره اخرى. نيجي الرقم ده بالمره، بول الانترفيرونات هي مواد تثبط انزيمات نسخ الحمض النووي الفيروسي. الانترفيرونات لو احنا فاكرين كانت بتعمل ايه؟ ده كانت بتمنع الفيروس من التكاثر، طب ازاي؟ والانتشار ده جوه الجسم. طب ازاي الكلام ده؟ كانت بتحس، تمام، على انتاج نوع معين من الانزيمات. الانزيمات دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل على تظبيط عمل انزيمات نسخ مين اللي هو الحمض ايه النووي ايه الفيروسي. يعني مش هي اللي بتعمل، لا ده هي بتحس خلايا تانية عشان تطلع مين اللي هي ايه الانزيمات دي، وبالتالي دي برضك ايه غلط بالنسبة لنا. تتمكن بعض النباتات من التغلب على الضرر الذي تلحقه بأنسجتها الحشرات الثاقبة، حشرات إيه؟ ثاقبة، خلي بالي، المصة من خلال، يا ترى أول حاجة عندنا هنا بيقول لي إيه؟ الحساسية المفرطة.
الحساسية المفرطة لو احنا فاكرين كانت عبارة عن ايه؟ كان النبات بيقوم بالتخلص من الكائن مين؟ الممرض. طب هيتخلص منه ازاي؟ كان بيتخلص منه عن طريق اللي هو قتل اللي هي الأنسجة المصابة لمنع ايه؟ انتشاره، تمام؟ وبالتالي دي ما تنفعش معانا. رقم ب، تكوين الفلين. هو الفلين كان بيتكون امتى؟ كان بيتكون عشان يعزل اللي هي المناطق اللي هي النباتية اللي هي تعرضت للقطع او ايه او التمزق، وبالتالي بيمنع دخول مين اللي هو الكائن الممرض ليه للنبات. الكلام ده طبعا كان بيحصل امتى؟ لما بيبدا يحصل نمو في سمك النبات، تمام، بيزداد في العمر يعني، او اللي هو الناس تجمع الثمار بتاع النبات ويقطع اللي هو اجزاء منه، او يحصل سقوط ليه اللي هي الاوراق في فصل الخريف، او اللي يحصل تعدي ليه اللي هو الحيوان او النبات على مين؟ على اللي هو النباتات، تعدى الحيوانات او الانسان على ايه؟ على النباتات. كان كل في الحاله دي كان بيكون منين؟ طبقه منين؟ من الفلين. برضك عندي هنا بيقول لي ايه؟ حشرات ثاقبه، يعني هنا ثقب صغير، الفلين مش هينفع معايا لان ده المفروض بيعالج اللي هي المساحات الكبيره. نيجي الرقم جيم عندنا، ودي الاجابه الصح اللي هي مين؟ ترسيب السموغ. ترسيب مين؟ السموغ. احنا عارفين الصمغ طبعا بيترسب فيه النباتات، تمام، وطبعا النباتات اللي هي ايه؟ مصابه بجرح او ايه؟ او قطع، تمام. الصمغ طبعا ده بيجي حوالين اللي هو مكان اللي هو الإصابة علشان يمنع دخول مين؟ الميكروبات. وهنا في السؤال خلي بالنا قال لي إيه؟ الأنسجة الحشرات مين؟ الثاقبة المصة، يعني بتعمل ثقب صغير فين؟ في قلب مين؟ اللي هو إيه؟ النباتات ديت. أنا هو بالتالي هيكون علاجها عن طريق مين؟ عن طريق الصمغ، وهنا ما ننفعش نختار مين؟ اللي هو إيه؟ الفلين. رقم ده بيقول لي تكوين غلاف عزل، طبعا إيه؟ لا، يبقى إذا الإجابة الصح زي ما إحنا اتفقنا رقم مين؟ رقم جيم. الشكل المقابل يوضح تركيب الجسم المضاد. أي من الأجزاء التالية يسمح بتغيير المسافة بين موقعي الارتباط بالإنتجين؟ عندنا أول حاجة سين، ده زي ما احنا شايفين كده ده عبارة عن مين؟ عبارة عن موقع اللي هو ارتباط اللي هو الإنتجين. صاد هنا مشاور على اللي هو الرابطة الكبريتيدية اللي هي الثنائية، الروابط اللي هي عندنا، تمام. عندنا بعد كده عين، ده اللي هو عبارة عن اللي هي بسميها المنطقة المفصلية، منطقة ايه؟ مفصلية، تمام. عندنا بعد كده اللي هو لامدا، لامدا عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللي هي المنطقة اللي هي الثابتة. طيب هنا عاوز ايه؟ بقول لي اي من الاجزاء التالية يسمح بتغيير المسافة بين موقعي الارتباط بايه؟ بالانتجين. طبعا عندنا اللي هو مكان مين؟ اللي هو عين، اللي هي منطقة مين؟ اللي هي المفصلية، هي دي اللي ممكن ايه؟ تؤدي لمين؟ الى تغيير ايه؟ المسافة. يعني الإجابة اللي هي عين اللي هي رقم كام؟ اللي هي رقم جيم يعني. رقم 2، يرجع تخصص الجسم المضاد لوجود التركيب. تخصص الجسم المضاد لوجود مين يا ترى؟ أنهي حاجة من دول؟ طبعا مين اللي هو عندنا؟ مين اللي هو سين اللي هو موقع ارتباط إيه؟ الإنتجين. يبقى عندنا الإجابة اللي هو إيه؟ اللي هي ألف اللي هي إيه؟ اللي هي سين. إحنا عارفين طبعا اللي هو موقع اللي هو الارتباط ب اللي هو الإنتجين، ده بيختلف الشكل بتاعه من جسم مضاد لايه؟ لاخر، تمام؟ نتيجه الاختلاف اللي هو شكل او تشكيل اللي هو الاحماض مين؟ الامينيه اللي هو التتابع بتاعها الفراغي، تمام؟ وبالتالي بيكون لي سلسله بيبتيديه معينه، وبالتالي هنا زي اللي هو نظام اللي هو القفل المفتاح بالنسبه للانزيمات، وبالتالي هنا كل اللي هو كل جسم مضاد قصدي له ايه؟ له انتجين خاص ايه؟ بيه. يبقى الاجابه اللي هي رقم كام؟ رقم الف زي ما احنا اتفقنا. جميع ما يلي يؤثر على نفاذية الأغشية الخلوية ما عدا، كل اللي جاي ده بيأثر على مين؟ على نفاذية الأغشية الخلوية ما عدا حاجة واحدة بس. رقم ألف عندنا بيقول للأنسولين. الأنسولين لو إحنا فاكرين كانت مهمته إيه؟ طبعًا ده كان بيقلل نسبة مين؟ السكر فين؟ في الدم، تمام؟ طبعًا ده كان بيحصل الكلام ده إزاي؟ عن طريق اللي هي مرور اللي هي السكريات الأحادية ما عدا الفركتوز من خلال أغشية الخلية إلى داخلها، تمام؟ يعني هنا أثر على مين؟ على الأغشية، وبالتالي ما ينفعش معانا، إحنا بندور معاه ده خلي بالنا. الأستاتيلكولين، الأستاتيلكولين لو إحنا فاكرين كان بيعمل إيه؟ كان هنا بيؤدي إلى زيادة نفاذية اللي هي غشاء الخلية، تمام؟ لما بيبدأ إيه اللي هو بيصل إلى المستقبلات بتاعته، كان بيزود نفاذية غشاء الخلية علشان يدخل مين؟ أيونات مين؟ الصوديوم إيه؟ الموجبة، وبالتالي يحصل إيه؟ انقباض لمين؟ للعضلة، يعني أثر على مين؟ على الأغشية إيه؟ الخلوية. طب نيجي للالدوسترون. الالدوسترون لو احنا فاكرين كان بيعمل ايه؟ كان بيؤدي الى اعاده امتصاص اللي هي الاملاح زي الصوديوم، والتخلص من اللي هو البوتاسيوم اللي هو زائد عن حاجه الجسم عن طريق مين؟ عن طريق الكليتين. وطبعا الكلام ده بيتم عن طريق مين؟ اللي هي الاغشيه، عن طريق اللي هي النفرونات مين؟ الكليه. معنى كده ان بيأثر برضك على ايه؟ على الاغشيه.
أما السموم الليمفاوية طبعا إيه لا تؤثر على مين؟ على الأغشية الخلوية، وبالتالي ديت الإجابة المظبوطة بتاعتنا. جميع خلايا الدم تنتج منين؟ من نخاع العظام. دي عبارة هل فيها مشكلة؟ لا طبعا، في صح وزي الفل. العبارة التانية بيقول لي تنشط الخلايا الصارية في الدم، تنشط الخلايا الصارية في الدم وأنسجة الجسم. إيه رأيكم في العبارة ديت؟ يا ترى صح ولا غلط؟ إحنا عندنا طبعا هنا تنشط اللي هي الخلايا الصارية في الدم، ها إيه رأيكم؟ الكلام ده صح؟ طبعا غلط. هي في أنسجة الجسم ماشي، إنما في الدم لأ. يبقى عندي هنا الخلايا الصارية بتنشط مين اللي هي، أو تنشط فينا حتة في أنسجة مين؟ الجسم. ملهاش علاقة بمين؟ بإيه؟ بالدم. وبالتالي العبارة ديت إيه؟ غلط. يعني الأولانية صح والتانية إيه؟ غلط. يبقى الإجابة عندنا رقم مين؟ رقم جيم. الأولانية صحيحة والتانية إيه؟ خطأ. العضو المناعي الذي يطلق عليه مقبرة خلايا الدم الحمراء هو؟ يا ترى طحال ولا نخاع العظام ولا الغدة التيموسية ولا اللوزتان؟ أول حاجة عندنا مين؟ الطحال. وطبعا ديت الإجابة الصح اللي هو مين؟ اللي هو الطحال. الطحال كانت مهمته إيه؟ كانت مهمته اللي هو التقاط اللي هي الميكروبات أو الأجسام الغريبة أو الخلايا اللي هي الجسدية المسنة زي كرات الدم هي الحمراء، تمام؟ اللي هي الهرمة أو مسنة يعني، ويبدأ يفتتها إلى اللي هي المكونات الأولية بتاعتها عشان يتم التخلص إيه منها. معنى كده إن هو مقبرة مين؟ خلايا الدم إيه؟ الحمراء. أما بالنسبة لنخاع العظام طبعا ده كانت مهمته مين؟ اللي هو إنتاج خلايا مين؟ الدم الحمراء أو اللي هي صفائح الدموية أو خلايا الدم إيه؟ البيضاء. الغدة التيموسية طبعا كانت مهمتها بتفرز مين؟ هرمون مين؟ اللي هو إيه؟ التيموسين. وطبعا ده كان بيحفز اللي هي نضج الخلايا مين؟ اللي هي الليمفاوية اللي هي الجذعية، ويحولها لإيه؟ إلى خلايا إيه؟ دائية بأنواعها إيه؟ المختلفة. نيجي بعد كده اللي هي مين؟ اللوزتان. طبعا دولت أهو كانت وظيفتهم اللي هي التقاط أي ميكروب أو جسم غريب يخش فينا حتة مع اللي هو الأكل أو مع إيه، وطبعا بتبدأ إيه؟ تمنع أي دخول لمين؟ إلى إيه؟ الجسم، وبالتالي كده بتحمي إيه؟ الجسم. يبقى الإجابة عندنا رقم مين؟ رقم ألف. المادة الكيميائية التي يتأثر تكوينها بعمل الخلايا التائية المساعدة اللي هي تي اتش هي يا ترى مين؟ الانترليكوينات ولا الهيستامين ولا المتممات ولا الكيموكاينات؟ طبعا عندنا اللي هي الإجابة الصح اللي هي مين؟ اللي هي الانتر ايه؟ اللي هي الانتر ليكوينات، انتر ليكوينات وطبعا وايه؟ وسيتوكاينات. انما طبعا هو مدينا حاجة واحدة بس هنا اللي هي مين؟ اللي هي الانتر ايه؟ ليكوينات. وبالتالي هنختارها ايه بالنسبة لنا هنا؟ لو احنا فاكرين اللي هي الانتر ليكوينات كانت بتعمل ايه؟ كانت المهمة بتاعتها اللي هي الرئيسية بتعمل ك اللي هي أداة اتصال أو ربط بين اللي هي خلايا الجهاز المناعي مع بعضها، وفي نفس الوقت بتربط اللي هي الجهاز المناعي وخلايا الجسم، وفي نفس الوقت بتساعد اللي هو مين؟ الجهاز المناعي فين؟ في أداء إيه؟ الوظائف بتاعته. أما اللي هو الهيستامين طبعا ده كانت اللي هي مواد مولدة لمين؟ ليه؟ اللي هي للالتهاب. نيجي بعد كده اللي هي مين؟ المتممات. المتممات طبعا دي كانت مهمتها اللي هي تدمير اللي هي الميكروبات اللي هي موجودة فين؟ في اللي هي الدم. طبعا الكلام ده كان بيتم إمتى؟ بعد اللي هي ارتباط اللي هي المتممات بالأجسام مين؟ اللي هي المضادة، عن طريق اللي هي بيحلل اللي هي الانتيجينات ويبدأ ان هو يخليها في متناول مين؟ اللي هي الخلايا البلعمية الكبيرة. نيجي بعد كده لمين؟ دي اللي هي الكيموكاينات. طبعا دي كانت مهمتها انها بتعتبر عوامل جذب لمين؟ للخلايا مين؟ المناعية اللي هي البلعمية الكبيرة لمكان مين؟ الإصابة، وتبدأ تجيبها بأعداد ايه؟ بأعداد كبيرة. طبعا عند هنا اللي بيتأثر تكوينها بعمل الخلايا التائية زي ما احنا قلنا اللي هي تي اتش اللي هي مين؟ اللي هي الانتر ايه؟ ليكونات. والحاجة التانية اللي اسمها ايه؟ اللي هي سايتو ايه؟ كاينات. الخلايا المناعية غير المحببة هي الخلايا يا ترى قاعدية ولا الحمضية ولا الصارية ولا المتعادلة؟ يا ترى مين اللي هي غير محببة؟ طبعا عندنا الإجابة اللي هي مين؟ اللي هي رقم جيم عندنا اللي هي الخلايا مين؟ اللي هي الخلايا الصارية. طبعا الخلايا الصارية لو احنا فاكرين دي خلايا غير محببة، وطبعا دي كانت مهمتها اللي هي إفراز مادة مين؟ اللي هي الهيستامين اللي هي تعتبر خط الدفاع التاني اللي هي طبعا اللي هي مادة مولدة لإيه؟ للالتهاب. أما عندنا اللي هي الخلايا القاعدية والحامضية والمتعادلة دي عبارة عن خلايا إيه؟ محببة. 49. كل الخلايا التالية تلعب دورا مشتركا في المناعة الخلطية والمناعة الخلوية عادة، ما عدا مين يا ترى؟ ما عدا أنهي خلايا؟ أول حاجة عندنا كده البلعمية الكبيرة ولا التائية المساعدة ولا التائية السامة ولا التائية المثبطة؟ يا ترى مين فيهم اللي هي ليس لها دور بالنسبة مين؟ للمناعة الخلطية والمناعة مين؟ اللي هي إيه؟ الخلوية. طبعا عندنا البلعمية الكبيرة لها دور،
التائية المساعدة لها دور طبعا مهم جدا، التائية المثبطة برضك لها دور، هي اللي بتوقف. إنما عندنا اللي هي التائية السامة طبعا ديت هي التي ليس لها ليس لها دور بالنسبة للمناعة الخلطية والمناعة مين اللي هي الخلوية. يبقى عندنا الإجابة اللي هي مين، التائية السامة. السؤال اللي بعد كده، أي مما يلي يعتبر من المناعة الفطرية؟ يا ترى مين مناعة فطرية؟ طيب نشوف كده اللي قدامنا كده. أول حاجة عندنا كده التهام كرية الدم البيضاء لمسبب المرض، هل ديت هنا خلي بالي هنا بقول لي أي مما يلي يعتبر من المناعة مين الفطرية، ما ندور على مناعة فطرية. التهام كرية الدم البيضاء لمسبب المرض طبعا ديت عبارة عن مناعة مناعة فطرية، تمام، الإنسان بيتولد بيها، فإذا دي عندنا الإجابة الصح. إنما عندنا اللي هي تكوين اللي هي خلايا الذاكرة، أو إبطال اللي هي مفعول السموم بالأجسام المضادة، أو انقسام اللي هي الخلايا البائية، طبعا دي كلها عبارة عن مناعة اللي هي خلوية ومناعة خلطية، وبالتالي ما ينفعوش معناها، ما ينفعوش معانا. تستطيع بعض النباتات إنتاج مثبطات لإنبات جراثيم بعض الكائنات الممرضة، وقد يكون ذلك عن طريق يا ترى مستقبلات الفينولات السيفالوسيوبرين، إنزيمات اللي هي نزع السمية. طيب بيسألنا على مين هنا، بيقول لي هنا في بعض النباتات بتنتج مين، مثبطات. المثبطات دي بتعمل ايه؟ لإنبات جراثيم بعض الكائنات مين الممرضة. طيب يا ترى الإجابة مين عندنا؟ أول حاجة عندنا مين اللي هي المستقبلات، هل لها دور في الكلام ده؟ طبعا لأ. ليه؟ احنا عارفين طبعا المستقبلات كل مهمتها انها بتدرك مين، وجود اللي هو الميكروب، وفي نفس الوقت بتنشط اللي هي الدفاعات بتاعت اللي هو النبات. واحنا عارفين طبعا اللي هي المستقبلات دي بيكون موجودة في النباتات اللي هي السليمة والنباتات مين اللي هي المصابة، بس هي طبعا بتزداد تركيزها بعد بعد الإصابة. ودي زي ما احنا لسه قايلين مهمتها اللي هي بتدرك وجود الميكروب، وفي نفس الوقت بتنشط مين، دفاعات مين اللي هو النبات. طيب نيجي رقم ب، رقم ب، وطبعا دي عندنا الإجابة الصحيحة اللي هي مين، اللي هي الفينولات. دي الإجابة عندنا الصحيحة. ليه؟ احنا عارفين الفينولات دي عبارة عن عبارة عن مركبات كيميائية سامة بتعمل بتقتل مين اللي هي كائنات مين الممرضة زي زي البكتيريا، وفي نفس الوقت بتثبط بتثبط مين عملها. هنا قال لي مثبطات لإنبات مين الجراثيم، وبالتالي هنا بتثبط لمين اللي هو الإنتاج بتاعها. أما بالنسبة لي اللي هو السيفالوسيوبرين، السيفالو سيوبرين طبعا ده من اللي هي الأحماض الأمينية اللي هي الغير بروتينية، أحماض أمينية غير بروتينية، وطبعا ديت بتعمل كمواد واقية، بتعتبر مواد واقية للنبات عن طريق إنها بيكون مركبات مين، مركبات سامة للكائنات مين اللي هي الممرضة. إنزيمات طبعا نزع السمية طبعا دي بتتفاعل مع اللي هي السموم، اللي هي السموم طبعا اللي هي بتفرزها مين اللي هي الكائنات اللي هي الممرضة، وفي نفس الوقت بتحولها إلى إلى مركبات غير سامة بالنسبة لمين، للنبات. أي التراكيب الدفاعية التالية لم تكن موجودة مسبقا وتكونت كنتيجة للإصابة بكائن ممرض؟ عاوزين حاجة ما كانتش موجودة وكونت نتيجة الإصابة. أول حاجة عندنا اللي هي تغلظ الجدار الخلوي باللجنين، إيه رأيكم؟ طبعا دي موجودة من البداية، دي تراكيب موجودة فين؟ من البداية في النبات. تكون الطبقة الشمعية لخلايا البشرة، نفس الكلام موجودة من البداية. تكون شعيرات على الأدم الخارجية برضك دي عبارة عن تراكيب موجودة أصلا فين، في اللي هي النبات. إنما عندنا اللي هي تكون اللي هي التيلوزات طبعا ديت بتيجي نتيجة اللي هي تعرض النبات لإيه، إلى كائن مين، إلى كائن ممرض. إحنا عارفين طبعا التيلوزات عبارة عن نموات اللي هي زائدة بتنشأ نتيجة تمدد مين اللي هي الخلايا مين البرانشمية اللي هي موجودة في قصيبات مين الخشب، وتبدأ تمتد جواها علشان طبعا تمتد جواها من خلال مين النقر على عرض اللي هو الجهاز الوعائي اللي هو الخشب للقطع او اللي هو الميكروبات، بتبدا تتكون التيلوزات، وبالتالي هنا بتبدا بتعيق اللي هي حركه مين اللي هي كانت مين الممرضه. من الشكل المقابل يختلف تركيز الاجسام المضاده في الاستجابه المناعيه الثانويه عنه في الاستجابه المناعيه الاوليه. عندنا مناعه اوليه، مناعه ثانويه، تمام، في انه يزداد بمقدار، يا ترى مقدار كام؟ الضعف، 100، 100 مره، 1000 مره، 10000 مره. نبص كده على اللي قدامنا، عندنا هنا ديت الاولانيه ديت عباره عن بيقول لي هنا الجرعه الاولانيه ودي جرعه منشطه، المهم هنا كون عندي مناعه اوليه ثم مناعه مين؟ مناعه ثانويه.
طب انا عندي هنا المناعة الأولية كان عندي هنا كام؟ كان عندي هنا 10 أس كام؟ 10 أس 1، تمام؟ وعندنا هنا المناعة السنوية طبعا بيكون هنا عندي هنا بيكون معدل الانقسام ويكون سريع جدا، بيكون أعلى، وبالتالي هنا في كمية كبيرة من الأجسام المضادة بتتكون. لما نيجي نبص كده لحد هنا كده هيكون كام؟ عندي 10 أس كام؟ 10 أس 4، 10 أس 4، هنطرحهم من بعض كده. طبعا بنطرح اللي هي الأسس من بعضها، 1 ناقص 4 يطلع لي كام؟ 3، يعني 10 أس 3 يعني يطلع لي كام؟ يعني يطلع لنا 1000. يبقى الإجابة عندنا 1000 إيه؟ 1000 مرة، اللي هي الإجابة رقم كام؟ رقم ج. تؤثر الخلايا التائية السامة، تائية سامة خلي بالي، على كل مما يأتي ما عدا حاجة واحدة بس مش هتأثر عليها، يا ترى مين؟ إحنا فاكرين طبعا اللي هي الخلايا التائية السامة، كانت طبعا دي بتهاجم اللي هي الخلايا الغريبة عن الجسم، زي الخلايا السرطانية، زي الأعضاء اللي هي المزروعة، زي اللي هي خلايا الجسم المصابة بإيه؟ بالفيروس. فعندي هنا بيقول لي رقم ألف اللي هو فص كبد مزروع. طب ما احنا لسه قايلين إن هي بتهاجم مين؟ الأعضاء المزروعة، فإذا ده ما ينفعش معانا، احنا بندور خلي بالنا ما عدا، يبقى رقم ألف ما ينفعش معانا. رقم ب بيقول الخلايا السرطانية، طب ما احنا لسه قايلين برضك إن هي بتهاجم مين؟ الخلايا السرطانية، وكمان الخلايا المصابة بمين؟ بالفيروس، تمام؟ سواء إنفلونزا أو غيره أيا كان نوع الفيروس. يتفضل لي مين؟ اللي هي السموم التي تفرزها مين؟ البكتيريا. طبعا ديت الإجابة إيه؟ الصحيحة. 55، العملية التي تسبق مباشرة عرض الانتيجين على سطح الخلية البلعمية الكبيرة هي، يا ترى مين؟ ابتلاع الخلية البلعمية الكبيرة الانتيجين، ولا تفكيك الانتيجين بواسطة اللي هي انزيمات اللي هي الليسوسومات، طبعا دي عندنا الإجابة الصح، ولا إخراج اللي هي خلوي في البلازما، ولا تعرف الخلايا اللي هي تي اتش على الانتيجين. نفتكر كده مع بعض. طبعا ديت عباره عن اللي هي الخلايا البلعميه الكبيره، تمام؟ كانت عندنا هنا بتبتلع مين؟ اللي هو الكائن الممرض اللي هو حامل اللي هو الانتيجين، وعن طريق طبعا بترتبط معاه عن طريق اللي هي البروتين اللي هو التوافق النسيج اللي هو الام اتش سي. بعد كده بتبدا تحلله، بيبدا يحصل عمليه تفكك الخليه البلعميه الكبيره لايه؟ للانتيجين بواسطه مين؟ اللي هي انزيمات مين؟ الليسوسوم، هو ده اللي بيسالنا عليه. يبقى هنا بيحصل ايه؟ عملية مين؟ اللي هي ايه؟ التفكك. اخر حاجة طبعا بعد كده بتبدأ الخلايا البلعمية الكبيرة ديت ان هو بتبدأ تعرض اللي هو المركب الناتج من ارتباط اللي هو الانتيجين مع مين؟ مع بروتين اللي هو التوافق النسيج. يبقى عندنا هنا العملية التي تسبق مباشرة عرض الانتيجين زي ما احنا اتفقنا، اللي هي عملية مين؟ عملية ايه؟ اللي هي التفكك. تعمل الخلايا المهدبة في خط الدفاع الأول في الإنسان على خلايا مهدبة، معنى كده اللي هي موجودة في الجهاز التنفسي. طب هنا بيقول لي رقم ألف إفراز المخاط لحماية الرئتين من مسببات الأمراض، هل هي اللي بتفرز المخاط؟ هل هي الخلايا المهدبة اللي بتعمل كده؟ طبعا لأ. رقم ب حماية الجهاز التناسلي الأنثوي من الأمراض، طبعا ملوش علاقة. طرد الأتربة ومسببات الأمراض لمنع دخولها إلى الرئتين، طبعا دي الإجابة الصح عندنا. لو في اي جسم غريب ولا حاجه دخل، لو في اتربه دخلت بتبدا ايه؟ تطرد عن طريق مين؟ الاهداب، واحنا عارفين طبعا الاهداب ديت اهو حركتها بيكون من اسفل لايه؟ الى اعلى. ورقم ده بيقول لي افراز اللي هو الحمض اتش سي ال للقضاء على مسببات المرض، طبعا ده بيكون فين؟ في اللي هو كل مما يلي من استجابات الجسم خلال المناعه غير المتخصصه ما عدا يا ترى مين؟ عاوزين حاجه بس هنا متخصصه. طيب نشوف كده الاختيارات. بيقول لي عندي هنا انتاج اللي هي الانتر فيرونات، ولا انتاج اللي هي الاجسام المضاده، ولا الحمى، ولا الالتهاب. بيقول لي في السؤال ايه؟ كل من اللي قدامي ده عباره عن استجابات الجسم خلال المناعه مين؟ غير متخصصه ما عدا مين؟ ما عدا حاجه واحده بس اللي هي تعتبر ايه؟ متخصصه. طبعا عندنا اللي هي انتاج اللي هي الانتر فيرونات او الحمى او اللي هو الالتهاب، كل ده بيندرج تحت مين؟ تحت اللي هي المناعه مين؟ غير ايه؟ متخصصه. اما عندنا اللي هي انتاج اللي هي الاجسام المضاده عن طريق اللي هي الخلايا البائيه، طبعا دي عباره عن مناعه ايه؟ اللي هي ايه؟ متخصصه. يبقى الاجابه عندنا رقم مين؟ رقم ب. السؤال الاخير معانا، لا تتواجد الاجسام، لا تتواجد خلي بالي، لا تتواجد الاجسام المضاده في، يا ترى الضفدع، سمكه البلطي، الجمبري، عصفور الكناري او الكناري. يا ترى الاجسام المضاده مش موجوده فين؟ احنا عارفين طبعا اللي هي الاجسام المضاده طبعا بيكون موجوده في اللي هي الحيوانات اللي هي الفقارية والإنسان، وطبعا دي بتبقى موجودة فين؟ في الدم واللي هو إيه؟ الليمف. طبعا مش موجودة فين؟ في اللي هي مين؟ اللافقاريات. طب مين هنا من اللي قدام هنا اللافقاريات؟ طبعا ده فقاريات، 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 طبعا اللي هي القشريات أو بسميها اللافقاريات اللي هي مين؟ اللي هو الجمبري. يبقى الإجابة عندنا مين؟ الجمبري.
احنا كده بمشيئة ربنا انتهينا من اللي هي المناعة. ما تنسوناش كده بصلاح دعواكم، وبمشيئة ربنا نكمل معاكم إن شاء الله بيت اللي هو حل الكتاب. ما تنسوناش من دعواكم. كان معكم مستر طارق، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.